مساء الخير على كل جماهير النادي الأهلي العظيم ومشاهدي طبعا قناة النادي الأهلي في كل مكان. مبروك مبروك مبروك. طبعا مش جديد علينا، ودايما بقول لا جديد يذكر، النادي الأهلي هو البطل. النادي الأهلي بطل الدوري للمرة 42 من 61 بطولة. مبروك لجماهير النادي الأهلي الأرقام القياسية، مبروك لجماهير النادي الأهلي وإدارة النادي الأهلي ولاعبي النادي الأهلي وكل من ينتمي للنادي الأهلي بهذه البطولة العزيزة الغالية. بطولة استثنائية في ظروف صعبة، بطولة بننهيها قبل الموسم بسبع أو ست أسابيع. الحمد لله على نعمة النادي الأهلي. طبعا الجماهير هي طبعا العصب الفريق. الجماهير بنقول لها ألف مبروك، اللعيبة بتقول لكم مبروك، مجلس إدارة بيقول لكم مبروك، واحنا هنا كمان في البيت الكبير يا سام مساء الخير عليك بنقول لجماهير النادي الاهلي الف مبروك. وشنا منور النهارده الحمد لله، والاهلي يقول للفرح قوم افرح. النهارده بنفرح وبنحتفل. مساء الخير، مساء الخير على جمهور النادي الاهلي العظيم في كل مكان. مبروك يا اهلاويه، مبروك اللقب رقم 42 وعقبال 43 و44 إلى ما شاء الله في تاريخ القلعة الحمراء. لقب غالي طبعا، هو اللقب المفضل بالنسبة لنا والطبيعي برضو. فالأهلي أنه يتوج باللقب ده فده مش جديد، لكن إحنا فعلا مرينا بظروف استثنائية، لكن نجحنا في الآخر. نجحت قلعة مختار التتش في حصد اللقب من غير أي اعتبارات بقى، لا للصعوبات اللي شهدناها الموسم الحالي طبعا اللي كان على رأسها توقف الدوري 5 شهور بسبب كورونا. يعني احنا الموسم اللي فات افتكر كمان من المواسم اللي كانت صعبة، ما اشبه اليوم بالبارحة زي ما بيقولوا. النهاردة انت عندك صعوبات، الموسم اللي فات كان عندك برضو صعوبات خليت الفريق مع الدور الاول بعيدا عن القمة. وفي الوقت اللي كل الناس اللي ملهاش في الاهلي واللي ما تعرفش يعني ايه اهلي قالت ان البطولة هتذهب بعيدا عن الأهلي، لكن ده مع أي فريق تاني غير النادي الأهلي يعني ممكن يحصل. الأهلي دايما بيتحارب ودايما بيقاتل في كل وقت، والحقيقة لحظة علشان يتوج بالبطولات الواحدة تلو الأخرى هو ده شعارنا، شعار النادي الأهلي. الأهلي فوق الجميع فعلا، فوق الجميع بالأدب وبالاحتراف وبالأخلاق واحترام المنافس وبإرساء الروح الرياضية. كمان الأهلي فوق الجميع ببطولاته وبشعبيته والإنجازات والنجاحات اللي حققها. والحقيقة جدا أنا يعني يمكن معجبة باللقب ده، لأنه يعني بيمثل للنادي الأهلي حقيقة، مش شعار كده وخلاص. لا طبعا، لا الأهلي مش شعار وخلاص طبعاً. النادي قلعة شامخة وهتفضل شامخة إن شاء الله بفضلكوا أنتوا بعد ربنا، بفضل الجمهور ده وأبناء وأولاد النادي وعشاء ومحبيه في كل مكان. وزي ما قالت الجماهير قبل كده ولسه بتقول، هو مين غيره يفرحني؟ هو ده النادي معالي الأهلي، معاك يا أهلي للآخر يا أهلي. هو ده طبعا النادي الأهلي، وزي ما بنقول دايما هو جماهير النادي الأهلي دايما عندها ثقة في لعيبتها وعندها ثقة في مجلس إدارتها. احنا مرينا بظروف صعبه كتيره جدا جدا الموسم ده طبعا، بجانب يعني كورونا على العالم كله، لكن كمان النادي الاهلي زي ما احنا يعني قلنا واتكلمنا في البيت الكبير وحضراتكم كنتم متابعين معانا، ان كان في كمان حمله كبيره جدا على النادي الاهلي وشائعات كتيره جدا على النادي الاهلي وعلى مجلس اداره النادي الاهلي وعلى لعيبه الاهلي واللعيبه اللي بتهرب واللعيبه اللي يعني. رغم كل دوت ورغم الصعوبات ديت، رغم صعوبه السيزون، لكن النادي الاهلي دايما هو نادي البطولات. النادي الاهلي مش بس هو على مستوى الاعداد، خلي بالك العدد كمان والارقام هي اللي بتتكلم، مش احنا اللي بنتكلم، الارقام. ودايما بقول النادي الاهلي ما بيردش بنفس الاساليب، النادي الاهلي ليه اسلوب خاص. النادي الاهلي بيرد بالبطولات، بالانجازات، بيرد يعني بالارقام القياسيه. النادي الاهلي بيحقق رقم قياسي كبير جدا جدا. النادي الاهلي كمان خلينا اقول لكم من افضل الانديه على مستوى العالم اللي بيعمل اجراء احترازي على مسابقه ترتيب المسابقه، التباعد ما بينه وما بين الخصم، فالتباعد زي ما بيقول التباعد الاجتماعي، التباعد الرياضي، التباعد على مستوى حتى ترتيب جدول الدوري. السنه دي النادي الاهلي بيعمل رقم قياسي كبير جدا يا سهام، حتى على مستوى، خلينا نتكلم مش على مستوى مصر بس ولا على المستوى العربي ولا على مستوى افريقيا، احنا بنتكلم على انجاز على المستوى العالمي. ان النادي الاهلي كمان من اكتر الانديه حصدا للبطولات والالقاب،
هو ده النادي الاهلي رغم الصعوبات ورغم المشاكل ورغم الدوشه الكتيره حوالينا عن النادي الاهلي. لكن وده كل هيستمر يا كابتن، ده هيستمر ان شاء الله. الدوشه دي هتبقى حواليك طبعًا دايما طبعًا. والدوشه دي ما بتخلصش، ومن حين لاخر بالذات في التوقيت في الاوقات المناسبه او في الظروف الصعبه اللي احنا او النادي الاهلي بيمر بيها، دايما تلاقي الغلوشه، دايما اسميها غلوشه، بس هي غلوشه فاضيه. ودايما لما بنحقق زي البطوله العظيمه ديت الغاليه علينا كلنا، كل ده بيتبخر في الهواء خلاص، ما بيبقالوش اي اثر. مبروك لكل الاهلاويه اللي قاعدين على القهاوي وقاعدين في المنتشرين في كل حته، انتم الجزء الاكبر من فخرنا بالنادي الاهلي. الحقيقه لقب الدوري 42 عمره ما هيتنسى وهيفضل عالق بالاذهان، ومن غير الاهلي يعني طبعا بنتكلم عن النادي الاهلي موضوع صعب جدا. موضوع الحمد لله، وده اللي يميز النادي الاهلي. من غير الاهلي مين يقدر يظهر في الوقت الصعب وفي الوقت صحيح. الشديد دوت بانجازات وبطوله؟ النادي الاهلي قدرات خاصه جدا للنادي الاهلي بيتميز بيها. يعني مين كمان يقدر يحتفظ باللقب لمده 5 سنين متتاليه؟ اعتقد النادي الاهلي هو النادي مش عايز اقول الوحيد، لكن النادي هو ده الجدير انه بيقوم بحصد 5 بطولات في متتاليه. صعب جدا تحصل في اي فرقه على مستوى العالم. يمكن البايرن حققها في المانيا، لكن ده بيدل على كيان النادي الاهلي الكبير، وده اللي بيدل ان كمان احنا وانا جزء من النادي الاهلي وولاد النادي الاهلي اللي اتربيت على البطوله. اتربيت يعني ايه؟ يعني انا بقى من وانا عندي خلاص 17 سنه بيتقال لي مبروك يا كابتن في الشارع، اذا كان على مستوى الناشئين بنكسب الحمد لله، او على مستوى الفريق الاول كمان بنكسب. فعايز اقول النادي الاهلي تاريخ كبير جدا على مستوى النتائج، على مستوى الانجازات. تعالوا نشوف مع بعض تقرير عن نتائج النادي الاهلي باكتساح كل منافسيه، كمان على مستوى الفخر اللي احنا بنفتخر بيه، على مستوى ان كل واحد منتمي للنادي الاهلي بيحس ان هو منتمي لكيان كبير جدا، سبب كبير جدا في سعادته. صحيح، ويمكن النشأة الرياضية للنادي الأهلي هي اللي زرعت صحيح. من البداية الروح دي، روح القتال، وإزاي أنت تبذل كل جهد عشان تتوج ببطولة، وإنك دايما تكون رقم واحد. الحقيقة ده مش سهل أبدا. الحقيقة برضو أنه درع الدوري رقم 42 له طعم ومذاق مختلف يا كابتن هاني، وإحنا الحقيقة مش يعني بالرغم من أننا يعني متعودين بصراحة يعني مش محرومين ولا طبعا يعني ولا حاجه، وعندنا بطولات الحمد لله تكفي وزياده، بس مختلف علشان انت فعلا مريت بصعوبات كتيره جدا، وفي ناس كتيره قوي بتتوقع لك الفشل، ودايما ناس بتتوقع لك انك هتقع، لكن انت دايما بفضل طبعا ربنا ومجلس الاداره وبابنائك المخلصين. انا دايما انا لسه وايهاب الجنيدي بنتكلم بيقول لي الاهلي بمن حضر، انا بقول له والاهلي بمن اخلص. الاهلي طبعًا. بمن اخلص طبعًا. وبالذات في الايام دي طبعًا. بالذات في الايام دي. فكابتن محمود الخطيب مبروك، جهاز الفني ولاعبتنا الف الف مبروك، مواصله الاحتفاظ باللقب ان شاء الله واسعاد الجماهير ان شاء الله يستمر. علشان كده احنا محضرين لكم تقرير عن تتويج الاهلي بلقبه ال 42 في تاريخه دوري مؤمن زكريا. وفعلا مؤمن زكريا يستحق ان يكون هنا الدوري باسمه الموسم ده. هنروح نشوف التقرير ونرجع مرة تانية. كعادته توج الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بطلا لبطولته المفضلة الدوري المصري الممتاز، وقبل عدة جولات من نهاية المسابقة، ليؤكد على أنه السيد المطلق لهذه البطولة وللكرة المصرية كلها بوجه عام. اللقب الموسم الجاري حمل الرقم 42 لبطولة الدوري في دولاب بطولات المارد الأحمر، متفوقا ب30 لقبا عن أقرب منافسيه الغريم التقليدي الزمالك الذي حقق 12 لقبا فقط في البطولة على مر تاريخه. العلاقة بين الأهلي ودرع الدوري علاقة حب أزلية تاريخية وارتباط وثيق على مر سنوات طويلة احتفظ خلالها العملاق الأحمر بلقب الدوري لفترات متواصلة لعدة سنوات، وعندما كان يهرب منه اللقب في بعض المناسبات كان سريعا ما ينتفض المارد ويعيده لمكانه الطبيعي في قلب الجزيرة، حيث يحلو المقام لدرع أقدم بطولات الدوري العربية والإفريقية وأكثرها عراقة.
توج المارد الأحمر بلقب بطولة الدوري في الموسم الجاري 2019-2020 قبل نهاية المسابقة بست جولات، وهو إنجاز اعتاد الأهلي كثيراً تكراره في ظل خوضه مباريات البطولات دائماً بقوة ورغبة في الفوز في كل المباريات والقتال على كل نقطة لآخر دقيقة في المباريات. وحطم المارد الأحمر كل الأرقام في الموسم الجاري بعدما جمع 73 نقطة من 28 مباراة، محققاً الفوز في 23 مواجهة والتعادل في 4 مباريات، وسجل لاعبوه 63 هدفا كأقوى خط هجوم بفارق 20 هدفا عن ثاني أقوى هجوم بيراميدز، كما منيت شباك الفريق بثمانية أهداف فقط في 28 مواجهة بواقع ربع هدف تقريبا في المباراة، ومتفوقا على صاحب ثاني أقوى خط دفاع الزمالك بفارق كبير، حيث اهتزت شباك الأبيض 21 مرة هذا الموسم. عانق الأهلي درع الدوري في الموسم الجاري بعد عام مليء بالصعوبات التي هزمت أقوى وأعرق الأندية العالمية، وعلى رأسها فيروس كورونا المستجد الذي حطم لياقة اللاعبين وجعل الأندية تظهر بصورة بعيدة تماماً عن مستواها. لكن حصان المارد الأحمر رفض أن يهزمه الفيروس وظل رافعاً رأسه في المضمار إلى أن وصل لخط النهاية وحده وسقط الباقون في أشواك المشوار. كما عانى الأهلي الكثير على صعيد الإصابات والغيابات لبعض العناصر لأسباب مختلفة، لكنه رمى كل ذلك وراء ظهره ووضع هدفاً واحداً فقط أمامه، وهو حسم اللقب وإسعاد جماهيره التي اعتادت منه دائماً أن يكون على منصات التتويج وحده وبلا منافس. طبعا تقرير مميز جدا، وخلوني قبل ما اعلق على التقرير احيي مجلس اداره نادي مصر المقاصه ولاعبيه والجهاز الفني على الممر الشرفي اللي اتعمل، شيء محترم وده اللي بنتكلم عليه، وهي دي الروح الرياضيه اللي دايما بنتكلم عليها، وبنتكلم ان ده لازم تكون الروح الرياضيه السائده في كل الفرق المصريه على مستوى كل اللعبات. طبعا التقرير اتكلم على انجازات كبيره جدا، على ارقام كبيره جدا، خلينا حلل بس التقرير دوت يا سهام في نقطتين. النقطه الاولى ان النجاحات دي ما بتجيش من فراغ، ان على مستوى السنين دي كلها والنادي الاهلي بيحصد اتنين، حتى هنتكلم على الدوري العام 42 دوري من 61 بطوله، ده دليل ان تواصل الاجيال على مستوى الإدارة في تنظيم كويس، بيكون في بعض الدفوهات بعض الأخطاء ده وارد، لكن هي دي الإدارة الثابتة اللي بتعمل نجاحات على مستوى طويل وعلى مستوى مستمر. الجزء الأهم واللي يهمني أنا شخصيا كمان لأن أنا عشت الجزء دوت، هو ساعات لعيب الكورة من كتر البطولات ومن كتر المنافسات اللي بيكسبها بيوصل حاجة من تشبع، نوع من أنواع التشبع شوية، وده بيجي صدقيني غصب عن اللعيب. لكن ما يميز النادي الأهلي ولعبته إن البطولات الحمد لله كتيرة جدا، وتلاقي دولاب النادي الأهلي مليان بطولات أكيد. وتلاقي اللعيبة بتموت نفسها عشان البطولة وبتموت نفسها عشان البطولة اللي بعديها، وبعدين الطبيعي لما بيقفل البطولة نوع من أنواع شوية الخمول شوية، لا احنا وهنشوف دوت وهتتابعونا في هنا في البيت الكبير، ان خدنا بطولة الدوري مش جديدة علينا، لكن ده شيء كان مهم جدا لتاريخنا. اقفل الصفحة بسرعة، لكن بنبص بقى كمان بقى هو ده اللي بتكلم عليه، ان مفيش شبع، يعني احنا ما تربيناش في النادي الاهلي ان احنا خلاص شبعنا من البطولة، لا دايما الشغف والنهم للبطولة او مستني حاجة وما صدقت خالص. لا خالص انت خالص. فده كمان يعني الناس لازم توصلها دوت، ان احنا متربيين في النادي الاهلي ومتعلمين في النادي الاهلي ان موضوع الشبع من البطولات لا، نكسب بطوله وجعانين على البطوله اللي بعديها وجعانين على البطوله اللي بعديها، وده سبب كبير جدا جدا زي ما قلت لك في التباعد الرياضي على مستوى المنافسه في الدوري العام. التباعد الكروي. بس انت لفت نظري برضو الحاجه اللي كنت فاكره اقولها لما دخلنا، كل التحيه والتقدير لرئيس نادي مصر المقاصه اللي هو محمد عبد السلام. طبعا انتوا شفتوا منظر الحقيقه، مش هقول بقى رائع ومبهر والكلام ده، لا هو مشهد بيعزز الروح الرياضيه يا كابتن هاني. أكيد أكيد وانا طبعا. نفسي الحقيقه الست جولات اللي احنا هنلعبهم او الست ماتشات اللي احنا هنلعبهم يحصل برضو ده،
يحصل ممر شرفي من الأندية اللي هتلاعب النادي الأهلي في ماتشاته الأخيرة. ده بيعزز الروح الوطنية وبيعزز فكرة إن أنت خلاص التشحن ما بين الجماهير ده لازم ينتهي يا كابتن هاني، لازم ينتهي. ده جزء مهم من الإدارات زي ما اتكلمتي وأنت اتكلمتي. فالمشهد ده رسالة، المشهد ده الإدارة، دي الإدارة، ده إدارة وجهاز فني. الإدارة طبعا على مستوى الإدارة المهندس محمد عبد السلام، على مستوى الجهاز الفني إيهاب جلال، على مستوى اللعيبة بيطلعوا شكل يا رب يكون. وغير الاحتفال كمان اللي عملوه في يعني زي ما بيقولوا في الخلفية، يعني التورتاية اللي عليها كان مؤمن زكريا، الاحتفال اللي كان زمايلهم كلهم بيحتفلوا مش بس احنا، انت فاهم، في الملعب كل الناس فرحانة وكل الناس يعني بتهني اللعيبة فريق النادي الأول في النادي الأهلي. فأنت ده اللي محتاجين نشوفه على طول. شايف المنظر ده؟ أنا ما بشوفوش على طول. ده خلي بالك هو ده اللي احنا من النوادر، يعني محمد الشناوي ده أصبح من النوادر المشهد ده، من النوادر هنا في مصر يعني. يعني خلينا نتكلم بكل أمانة، للأسف لسه الحالة ديت نتمنى إن شاء الله إنها تعم الملاعب، ده يستمر بقى، يستمر إن شاء الله. وخلي بالك دايما حد بيعمل قدوة شوية، حد بيقدم خطوة. أعتقد يعني الفترة اللي جاية إن شاء الله، وده دور زي ما الإعلام عليه دور مجالس إدارة الأندية مهم جدا صدقيني، وبالأخص مجالس إدارة الأندية عليها عامل كبير جدا في شحن التعصب وفي نبذ التعصب. والرسالة اللي بتطلع من رئيس مجلس إدارة نادي دي لازم تكون محسوبة، والكلمة اللي بتطلع منه لازم يكون مقدرها كويس قوي، لأنها مش كلمة طالعة وخلاص، لا دي كلمة ممكن تأثر على جماهير كبيرة جدا، ممكن تأثر على الجو العام للكرة المصرية. وبتأثر مش ممكن يا كابتن هاني، ما هي بتأثر فعلا، ما هيش ممكن، هي بتأثر فعلا. عارفة بتأثر على مجموعة للأسف برضو، مجموعة ممكن تكون عندها هذه الميول للتعصب. في ناس بجد، في ناس محترمة كتيرة جدا، أنا بتكلم طبعاً على جماهير الكرة المصرية بصفة عامة، في ناس عندها ميول شخصية للتعصب. هذه الألفاظ والكلام اللي بيطلع من رؤساء مجلس الإدارة ممكن جدا ياخدوا المجموعة دي في سكتة. أرجو إن شاء الله بإذن الله إن الكلام ده ما يحصلش خلال الفترات اللي جاية. عشان كده زي ما يعني ما حضراتكم يمكن تابعتم امبارح، يعني رئيس نادي الاهلي طبعا كابتن محمود الخطيب شكر رئيس نادي مصر المقاصه على اللفته الطيبه ديت، وفعلا دي من وراها رسائل، مش مجرد انه اللعيبه يتعمل لها ممر شرفي وخلاص ويستلموا الورد او قائد الفرقه يستلم الورد، لا المشهد فيه رسائل كتيره جدا. انا لفت نظري امبارح شناوي وهو تقريبا بيسلم على كل زمايله في الفريق الثاني، فريق مصر المقاصه، وكهربا، ايوه، وكهربا ووليد، يعني ليه ده ما يستمرش حتى بين الجماهير؟ احنا بنحفل وكل حاجه وده شيء طبيعي جدا، وهي دي حلاوه كره القدم. صحيح. اعتقد في مصر. صحيح. يعني قصه التحفيل دي بس بقى ما تتطورش الابعد من كده. لا ما تتطورش الابعد من كده. احنا ماشيين انا كابتن هاني بشوف ناس بتخسر بعض دلوقتي عشان ماتش، والله العظيم فيه ما تضحكش. خلي بالك في موجود بس احنا دايما احنا عندنا مبادئ وعندنا أسس وعندنا خطوط عريضة ماشيين عليها. ومعانا طبعا واحد من الناس المسؤولين الكبار في النادي الأهلي، الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي. مساء الفل يا كابتن، وألف ألف مبروك. مساء الفل يا كابتن هاني، حياتي ليك وحياتي للأستاذ هاني، ازيك؟ كل سنة طيبين وألف مبروك لنا كلنا. وانت طيب يا كابتن، ويعني ألف مبروك لنا كلنا. وكلمني بقى النهاردة، يعني ابتديتوا تشموا نفسكم؟ ابتديتوا تستعدوا لأفريقيا من دلوقتي أفتك، أو من قبل كده كمان يعني، بس خلاص بقى الاستعداد اللي هو يعني خلاص مركزين؟ يمكن الحمد لله. طبعا فرحة الدوري فرحة كبيرة وفرحة هائلة لكل الناس، وبكرر شكري تاني ومرة تانية ومليون جماهير النادي الأهلي ومجلس إدارة الأهلي كابتن محمود الخطيب ولجنة التخطيط وكل الموجودين في المنظومة، لاعبين وجهاز وإداريين وعمال وجهاز طبي، كل المنظومة، كل واحد بيتعب طبعا على اختصاصه دوره بيأدي على أكمل وجه. وإحنا عندنا سياسة العمل الجماعي مفتقدينها شوية، وخصوصا في المنظومة الرياضية، لكن ما فيش حد بينجح لوحده أبدا يعني. صح. كل بيبقى مساعد وكل بيأدي في حدود اختصاصه ودوره لتكتمل الصورة ببطولة كبيرة زي الدوري. قول لي يا كابتن سيد، الموسم ده كان موسم استثنائي، موسم صعب جدا، قول لي الفترة اللي فاتت دي عدت ازاي عليك؟ انت كنت بتفكر في ايه؟ اول حاجة كانت بتشغل بالك ان انت توصلها لباقي زمايلك للعيبة، كان ايه اكتر حاجة شغلة دماغ وبال كابتن سيد عبد الحفيظ؟
بص انا اقول لك على حاجه احنا متربيين عليها، وبنادي وبنادي كل اللي طالعين وخصوصا مدرسه الكره في النادي الاهلي او مدرسه النادي الاهلي كوطان ناشئين او حتى اللي بيجي جديد شويه ولا حاجه، يعني مهم جدا 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 ان انت تفكر دايما الهدف الاكبر. في تفاصيل صغيره في عالم الرياضه ممكن الناس تبقى ناسياها او غفلاها، لكن مهمه جدا، وكابتن هاني هياكد الكلام ده ويقول لك ده. في تفاصيل صغيره تبان انها صغيره، لكن لما تجمعها تدي لك مباراه او تدي لك بطوله. التفاصيل دي ممكن تبقى اجواء في بعض الاوقات. المباراه الواحده بتبقى مختلفه عن البطولات الكبيره، والبطولات الكبيره بتمر بمراحل كتير قوي، منها بيبقى مش في يومك، مش في حالتك، النتيجه مش مساعداك، فازاي تخرج بسرعه وتبني نفسك بسرعه عشان تكمل الدوري. لكن اللي انا عايز اقوله للناس اللي موجوده كمان طالعه من تحت، التمرين ما بيبقاش ساعتين وخلاص، او اللي عايز يبقى لعيب كوره او اللي عايز يبقى نجم، هي المده مش الزمنيه للفتره التدريبيه او المباراه اللي بتاديها وخلاص. بره الكوره كمان، يعني طريقه تفكيرك عامله ازاي، استعدادك عامل ازاي، التعليم اللي بتاخده والثقافه اللي بتاخدها وشخصيتك بتتبني ازاي، كل ده مهم جدا عشان تبقى نجم وعشان تلعب في النادي الاهلي. لازم يبقى عندك الشخصيه والدماغ اللي تساعدك ان انت تبقى موجود في النادي الاهلي. صحيح يا كابتن سيد، وده اللي اتعملناه في النادي الاهلي. كان كمان اللي خلينا نتكلم بكل امانه، السيزون ده يمكن او الموسم ده استثنائي شويه، مش هنقول لكورونا، كورونا على الناس كلها، لكن على المستوى التحديات اللي قابلها النادي الاهلي على مستوى السوشيال ميديا في الفترات الاخيره، كان مهم جدا ان احنا نثبت ان احنا النادي الاهلي واحنا ماشيين بشكل مميز جدا وما بنبصش ورانا. لكن كمان ده حتى بعد بطوله الدوري، بعد ما كسبنا الدوري، ايه رايك في بعض الناس اللي بتطلع وبتقول ان لعيبه النادي الاهلي جايه لها احتراف خارجي، والنادي الاهلي اللعيب فلان الفلاني الفلاني هيمشي السنه دي؟ يعني كمان في حرب نفسيه اعتقد كمان بعد الفوز بالدوري ممكن تكون ليها، وانت برضو تشاركني الراي، ممكن بيكون في عمليه شوشره شويه على اللاعبين، وانت كنت لعيب كبير وعارف، خروج يخرجوا شويه عن التركيز، حد يبعت له يقول له انت تحترف هنا في المانيا ولا في ايطاليا. فانت شايف الكلام ده ازاي، وبتكلم ولادنا ازاي في الموضوع ده؟ بص مبدئيا يعني احنا علاقتنا باللعيبه علاقه تعاقديه، العلاقه القانونيه تعاقديه ممتده، ولا واحد عقده ينتهي السنه الجايه غير واحد بس هو ليه قضاء، الكل عقد ممتد. فانت لو بتتكلم على يعني احتراف او عروض ولا حاجه، فلازم يبقى من خلال النادي الاهلي، كل واحد عقده ممتد سنتين وثلاثه واربعه وخمس سنين، الوحيد اللي عقده يخلص سنتين هو وليد ازارو. مبدئيا يعني يكون ان يجي لحد عروض ده مش وحش، ده كويس مش مشكله، لكن انت بتقعد وتتناقش مع الجهاز الفني والطرق والخطوات المعتاده في النادي الاهلي، تتناقش مع المدير الفني، وبعد كده ترفع لجنه التنسيق والمشرف العام على الكوره، وبعد كده تاخد القرار. لكن في الحاله اللي احنا فيها ديت، يعني اعتقد ان احنا في اجواء يعني صعبه قوي، لدرجه ان في ناس بتبقى قصده يعني انها تنقل تركيز او تفتت التركيز او تنقلك من حاله ايجابيه الى حاله سلبيه، وهو ما فيش عروض اصلا. ما هو ده اللي بكلمك عليه يا كابتن سيد، هي مش هو اصلا ما بيكونش يعني، وخلي بالك انا عشت بره وعارف، يعني ممكن جدا اي حد اي ايجنت يروح لاي نادي ان شاء الله البايرن هيقول له انا عندي لعيب، هيقول له طب ممكن تبعت اللعيب ده يجي يعمل ترايل، فممكن جدا الراجل ده يجيب جواب من البايرن او يجيب جواب من فرقه كبيره يقول لك فلان الفلان لعيب النادي الاهلي جاي له عرض من نادي كبير، ويبدا يخرج اللعيب دوت من اجواء التفكير، واحنا عندنا البطوله الكبيره اللي جايه. فده وارد جدا، والموضوع بقى بره مش صعب يعني ان احنا ممكن نعمل انفيتيشن لاي لعيب يعني. بص انا يعني طبعا اللعيبه عارفه الكلام ده والمفروض انها تبقى مدركه، لكن انا بتكلم في حالات الاجواء الرياضيه خرجت حتى بره السلوك العادي، يعني صحيح. ممكن تلاقي واحد موتور مثلا ساكن بره او عايش بره ولا حاجه، يعني حالتنا اللي احنا فيها ديت يعني، او اللي احنا بنعيش فيها الفتره اللي احنا فيها، في واحد موتور عايش في ايطاليا كده، يعني دماغه سابقه كل الناس اللي موجودين في العباسيه يعني، فبيبعت اللعيبه ويبعت لهم والله يعني موتور جدا، يعني هو ده اللي هيخرج بره التركيز. طب يا سيدي بره التركيز بس من الاخر، وفي الاخر الحمد لله بتحصل البطوله. ف يعني انا بقول دايما ان العلاقه التعاقديه علاقه طبعا محترمه وجميله وقانونيه وكل شيء، لكن في اجواء بتساعد في وقت ما في مباريات ما ومرحله ما تبقى الهدف منها ان انت تطلع لعيب مهم او لعيب موجود في الفرقه بره تركيز. المفروض ان احنا نقابل ده كمسؤولين او كلاعيبه بشخصيات عاليه ودماغ عاليه وطرق برضه سليمه قانونيه 100%. لكن انا بقول للعيبه قبل حتى ما اقول للناس كلها، يعني الفتره اللي جايه تسمع اخبار كتير جدا يمين وشمال وفوق وتحت، صحيح، والناس جاي له حاجه من ايطاليا وجاي له حاجه من اسبانيا وجاي له حاجه من انجلترا وجاي له حاجه من فرنسا، حاجات كتيره جدا يعني.
احنا ما عندناش مشكله في الخطوات السليمه. لو في حد جاي له حاجه هيبقى عن طريق النادي كعقود، لكن لو واحد هيتصل بيك من بره عشان هو عايش بره زي ما انت حضرتك شرحت كده من شويه يا كابتن هاني، تمام؟ ده الهدف منه ان هو يخرجك بره التركيز يعني. فبقول للعيبه قبل ما اقول للجماهير، الامور دي هتزيد قوي الفتره اللي جايه. احنا عندنا حاجه مهمه قوي، النهارده كنا امبارح كنا بنفرح في الدوري، النهارده من ساعتين بنتفرج على الوداد، الوداد كان عنده مباراه الدوري المغربي، تمام؟ محظوظين ولاد الذين يعني كسبوا 2-1 في اخر ثانيه، بس كان قبلها كان عليهم بينالتي وضاع، فيعني انت بتتابع على خلاص اجواء لاجواء ثانيه. فيعني خلينا دايما يبقى عندنا التارجت بتاعنا اللي احنا بنين عليه خطتنا من اول الموسم، بطوله الدوري ثم بطوله افريقيا. خلنا الدوري ان شاء الله الرحمن يبقى تكمل فرحتنا، والليله الكبيره بتاعتنا تبقى بطوله افريقيا يوم 6 نوفمبر باذن الله. ان شاء الله. عشان تروح ل 6 نوفمبر عندنا سيمي فاينل 18 و23. تستعدوا لها ازاي من دلوقتي يا كابتن سيد؟ عندنا المباراه الاولى 17 و23. عارف يعني قول لي بقى، قول لي شكل الاستعدادات ان شاء الله يعني شكلها عامل ازاي؟ بصي طبعا في حاجات فنيه مرتبطه بالجزء الفني ده عند فايلر والجهاز الفني، لكن في حاجات مرتبطه بالامور التحضيريه، تمام؟ يعني الامور التحضيريه ممكن تبقى في اجواء تساعدك في مباراه، مش شرط تبقى هي نفس الاجواء اللي تساعدك في مباراه اخرى على فكره. فاحنا بنتكلم على رحله المغرب، رحله المغرب ممكن يعني مشكوره الكابتن محمود الخطيب ولجنه التخطيط ومجلس الاداره، يعني بيبقى في اتجاه لطيران خاص ده برضه هيساعدك، لكن هل من الصح ان احنا ناخد المعسكر هناك مثلا قبل المباراه من 5-6 ايام؟ هل ده صح؟ هل الاجواء تساعدنا؟ هل الاجواء تصالحنا ولا الأجواء؟ هو في كل الاحوال الاصعب هو اللي جاي يعني. انت هو طبعا يعني على مستوى البطوله الافريقيه طبعا كابتن انت عارف الاجواء بتختلف كتير جدا والمنافس بيبقى مستويات، لكن اللي انت بتقوله مهم جدا ده كمان اعتقد بالتنسيق مع فايلر، لان كمان ليه رؤيه فنيه، ممكن جدا الراجل يقول لك لا انا ممكن اعسكر 4 ايام وممكن نسافر عادي ونقعد 4 ايام ونلعب المباراه، يعني ده كمان في جزء فني يعني. يعني دي امور فنيه، لكن انا في شغلي انت بتختار كل او بتحضر على كل المستويات يا كابتن هاني، والجهاز الفني هو بقى بيختار الافضل من وجهه نظر. كل التوفيق يا كابتن سيد، بنقول لك مبروك مره ثانيه ومش جديد علينا لو اذا كان سجل يعني النادي الاهلي حافل ب 42 بطوله، فسيد عبد الحفيظ لوحده 13 يعني 13 اكتر من اي حد ثاني، اكتر من انديه ثانيه واخده بطولات. مبروك يا كابتن سيد، مبروك يا كابتن، مبروك وعقبال اللي جاي ان شاء الله، والاهم ان شاء الله بطوله افريقيا ان شاء الله. ان شاء الله. طيب احنا كده كده مبروك علينا الدوري، احنا كده كده بننافس نفسنا، والحقيقه دايما النادي الاهلي يعني بينافس نفسه، عشان كده اللي جاي هو فعلا الاصعب. صحيح. افريقيا هي اللي صعبه، فالتحضير ليها والشغل ليها والتركيز ليها بدا فعلا، وان انت تحافظ على المركز الاول وان انت تحطم ارقام تاريخيه وارقام الاهلي القياسيه الكتيره دي، ده شيء مش بالسهل. احنا بننجح، الاهلي بينجح انه الموسم ده يحقق اللقب بطوله الدوري الممتاز، ان شاء الله بقى ربنا يكرمنا في اللي جاي وتكون بقى الفرحه تكتمل على خير باذن الله. اكيد، واعتقد ده واصل لكل يعني كابتن سيد عنده نفس الاحساس. كابتن سيد كمان خلي بالكم اللقب 42 من 61 ده رقم كبير جدا، يعني النادي الاهلي 19 يعني الانديه الثانيه 19 لقب بس، يعني كل انديه مصر ما فيش فريق بيحقق لقب الدوري 3 مواسم متتاليه قدام الاهلي، صاحب ارقام قياسيه كبيره جدا جدا جدا، يعني 9 مرات متتاليه. نروح دلوقتي معانا كمان عشان الناس تبص والكلام اللي احنا بنقوله ده يترجم قدامهم لصوره، نروح تقرير عن الاهلي بطل الارقام القياسيه في الدوري العام. ملك الأرقام القياسية داخل القارة السمراء يواصل هوايته المفضلة بعدما نجح أبناء الفريق الكروي الأول بالقلعة الحمراء في التتويج ببطولة الدوري الممتاز للموسم 5 على التوالي وال42 في تاريخه، ليواصل المارد الأحمر تعزيز أرقامه القياسية. شعار المارد الأحمر تحطيم الأرقام القياسية الواحد تلو الآخر، ولعل أبرزها التتويجات المتتالية لبطولة الدوري الممتاز منذ ظهوره للنور عام 1948
حيث احتكر الفريق الأهلوي اللقب خلال 9 مواسم متتالية. وعاد الأهلي من جديد لممارسة هوايته ومعانقة الدرع المفضلة له في موسمين متتاليين هما 1960-1961 و1961-1962، قبل أن ينجح الترسانة في الظفر بلقب موسم 1962-1963. ويسيطر الأهلي على درع الدوري في 3 مواسم متتالية بالسبعينيات من خلال معانقة اللقب في مواسم 74-75 75-76 و76-77 حتى حقق الزمالك اللقب في موسم 77-78. ثم يواصل الأهلي حكايته مع التتويج المتتالي ب4 ألقاب في الفترة ما بين موسمي 78-79 حتى 81-82 وثلاثية جديدة بالثمانينيات في مواسم 84-85 85-86 و86-87. وبعد غياب الدرع عن خزائن التتش ل4 مواسم متتالية لإلغاء مسابقة 89-90 وتتويج الإسماعيلي بلقب 91 والزمالك ب92-93، عاد المارد الأحمر للانتفاض ب7 تتويجات متتالية بداية من موسم 93-94 وحتى موسم 99-2000. وتتواصل حكاية الأهلي مع التتويج المتتالي بدرع الدوري، ويسيطر الفريق على اللقب في الفترة من 2004-2005 حتى 2013-2014، مع الإشارة إلى عدم استكمال منافسات موسمي 2011-2012 و2012-2013، فيما عاد أبناء التتش لحصد الدرع في 5 مواسم متتالية من موسم 2015-2016 حتى الموسم الجاري. الحقيقة ده التقرير من التقارير اللي بتوضح مدى عظمة وقوة النادي الأهلي، يعني برغم كل البطولات دي وتلاقي اللعيبة في كل موسم يعني في حال تعطش جديد، ولا كأنهم بقالهم سنين طويلة مش عارفين ياخدوا بطولة الدوري زي بعض الأندية، وده اللي انت كنت يمكن برضو بتقوله صحيح. أول ما بدأ صحيح طبعا ده يعني ده. بيدل انه ده يعني دايما الشغف ودايما البطولات في أذهان اللعيبة بشكل كبير جدا، بطولة بعد بطولة. وإحنا شايفين كمان أداء كابتن سيد عبد الحفيظ في الكلام، فرحنا مبارح وكلنا سعداء، لكن في نوع من أنواع الاتزان شوية في الكلام، في تركيز كمان صحيح. في الكلام، لأن إحنا متعودين إن إحنا نكسب بطولة الدوري بصراحة بدون يعني ما حد يزعل. إحنا متعودين النادي الأهلي أكتر الفرق على مستوى يعني مستوى مصر على مستوى العالم تكسب بطولة الدوري، لكن كمان غير بطولة الدوري كمان عندنا مدرب كويس قوي، يعني عندنا كمان وسط الفرحة ديت عندنا كمان مدرب كبير فايلر، اسمه فايلر. طبعا الراجل دوت على المستوى الفني، انا يعني كلنا حطيت نفسي من جماهير النادي الاهلي اول ما جه فايلر كنا بنتحسس هو اخباره ايه، اول مره يمسك فرقه في افريقيا، مستوى ايه، السي في كويس، لكن كمان النادي الاهلي كانت مخوفه طريقه لعبه هتكون ايه، طريقه اداؤه داخل الملعب الناحيه الفنيه. اعتقد فايلر من انا في رايي الشخصي من نجوم النادي الاهلي، يعني بنتكلم على راجل هادي جدا على مستوى ادائه، بيأدي بشكل اكتر من رائع في احيان كتيره رغم الصعوبات اللي قابلها النادي الاهلي خلال السيزون ده، لكن دايما متفوق، دايما على القمه، عنده الروتيشن على مستوى عالي جدا. ترك بصمه الحقيقه، وترك بصمه وعارف انه نادي الاهلي صحيح. نادي البطولات ونادي تحقيق الارقام، فهو ده في اعتباره. والحقيقه احنا لازم برضو يعني كنا يعني واحنا بنحتفل باللقب ده لازم ما ننساهوش، ولازم ان احنا يعني نتكلم عليه في هذا التقرير اللي يخص ريني فايلر المدير الفني للنادي الاهلي. فايلر عريس الدوري. كسبت لجنة التخطيط وإدارة الكرة بالنادي الأهلي الرهان على المدرب الشاب السويسري ريني فايلر منذ إعلان التعاقد معه رسميا
أعلنت إدارة النادي أن المدرب السويسري وطموحاته وأفكاره تتماشى مع الفانيلة الحمراء وجماهيرها التي لا تعرف سوى البطولات والانتصارات. تعرض النادي الأهلي فور إعلان التعاقد مع المدرب السويسري لوابل من الانتقادات والحديث عن ضعف سيرته الذاتية مقارنة بالأسماء المطروحة إعلاميا وقتها، إلا أن إدارة الأهلي تمسكت بالسويسري أفضل مدرب في بلجيكا موسم 2017 نظرا لرؤيته وفكره التدريبي المميز وما ظهر فعليا في الملعب بقيادته للمارد الأحمر وتحقيق لقب السوبر المحلي موسم 2018-2019 على حساب الغريم التقليدي الزمالك لعبا ونتيجة. السويسري ريني فايلر الذي أكد أنه يعرف جيدا تاريخ وبطولات النادي الأهلي قبل التعاقد معه لم يتأخر في تقديم أوراق اعتماده لجماهير المارد الأحمر التي بادلته حبا بحب وساندته بكل ما أتيت من قوة وقت تعرضه للانتقادات التي كان هدفها واضحا وغرضها إيقاف قطار الأهلي السريع محليا وقاريا. فايلر ترك كل هذه الأمور خلف ظهره وصم أذنيه وتفرغ للمستطيل الأخضر ليكسب معركته ضد الجميع في النهاية ويبرهن أن الذي يعمل في النادي الأهلي يحقق كل شيء في ظل منظومة احترافية متكاملة ودخل التاريخ باعتباره أول مدرب سويسري يتوج ببطولة الدوري الممتاز مع المارد الأحمر. النادي الأهلي مع فايلر حقق بطولة الدوري قبل نهايتها بعدة أسابيع بأرقام مميزة ولديه الفرصة لتحطيم أرقام قياسية أخرى مسجلة باسم المارد الأحمر أيضا في المسابقة المفضلة لديه. طبعا لو كنا بنتكلم على فايلر المدير الفني للنادي الأهلي ونجاحه فنجاحه ده مرتبط بالأدوات ومرتبط بالأداء اللي بتقدم الترجمة الفنية اللي بيقولها. طبعا لعيبة النادي الأهلي هم اللي بيقدموا، لعيبة النادي الأهلي كلهم رجال وكانوا فعلا على مقدار المسؤولية بشكل كبير جدا، كلنا ثقة فيهم إن شاء الله، خدوا بطولة الدوري كلنا ثقة إن شاء الله إن الفترة اللي جاية هتكون أفضل في بطولة أفريقيا ونحصل على التاسعة بإذن الله. لكن لما بنتكلم عن اللعيبة دايما بعد البطولات بنتكلم كل اللعيبة أبطال، كل اللعيبة على مستوى عالي جدا، لكن بيكون دايما في لعيب بصمة، دايما بيكون في لعيب الناس بتتكلم عليه إذا كان إعلام أو جماهير هو بيكون نقطة ضوء عالية جدا كلهم منورين، لكن بيكون في شعاع كده واضح. وأعتقد وكلنا نتفق أن محمد الشناوي طبعا حارس مرمى النادي الأهلي أعتقد على مستوى الأداء وعلى مستوى الثبات وأرقام قياسية كبيرة جدا جدا بيحققها الشناوي على مستوى كمان ككابتن كبير من كباتن النادي الأهلي في عملية لم الفرقة على مستوى احساسك بالمسؤوليه بالظبط، ده رقم واحد وهو ده بيبان جدا بيبان قوي وهو كل يوم بيقول ان انا حارس مرمى النادي الاهلي وحارس مرمى منتخب مصر الاول. ده يعني بالمناسبه يعني لغه الارقام ما بتكدبش وما بتتحيزش لحد اذا كان اهلاوي ولا حاجه ثانيه، لكن ولا بنقلف بالظبط يعني الارقام الارقام اللي هتشوفوها هتتخضوا من ارقام الشناوي المميزه جدا جدا. عندنا تقرير عن محمد الشناوي اللي في اعتقادي واعتقاد الجماهير كلها هو نجم النادي الاهلي هذا السيزون محمد الشناوي، تقرير ونرجع مع حضراتكم. يا بخت اللي عنده الشناوي، جملة تسمعها كثيرا من خبراء كرة القدم خاصة مع التألق اللافت للحارس المخضرم محمد الشناوي نجم الأهلي ومنتخب مصر وأحد أهم أسلحة المارد الأحمر للاحتفاظ بدرع الدوري واقتناص اللقب رقم 42 عن جدارة واستحقاق. لم يكن الشناوي مجرد نجم في صفوف الأهلي بل أصبح أيقونة مهمة في قلعة الجزيرة، دائما ما تشعر بالاطمئنان في وجوده ودائما ما يمنح زملائه الثقة والحماس والطموح. الشناوي أحد أهم وأكبر النجوم وصاحب الأرقام الرائعة مع الأهلي ومنتخب مصر في السنوات الأخيرة
وحارس الفراعنة الأول نجح باقتدار في حماية عرين الأهلي بكل الجهد والتركيز والإخلاص، ولذلك قاد الفريق للفوز بالدوري بكل بسالة. وبالطبع فإن الشناوي كان يمثل الدرع الأهم في هذا المشوار، نظراً لخطورة مركزه وتألقه الرائع في كل المباريات. تحية للشناوي ولكل أهلاوي. تحية للشناوي والكل أهلاوي. احنا هنا في البيت الكبير وعدناكم أول يوم إن احنا دايما هنكون قريبين منكم، والحقيقة أنتم كجماهير أنتم دايما السند وأنتم دايما الدعم لكيان النادي الأهلي. والحقيقة كمان يا كابتن عايزين نقول حاجة مهمة جدا، إنه لولا الجمهور ده والدعم ده من الجمهور احنا ما كناش شفنا يعني كم البطولات ولا دولاب البطولات أكيد. اللي احنا أكيد. مش عارفين دلوقتي هنحط فين درع ال 42 بس احنا هنوسع الدواليب ان شاء الله لغايه ما تاخد المدخل النادي الاهلي كله. قالوا لك طيب في توسيع كبير جدا في الدولاب ان شاء الله عشان البطولات اللي جايه. طمنتني ان شاء الله. احنا قريبين من الناس، لازم تعرفوا كده كويس، انتوا المحرك الاساسي للبطولات اللي زي ما قلت لولاكو ما كناش هنشوف دولاب البطولات ده. دولاب النادي الأهلي مليان على آخره، وكان لازم ان احنا ننزل بكاميرا البيت الكبير علشان نشوف الناس قالت ايه ورأيها في اللقب الاستثنائي ده، دوري مؤمن ذكريا ال 42. انتوا قلتوا ايه؟ شوف. كان موسم صعب وموسم استثنائي، كان ماشيين في الدور الاول بشكل ممتاز جدا، فايلر كان عامل اداء قوي، كانت كل لعيبه في الفورم، بس للاسف من بعد الكورونا كله في التوب فورم، يعني في كيرف كده، بس الحمد لله حققنا بطوله الدوري وده العادي دي حاجه طبيعيه طبعا، واحنا متعودين على الفوز على طول، ودي حاجه مش جديده على النادي الاهلي ورجاله النادي الاهلي، بس طبعا استثنائي بالظروف اللي مرت بالدنيا كلها مش بالنادي الاهلي بس، لكن ان انت تحافظ على المستوى ده وبالاداء ده مش زي ما ختمنا الدور الاول، ولكن انك تحافظ وتقدر تستمر في الكلام ده وتحقق بفرق نقاط كبير، لا دي حاجه كويسه طبعا تحسب النادي الاهلي، ودي مش حاجه غريبه على شخصيه النادي الاهلي. النادي الاهلي طول عمره معودنا ان احنا ناخد الدوري قبلها بفترات، الا بعض المواسم القليله قوي اللي احنا كنا بنستنى للاخر. حاجه طبيعيه يعني للنادي الاهلي، مش حاجه جديده عليه، أكبر نادي في أفريقيا وفي الشرق الأوسط وفي مصر. هو النادي الأهلي معروف عنه إن هو دايما استثنائي، وكابتن محمود الخطيب ما شاء الله عليه عامل شغل مجهود كويس في النادي، وده حاجة مش مستغربين عن النادي الأهلي. العادي بتاع الأهلي الدوري كل سنة، يعني ده الطبيعي من ساعة ما أنا اتولدت يعني لغاية دلوقتي، ومبسوط أكيد، بس يعني الأهم أفريقيا أكيد، ويعني دوري حاجة أساسية، المهم أفريقيا وهنتبسط إن شاء الله تاني. ريحنا نفسنا أكتر ما نخش بقى، يعني قبل أزمة كورونا وقبل الكلام ده ريحنا نفسنا كتير، إحنا واخدين بونت كتير قبل ما نخش في الأزمة، يعني حاسمينه من بدري، بنقطع منافسة من بدري، الموضوع بالنسبة لنا بقى إلى حد ما بننافس نفسنا بقى لنا كتير، يعني الموسم اللي فات والموسم اللي قبله والموسم اللي قبله. ألف مبروك، لعيبة تستحق يعني. الفرح نمرة 42 مش البطولة نمرة 42. ربنا يفرح الأهلي. بطولة الدوري طبعا دي الأساس في الرياضة، هي بطولة الدوري، يعني بعد كده بقى كاس أي حاجة تانية. إحنا طالما الدوري في الأهلي يبقى الأهلاوية كلهم وكل شعب مصر مطمئن. طيب مبروك مرة تانية، مبروك للبيت الكبير، للنادي الأهلي العظيم في كل مكان. كده الفقرة الأولى ديت انتهت، هنروح لفاصل سريع جدا ونستقبل مفاجأة البيت الكبير. تفضل.
الحمد لله بالبطوله دي. انت من اكتر الانديه في العالم اللي بتحقق بطولات، فانت بتشجع نادي كبير جدا، محتاجينكم، محتاجين دعمكم. عندنا بطوله كبيره، بحبك قوي في النادي. عندنا بطوله كبيره جدا اهم، ان شاء الله نركز فيها، ان شاء الله نحققها. اللعيبه دي عندها دوافع كبيره، واحنا ان شاء الله وعندنا دوافع اكبر ان احنا نحقق بطوله ان شاء الله كبيره للنادي الاهلي بدون افريقيا ان شاء الله. مبارك للعيبه كلها وللجهاز الفني وللجمهور على الدوري، اقول لهم الف مبروك، ومش اخر دوري ان شاء الله، وعقبال البطولات الجايه باذن الله. خلاص هنقفل صفحه في الدوري ده، نحتفل النهارده كلنا، بس باذن الله الفتره الجايه نركز كلنا في افريقيا باذن الله. الحمد لله الدوري، يعني احنا يعتبر كنا متمرين شويه من بدري، بس الحمد لله يعني احنا ان شاء الله ربنا يكرمنا الفتره الجايه. اهم حاجه ان شاء الله افريقيا مركزين فيها، وان شاء الله نقدر ناخدها عشان نسعد جمهور الاهلي ان شاء الله اللي جايبه بقى له فتره على النادي الاهلي. مبروك طبعا لجمهور النادي الاهلي، وده طبيعي يعني ان النادي الاهلي حقق الدوري، يعني دي حاجه طبيعيه. ان شاء الله بس اشتغل على افريقيا، وان شاء الله ربنا كريم يكرمنا بافريقيا ان شاء الله. الحمد لله ربنا يكرم مجهود اللعيبه المحترمه اللي موجوده، وببارك للعيبه، وببارك لمجلس الاداره، وببارك للجمهور، وببارك للجهاز الفني، وببارك كمان للناس المصابه، اللعيبه المصابه اللي مش معانا، وببارك لمؤمن زكريا طبعا روحه موجوده معانا دايما. فالحمد لله بطوله غاليه، وبطوله محببه لجماهير النادي الاهلي. فيعني اتمنى ان انا اكون وش حلو للفريق يعني، وان شاء الله ما اكونش اخر بطوله وبدايه خير يعني. بحمد ربنا وبشكره طبعا على ان انا ما كملتش يمكن 200 دقيقه ولا 300 دقيقه ولا حاجه في النادي الاهلي، وبقالي 6 شهور وخدت دوري، واول دوري في تاريخي، و دوري تاريخك، اول دوري في تاريخي خالص بعد كل ده، ودوري في تاريخك، اول دوري في تاريخي. يمكن دي حاجه بالنسبه لي حاجه كبيره جدا، وفرحان ومبسوط، وان شاء الله باذن الله طبعا مش اول بطوله، لان في بطولات ثانيه كتير باذن الله ان شاء الله اقدر احققها مع النادي الاهلي، وان شاء الله بطوله افريقيا اللي جايه ليهم باذن الله. الحمد لله طبعا على البطوله، بطوله مهمه جدا يعني. لسه كنت بتكلم بطوله الدوري دي يعني حاجه اساسيه. الحمد لله الحمد لله احنا تعودنا ان الدوري اهلاوي، يعني البطوله خلصناها بفرق كبير جدا الحمد لله. من اول يوم احنا لعبنا البطوله دي، واحنا تعهدنا وقلنا للناس وقلنا لنفسنا ان احنا هناخد البطوله دي، والحمد لله ربنا كرمنا وخلصناها، خلصنا الدوري وخدناه. دلوقتي كل تركيزنا بطولة افريقيا ان شاء الله. بنهدي الدوري ده لمؤمن زكريا وللاداره واللعيبه كلهم رجاله، وطبعا بنهدي الدوري للجمهور، وان شاء الله بنركز في افريقيا وان شاء الله ناخدها. هو زي ما انت بتقول ان انا بتمرن مع الاهلي، بس ده بيبقى بطوله بالنسبه لي، والحمد لله دي ثاني بطوله ليا، وان شاء الله اهل من مزيد باذن الله. النهارده زي ما قلنا لحضراتكم حلقه خاصه جدا، وليله خاصه جدا بنعيشها مع حضراتكم ومع كل عشاق الكيان في كل حته في مصر وبراها. علشان كده ضيفنا النهارده ضيف مش عادي في يوم مش عادي. معانا الزئبقي، ملك الحركات وصانع المتعه، عاشق الكيان ومعشوق الجماهير، النجم الكبير محمد بركات. سخن سخن حبيبي ازيك، منورنا، عامل ايه؟ كله تمام. اتفضل كابتن. ازيك عامل ايه؟ منورنا ومنور البيت الكبير، ومبروك البيت الكبير. بيتي بس كده انت صح؟ قولي لي بقى، سخن البيت الكبير، منور بيتك. منور بيتك يا كابتن. سعيد ان انا موجود معاكم، و الف مبروك. برنامج جديد متاخر شويه، بس حاجه تشرف، منورين الدنيا بعد التعديلات الجديدة للقناة. طبعا كابتن هاني يمكن حبيبي انت، بغض النظر ان انت معاك واحدة زي القمر يعني، الله يخليك، ولكن يعني من ذوقك سعيد بيك، واحد من النجوم الكبار اللي شرفونا، وطبعا من الناس اللي احتضنوني اول يعني اما كابتن جوهري الله يرحمه ما قال تعالى منتخب مصر، فكان هاني رمزي من الناس اللي احتضنوا بركات، وكانوا مش احتضنوه بس، كانوا يتكلموا معاه، وكانوا
يحبوا يهزروا معايا. فاكر الباص اللي كل شويه كنت بتفرحها في الجات بتاع عمال تبص لي وانا قعدت فتره كبيره عايز اعرف هو عمال يبص لي كده ليه؟ طب كنت بتهزر ولا انا مضايقه في حاجه ولا منورنا سعيد جدا بجد والله. انت من الشخصيات الجميله على مستوى الملعب. انت قد ايه وانت بتحس كمان يا محمد وانت ماشي في الشارع الناس بتحبك قد ايه؟ ما بتحبكش بس عشان ادائك جوه الملعب وكنت لعيب رائع، لا بتحبك كمان على سلوكك وتحضرك وارتباطك بالكيان وحبك للنادي الاهلي. فكل دوت هو ده اللي بيدي قيمه للانسان. وهنتكلم عن ذكريات كتيره جدا وهقول يوم ما بصيت لي في الاسانسير والاسانسير كان هيقع بيا بس انت ما تعرفش الموضوع ده. حد دخلنا في حتت بقى. اما البصه اللي انت اللي كان بيبص لها كنت بتخاف منها ولا كنت بتقلق؟ ما افتكرش انك كنت بتقلق. انا مش عارف هو بيبص بيهزر يعني هو بيهزر يعني ما هو لو بيهزر جميل. انا لسه يعني مش فاهم. صغير ولسه يعني داخل منتخب مصر ولسه يعني باخد اول خطواتي وطبعا ده هاني رمزي بقى وبتاع واحتراف ونجم كبير والمانيا بقى رايح يعني بقى ولا هو متضايق بقى مني؟ ما هو لو متضايق مني هيمشيني. طب تيجي يعني نعرف ده هنتكلم في ده. انا هقول لك هنتكلم في التفاصيل دي وفي تفاصيل كتيره قوي. انت النهارده مشرفنا الحلقه تقريبا كلها النهارده في البيت الكبير مع الكابتن الكبير محمد بركات. ولكن نروح نشوف في التقرير ده عن محمد بركات معشوق جماهير النادي الاهلي وعاشق الكيان. الزئبقي ملك الحركات وصانع المتعة، كلها ألقاب ارتبطت بنجم خالد من نجوم النادي الأهلي العاشقين للكيان والمخلص في حبه، وهو ما وجد صداه لدى جماهير النادي التي ظلت لسنوات طويلة تهتف باسمه، وما زال له مكان كبير في وجدانهم وقلوبهم رغم ابتعاده عن النادي عقب الاعتزال. إنه محمد بركات أحد أهم المواهب في تاريخ الكرة المصرية ونجم القلعة الحمراء ومنتخب مصر السابق، والذي يتولى حاليا منصب مدير المنتخب المصري في الجهاز الفني بقيادة حسام البدري. ولد بركات في 7 من شهر سبتمبر عام 1976 وانضم لنادي السكة الحديد في بداية الرحلة ضمن صفوف الناشئين. كانت عين الأهلي على بركات منذ ظهوره في صفوف السكة الحديد، لكنه تعرض لإصابة قوية ثم انتقل للإسماعيلي عقب تعافيه، وقاد الدراويش للفوز ببطولتي الدوري والكأس، وبعدها دق باب الاحتراف الخليجي مع فريق أهلي جدة السعودي وقاده للفوز ببطولة الأندية العربية الموحدة بعدما سجل له هدف الفوز في مرمى الإفريقي التونسي. رحل بركات إلى العرب القطري في موسم 2003-2004 ولعب بجوار الأسطورة الأرجنتيني السابق باتيستوتا، لكن الإصابة منعته من استكمال المشوار. وقال الكثيرون إن الموهوب الفذ الذي كان حديث الجميع قد انتهى، إلا أن مانويل جوزيه العبقري البرتغالي كان له رأي آخر، وضم اللاعب في موسم 2004-2005 ليكون محور أداء الأهلي ويقود الفريق للفوز ببطولتي الدوري ودوري أبطال إفريقيا، كما نال في هذا الموسم لقب أفضل لاعب محلي إفريقي من البي بي سي. ودخل أسوار القلعة الحمراء توج محمد بركات ب23 بطولة، حيث فاز بلقب الدوري الممتاز 7 مرات والسوبر المصري 6 مرات وكأس مصر مرتين ودوري أبطال إفريقيا 4 مرات والسوبر الإفريقي 4 مرات أيضا. وعمل شوط أول كويس، إنما هذه كرة بركات بركات ويحط الهدف الثاني. الهدف الثاني بركات عشان المباراة تخلص. وخاض بركات بقميص الأهلي 243 مباراة سجل خلالها 61 هدفا، كما شارك في كأس العالم للأندية 4 مرات. على الصعيد الدولي لعب محمد بركات مع منتخب مصر الأول 70 مباراة سجل خلالها 9 أهداف، وانضم لأول مرة في عهد الفرنسي جيراجيلي أمام كوريا الجنوبية يوم 9 يونيو عام 2000، وحقق مع المنتخب لقب كأس الأمم الإفريقية 2006 وذهبية دورة الألعاب العربية 2007 قبل أن يعتزل دولية في 2010 عقب فشل المنتخب في التأهل لنهائيات كأس العالم بجنوب إفريقيا. وفي 12 يونيو 2013 أعلن محمد بركات اعتزال الكرة نهائيا،
وبعد سنوات من الاعتزال وبعض التجارب الإعلامية للنجم الموهوب، عاد بركات إلى الساحرة المستديرة من جديد في منصب مهم كمدير لمنتخب مصر، يحمل على عاتقه آمال الملايين من عشاق الفراعنة الطامحين لظهور المنتخب من جديد في نهائيات كأس العالم 2022. مشوار طويل ان شاء الله عليك، والتقرير يمكن حتى فيها حاجات كتير اكيد، وفي تفاصيل كتير حتى لم تذكر، مفيش وقت، لكن مشوارك حافل. قبل ما ندخل في المشوار ده ونتكلم كتير عنه، عايزين نتكلم عن الليله الخاصه اللي احنا عايشينها دي النهارده في البيت الكبير. وانت احنا دايما لما نيجي نقول انه الدوري ده استثنائي والدوري ده عدى علينا في ظروف صعبه، ظروف صعبه مش بس عشان اللي حصل، افتكر عشان كمان اللي جاي. البطولة في الوقت ده واللقب في التوقيت ده أكيد مهم، لأن أنت عندك بطولة مهمة جاية. قل لي إزاي ده تأثيره على اللاعبين يا كابتن؟ طيب مبدئيا طبعا احنا لازم نبدأ كلامنا بأن احنا لازم نبارك للنادي الأهلي. قبل ما نتكلم على أي حد جوه المنظومة لازم نتكلم على أهم شيء في المنظومة، أن احنا نبارك لجمهور النادي الأهلي، لأن طول عمر النادي الأهلي نادي بطولات، نادي عظيم، نادي قوي، والقوة دي كلها دايما النادي الاهلي بيستمدها من جمهوره. عندنا جمهور بالملايين عاشق للكيان، دول اول ناس لازم نقول لهم الف مبروك على بطوله الدوري، وبعد كده لعيبه ومجلس الاداره والمدربين والاجهزه كلها اداريه وفنيه، لان كل الناس تعبت. احنا فعلا بنفتخر بالنادي الاهلي. انا يمكن قعدت 9 مواسم من افضل مواسم لعبت فيها الكوره. طبعا بعتز طبعا بنادي السكه الحديد اللي بدات فيه، والنادي الاسماعيلي لعبت داخلين نصبر بس، ولكن النادي الاهلي يعني شفت فيه حاجات كتير كويسه قوي. جمهور النادي الاهلي سند محمد بركات بطريقه كبيره جدا جدا، وشفنا حتى في التقرير، ودي حقيقه. اما جيت اروح الصفقه اما ابتدت تتقال محمد بركات جاي الاهلي، ناس كتير قوي هجمت، كان كل جمهور النادي واقف في ظهري. كان جمهور النادي الاهلي يا كابتن هاني بيقعد بيغنوا لي في المدرج ولا اوضه بركات، فالناس دي فعلا لازم اول ناس نهنيها على بطوله الدوري. لعيبه تعبت، مدرب محترم. يمكن انا فاكر السنه اللي فاتت مع اسامه حسني اما برضو كالعادة تقال مستر فايلر جاي، اصل السي في مش قوي قوي، ما اعرفش ايه. انا فاكر المداخله كويس، قلت لهم يا جماعه هو مين يعني ما هو دايما الناس بتستمد قوتها، مثلا يعني اللي يجي يدرب في النادي الاهلي ما هو الراجل هيبقى هيعلى وهيتحسن مع اداره محترمه، مع لعيبه كويسه، مع بطولات هتتحقق. تقصد ان النادي الاهلي بيضيف طبعًا، بيضيف لاي طبعًا، طبعا حتى لو مدرب طبعًا عنده سي كبير، النادي الاهلي برضه بيضيف. الانديه الكبيره طبعا بتضيف للمدربين، امال ايه. ممكن يجي لك مدرب متسقط على مستوى عالمي وكل حاجه ماشي، انت كمان برضه هتضيف له لانك انت نادي طبعًا كبير، وبطولاته كمان هتزيد وهو هيضيف لك. ولكن المدرب اما بيبقى جاي لسه في الاول، النادي بتبقى اضافته بالنسبه للمدرب اكتر طبعا. فانا فاكر المداخله وقلت يا جماعه اصبروا على الراجل دوت لازم يلعب ولازم يفرجنا ولازم يورينا، ولازم تقعد تصبر عليه 6 و7 و10 ماتشات عشان تبتدي تشوف لمساته. وبعدين احنا شفنا يمكن اللي كان بيميز النادي الاهلي السنه دي يا كابتن هاني، البدايه. انت شفت البدايه كانت عامله ازاي؟ قبل طبعا فتره كورونا كانت حاجه يعني، انت بدات اعتقد 15 16 انتصار متتالي لحد بالزبط ما توقفت في تعادل سموحه. فانت عملت فارق مع المنافسين بتوعك بدري في الاول. فبقى من الصعب ان خلاص ان حد، واحنا متعودين النادي الاهلي يعني بيقول لك لو ركب الدوري يعني حتى في اي فترات من فترات الدوري، وتفتكر الكلام بيبقى ده بيبقى صعب قوي انه ينزل تاني. يعني دايما متعودين احنا والجماهير النادي الاهلي عارفه وجماهير كل الانديه عارفه، يقول لك ده لو النادي الاهلي قفش في المركز الاولاني الموضوع منتهي. وبعدين كمان انت اما تيجي تتكلم على النادي الاهلي برضه، اما تيجي تتكلم مثلا لو حسبنا مثلا اخر 15 سنه مثلا من سنه 2005 لحد مثلا سنه 2020، اما تتكلم في 15 سنه وتلاقي دوري يطلع من النادي الاهلي في ال 15 سنه مره واحده بس ولا حد غيره، اعتقد ده انجاز كبير جدا يحسب لكل الناس اللي كانوا في المنظومه، سواء مجلس الاداره اللي موجود ده او اللي قبله، لان كل الناس
الناس اللي لعبوا في النادي الاهلي كلاعيبه حققوا بطولات، كل رؤساء الانديه اللي جم حققوا بطولات، وهو ده النادي الاهلي. صحيح. يعني النادي الاهلي بيكبر اللي جواه يعني، فاهم؟ عشان كده دايما كنا بنتكلم بنقول ايه، هو النجم في الاخر الكيان، النادي هو النجم، النادي هو اللي بيكبر، النادي اللي بيعمل لي وعمل للعيبه قبل مني وي 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 والكلام ده كله. يعني صعب ان انا اقول لك حد جه مثلا لعب في النادي الاهلي شويه مثلا، يعني معدودين على السابق اللي مثلا اقول لك ما حققش بطوله. ما هو ده في ناس ما يعني ما في ناس لعبت يعني سنتين مع النادي الاهلي ممكن تكون خدت 3 بطولات، ممكن في انديه ثانيه مع احترامي طبعا. انا سامع امبارح يمكن كهربا كنت كان بيتكلم، قال لك وانا قاعد في بيتي، قال لك انا لسه ما لحقتش العب في النادي، قال لك انا واخده وانا قاعد في بيتي يعني. صحيح. اول دوري ليه؟ هي دي الانديه الكبيره. صحيح. اللي بتبقى البطولات عندها دي اهم حاجه، بتلعب على كل بطوله، بتجيب بطوله الموضوع انتهى خلاص، بتفكر في البطوله اللي بعدها. فمبروك لكل المنظومه جوه النادي الاهلي، لان كل الناس بتتعب، من اول اكتر ناس بعزهم في النادي اللي هم عمال غرف عم حارس طبعا، كله ده عم حارس عالمي. لا عم حارس هو كابتن يعني، ده بقى ده بيلعب جيم الكابتن بقى دلوقتي بعد عم حنف الله يرحمه يعني، فاهم؟ بس بس يعني لا كلهم بصراحه، قول لي ذكرياتك يا كابتن محمد، انت كلمنا عن غرفه اللبس جداً. بقى لما تحققوا بطوله زي دي زي ما انتم متعودين او معودنا، قول لي بقى غرفه اللبس والعمال وعم حارس وقبليه عم حنف الله يرحمه كانت بتعدي عليكم، احكي لنا على اوضه اللبس. يعني بص اولا يعني ما يعني الناس بتتعاملي معاهم اكنهم اخواتك الكبار اكبر منك، فانت لازم تخشي، اول ما تخشي لازم خلاص هو معروف ان انت هتقعدي تهزري تضحكي تنكشي، ده ساعات بيبقوا مثلا هم متوترين لما يبقى الجو متكهرب كابتن هاني ولا حاجه، فتلاقي وشهم بيتشدوا، هم خايفين يعني، هم بيتشدوا فبيخافوا، فانت بقى مثلا تيجي بقى تنكش في ده وتنكش في ده، وده بقى يبقى عارف يقول لك انت هتخرب عليا، مفيش احسن منك في النكش طبعا يعني، انت هتحس بيه وكلام من ده. ما انت هو لو ضحك ومثلا وفي تنشنه مثلا جوزيه بيزعق وهو ضحك اتخرب بيه، انت عارف انا طول عمري يعني مش انا ما احبش التنشنه، او بمعنى اصح ما فيش حاجه تستدعي التنشن. ما هو ده اللي انا عايزك بقى تحكيه، لان انت ما انت بركات ملك الحركات وانت صاحب النكش العظيم، فان انا حاسه ان في كواليس وفي حاجات انت لحد دلوقتي ما قلتهاش حتى يعني، ولا صرحت بيها ولا يعني ولا ظهرت للنور حتى وانت بتعمل برامج المقالب بتاعتك دي. لا قول لي انت بقى كواليسك انت في اوضه اللبس لما كنت بتحقق بطوله، لما كنت بتدخل اوضه اللبس عشان تفرحوا، يعني احكي لي. والله بصي كواليسك الغريب، انا ما كنتش من النوع اللي انا احب افرح يعني، ما كنتش بفرح قوي يعني، فرحتي ما كانتش بتبقى يعني اوفر قوي. ببقى مبسوط وبفرح مثلا جوه، وبعد كده مثلا اخش اوضه اللبس. ودي طبعا يعني يمكن كان في حاجه دايما بنحب نعملها كده كابتن هاني في اوضه اللبس كده، عارف انت بعد ما تخلص الماتش او بعد ما تخلص التمرين، حتى التمرين عارف لما بتقلع مثلا الجزمه والشراب، كنا نقعد نكور الشرابات ونقعد نحدفها بقى على بعض يا فاهم، وده ما يبقاش واخد باله وده واخدها في وشه والكلام ده كله بتاع الكلام. وبالذات خلي بالك لما بيكون ساعات انت عارف ساعات بتخرج بقى تقسيمه في الاخر وفرقه كسبانه وفرقه خسرانه، وتقعد تشتغل بقى على اللي خسر، تحفل عليهم، تشتغل بقى من جوه في اوضه اللبس بقى وتتصور مع بعض. لا اقول لك على حاجه، لا وفي حاجه كمان جميله قوي، اما مثلا 2 لعيبه يشدوا مع بعض في الـ في الـ في الملعب مثلا، اما تطلع مثلا بره عشان تولع الدنيا مثلا تخليها جهنم مثلا. أيوه. تخليهم يهجموا على بعض مثلا. أيوه. في اوضه اللبس دي كان من الحاجات اللي الواحد كان بيحبها جدا. لا هو اللي ما بيتوصلش، هو بقى اللي ما بيتوصلش موضوع النار، وائل هتسيبه كده صح؟ يعني فاهم، بس يعني عارف والله يعني هو كل ده كان بيبقى يعني بهزار، احنا كنا بنحب بعض يا كابتن هاني، وكنا بنحب نلعب. انا من النوع اللي كان مثلا ما بحبش الدوري المريح، اللي هو مثلا ممكن يبقى ايه تلعب ماتش وتقعد اسبوع او 10 ايام عشان تلعب. بتحب الماتشات انت اكتر من التمرين؟ انا يعني موضوع التمرين دوت يعني مش قوي بصراحه يعني، ما كانش على هواي، علشان كده دايما كانوا دايما بيسالوا انهي احسن للعيب الكوره، اللي هو مثلا بيجي فتره بيبقى مثلا مش موفق، اللي هو يبعد شويه ولا ان هو يلعب على طول علشان يحاول. لا انا من انصار يلعب على طول. يعني انا مثلا وانا بلعب كوره كنت مثلا ايه بنزل مثلا ابقى وحش قوي، اقيم نفسي. الوحيد اللي مش هيضحك عليك انت نفسك، مظبوط، مش هتضحك على نفسك، مظبوط. خلص الماتش انا لعبت على الجون قد ايه النهارده، اخترقت كم اختراق، شوت كام شوطه، رفعت كام اوفر، ممكن الاقي نفسي في الاخر ما عملتش حاجه خالص في الماتش،
وحاسس ان انا وحش فببقى متضايق جدا، فعايز الماتش اللي بعده يجي بسرعه عشان احاول ان انا اصلح الوضع دوت، وابقى كسبان وابقى مروح كسبان وكل حاجه، بس حاسس ان انا ما كنتش كويس. بس تقييمك لنفسك وحش. بيبدا قبل المدير الفني ما يقيمك طبعًا. قبل ما تطلع من الملعب يعني بقى ده موال تاني بقى لا دي قصه ثانيه دي قصه ثانيه. مع مانويل جوزيه، مستر مانويل جوزيه كان برضو العلاقة خاصة جدا، وكان دايما انا عارف ان انت بتحبه جدا على المستوى الشخصي جدا، بالرغم ان في زي ما انت بتقول تقييمك لنفسك، اعتقد اللاعب بيقيم نفسه اول ما بيخرج حتى وهو بيستحمى، يعني بعد المباراة على طول بيبدا يفكر انا عملت ايه، في الملعب وهو جوه الملعب، هو جوه الملعب حاسس. لكن تقييم المدرب بيختلف كتير، يعني تقييم المدرب وردود افعال، لانك انت في ماتشات انت ممكن تتخيل ان انت فيها كويس وبعد كده تتفاجئ لما تقعد في الملعب. حصلت طبعا، حصلت مره كنا بنلعب ام بي، فكنا الشوط الاولاني وحشين قوي، وكنت بادي الماتش باك رايت، يعني مشوار لحد الجون اللي هناك وبجري كتير ولازم اقعد ادافع شويه عشان لو جت حاجه من ناحيتي وبتاع، وانا كنت بشيل هم حته الباك رايت يعني بصراحه، يعني كنت بلعبها وبادي بس شايل همها، يعني غير اما انت بتلعب قدام ومركز في النص ده، فكنا وحشين قوي. فجينا الشوط الثاني نزل اسلام لعب باك يمين وانا طلعت قدامه كده، فالمهم ايه، خلص الماتش 1-0 وانا اللي جبت الجون. مش عايز اقول لك مفاجاه ان انا جبت جون بالهيد على فكره. بالهيد بتهزر؟ انت جبت كام جون بدماغك؟ هو ده الواحد. لا بص عمل ازاي واقول لك انا ده جونين ثلاثه بس. انت عارف انا بلعب بدماغي حلو قوي من زمان، يعني هيدرز جامد جدا. خلص 1-0، كنت شوط ثاني شايف نفسي كويس، لعبت على الجون كتير، رحت وبتاع كلام من ده. فجينا ثاني يوم بقى في المحاضره، الراجل فضل قاعد ساكت 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 شويه كده وبتاع، انا اول ما هو يلف شويه ويسكت ببقى مش مطمن، ببقى عارف. فهو دايما يحب ياخد بدري من الجون، ياخد الديفنس مش عارف مين مين مين. فالمهم ايه، فضل قاعد عمال اتكلم على الناس والكلام دوت، وبعد كده جه سابني انا وعماد متعب وابو تريكه للاخر، ما جابش سيرتنا خالص لحد ما سابنا للاخر. يعني عدى على الفرقه كلها وسابك انت ومتعب وابو تريكه في الاخر خالص. فقال لك بقى، اما بالنسبه للثلاثه اللي هم اسمهم بركات وابو تريكه ومتعب، فدولت انا كنت شايفهم في اوضه اللبس، كانوا موجودين قبل الماتش، شفتهم وهم بيلبسوا التيشيرت بتاع الماتش، شفتهم وهم نازلين. دخلت على الملعب اول ما وقفت على الخط، ان انا اشوفهم ما لقيتهمش. انا عايز اعرف انتوا رحتوا فين في اخر لحظه وليه ما رضيتوش تلعبوا الماتش. فهو كان كده وكلمك بجد. طب ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل يعني؟ انت حكي لنا ايه اللي حصل. لا تسكت. ردود الافعال مش ضحك، خلي بالك. لا 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 مش ضحك، تسكت. فانا سبته يتكلم. من بقيه اللعيبه قصدي، مش منك يعني، في صمت. لا صمت رهيب. لا بقى كل بقى ايه، ما انت كل بقى ايه ما يجي يتكلم عليك، ما انت اللعيبه بتفرح في بعض، اما يلاقي واحد مثلا السلام كنت تلاقي كله باصص لك كده، ايه يا جماعه مش هاجي جنبي بقى، مش عامل جنايه يعني ولا قاتل واحد يعني، كل واحد ايه يبص لك كده بس. فانا بعد ما خلص الاجتماع فالمهم طبعا متعصب وبتاع، قال لك زيرو انت، زيرو انت، زيرو بتاع. ليه كنتوا التلاتة؟ لا هو الزيروات كانت كتير، كانت متوزعة كتير. لا في الماتش ده يعني كان يعني زيرو بس، يعني هو كان مركز قوي معانا يعني في موضوع الزيرو. فانا ما نزلنا التمرين، فرايح كده ايه جنبه كده، اقول له والله بص يعني انا كنت حاسس ان انا وحش الشوط الاولاني يعني مش كويس، بس اما طلعت قدام يعني حاسس ان انا لعبت الجون، حاسس يعني كنت كويس يعني. بص لي كده قال لي زيرو زيرو برضه، زيرو زيرو، قام اداني 3-0 في يعني خد 3-0 جوه في الاول وبعدين خد. انت حبيت برضه تقول له يعني مستر مالول يعني الشوط الثاني معقول يعني، وانا قلت كده افك الموضوع بس شويه كده. ايه اصعب ماتش نزلته وكنت شايل هم وانت في الملعب تطلع تبص في عينين مانويل جوزيه؟ اي ماتش بنبقى وحشين فيه سواء طالعه كسبانه او خسرانه. اللي انت فاكره ايه؟ انا فاكر انا دايما اما باجي ادي امثله، انا بحب دايما ادي مثال بمباراه اتحاد السكندري، كنا بنلعب الاتحاد وكسبانين 6-6. المحاضره كابتن هاني، احنا طبعا بقى ايه يعني عاملين جيم كويس، فعايزين بقى نسمع كلام كويس يعني. هو الراجل طبعا كان بينتقدنا جامد لو احنا وحشين، وطبعا حقه، فكنا عايزين
مستنيين نسمع الكلام الحلو بقى وبتاع. احنا اتفاجئنا ان الراجل دايس فينا قوي انتقادكم برضه عن كل ماتش علشان احنا بعد ما جبنا الست جون ابتدينا شايف ان في ناس ابتدت قاعده تريح مريحه ابتدى في كعوب ابتدت ما اعرفش ايه هو ما يحبش الكلام ده خالص ودخل مثلا ربع ساعه تلت ساعه فضل يقول لك انتوا كده لا بتحترموا نفسكم كلعيبه ولا بتحترموا جمهوركم ولا بتحترموا الفرقه الثانيه ولا بتحترموا جمهور الفرقه الثانيه كره مش كده ولا الكره كانت عمرها كده الكره دي طول ما انت قادر تلعب وتجيب جوان تلعب وتجيب جوان الاستعراض ده مش هينفع آخر لحظة. يعني المره دي ماتش كرمنا وبنروح للجون كتير وبنجيب جوان صحيح. في ماتشات مش هنلاقي فرصه لا دي ثقافه لعيب جوه الملعب واحنا متعودين على كده انت شفت مثلا برشلونه والبايرن الثقافه بتاعت اللعيبه ان انا ممكن اجيب اتنين انت لما بتلاقي الماتش سهل شويه 4-5 ممكن تهدى شويه تهدى شويه هو كان مانو جوزيه دي حاجه ما يحبهاش يقول لك لو قادر خالص. تكسب 6-7-8 اكسب خالص فبس دي ثقافه لعيبه شويه يعني انت بتحسها جوه الملعب انا هقول لك على حاجه يمكن احنا مثلا من ضمن يعني الماتشات انا فاكر الماتشات اللي كانت تعتبر شايفها سهله في الملعب وانت بتلعب فريق كبير جدا زي الترجي احنا مره كنا بنلعب الترجي كنا كسبانين 2-0 كابتن هاني والماتش ماشي في سكه واحده هجوم وانفرادات قاعده عماله تضيع وحاجات انا يعني مش متخيل حتى ان انا في الماتش بلعب الترجي وحاسس ان الدنيا سهله كده يعني فاهم حاسس الدنيا سهله ورايحين للجون وهنجيب بدانا فضلنا عمالين نضيع بعد كده كورنر اتعمل مش عارف هوبا 2-1 خلص الماتش 2-1 رحنا هناك خسرنا 1-0 خرج يعني انت لو استغلت الموقف وتجيب 3-4 جيب تالت ورابع وبتاع يعني انا بمثل لك بماتش مع فرقه كبيره جدا طبعا انما الكره مخلصه يا كابتن ما فيهاش كبير وصغير حتى الصغير اللي انت هتستسهل معاه وتفتكر ان انت انا لو ما جبتش دلوقتي هجيب الطلعه الجايه حصل اصل احنا يعني عدى عليك احنا عدى علينا كل حاجه وساعات جه اوقات كان الواحد دماغه بتشت بعيد نفتكر برضو الكلام دوت وكده يعني ما ونقول لا الماتش شكله لا ده اللي جاي هنجيب جون ده اللي جاي وتتفاجئ بعد كده انت هوبا ما ايامكم اصعب ولا الايام دي وتلحق نفسك في اوقات واوقات تانية ما تلحقش فعلا ايه الاصعب من ناحيه الوقت اللي احنا فيه ده الوقت اللي بيمر على اللعيبه المحاولات التشتيت الهجوم عليك باستمرار ان حد يعني اللي هو ايه يجيب حاجه مش فيك يعني انت النهارده افضل هجوم وافضل دفاع ومع ذلك في ناس برضو بتشكك في ده مع انها شايفاه بعينيه شايفه بعينيها انا دايما بتكلم في النقطه دهيت الواحد دايما بيبقى هو ترمومتر نفسه اللعيب اللي عايز يركز اللي عايز يأدي هيحط تركيزه كله في الكوره هيحط تركيزه كله في ناديه مش هيدخل نفسه في قيل وقال مش هيدخل نفسه في مهاترات ويسمع من هنا ما غصب عنه برضو يا كابتن لا بص يا سام انا مش من النوع اللي بحب اللعيب ان هو لو في اي حاجه يقوم طالع ويتكلم ويرد يخش في الزحمه والرد ده هيجيب رد والرد هيقوم عايز رد اقوى وبتاع وتتقلب خناق انا مش من الانصار في ناس خالص. مش بتستفز انت شخصيتك غير شخصيتي غير شخصيه كابتن هاني انت اللي هيستفز هو اللي خسران عشان تبقى فاهم عشان ما نديش عذر او حق لحد لا اللي هيستفز هو اللي غلطان انا طلعت اعترفت بغلطه انا غلطتها وانا بلعب في النادي الاهلي ماتش انرامو اما طار عملها بايده وجابها انا كنت مستفز من اللي حصل لان حسيت ان الماتش مهما عملنا خلاص الماتش خلصان والحكم شايف واللايمان شايف كل حاجه وفي ظلم والكره دخلت جون واتفاجئنا كلنا يعني انا يعني احنا مستنيين صفاره العالم كله مستني صفاره للراجل دوت علشان نشوفه يروح يديله انذار وكده بيصفر جون فطبعا انا اتوترت طبعا كلنا اتوترنا انا يمكن اتوترت بزياده كانت النتيجه ان انا رحت مديت ايدي في خناقه ما اعرفش قمت واخد كارت احمر النادي الاهلي لعب 10 بقيه الماتش 10 لعيبه وكنت احد الاسباب الرئيسيه في الهزيمه في حكم وفي كل حاجه انما انا شايلت نفسي يعني اثرت على زمايلك اثرت على زمايلي لان هم محتاجين مش 11 لعيب احنا دلوقتي في الاجواء دي احنا محتاجين 15 جوه الملعب صح وخاصه محمد بتتكلم حتى على الاستفزاز داخل الملعب واحنا شفناه وانت شفته كتير جدا
في 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 ماتشات كتير يعني دايما بتوصل لحاله ان هو عايز يخرجك عن تركيزك، عايز يخرجك عن بالظبط كده يستفزك علشان تاخد انذار وتطرد وفرقتك تلعب ناقص. لكن احنا بنتكلم دلوقتي على كمان موضوع الاستفزاز على مستوى السوشيال ميديا، على مستوى اوسع بكتير على انا معاك ان اللعيب لازم يقفل على نفسه، انا معاك في دي كويس قوي، لكن في زي ما بتقول وخلي بالك احنا هنا في البيت الكبير، وانا اول مره اشتغل في الاعلام عن نفسي يعني، ويعني انا بحاول بقدر الامكان ان انا امشي واتماشى مع المبادئ اللي انا اتربيت عليها في النادي الاهلي. في بعض الناس تقول لك لا كابتن هاني لازم ترد على فلان اصل شتم النادي الاهلي. الاستفزاز دوت زي ما انت بتقول، لو انا يعني استفزيت ورديت انا الخسران، لان احنا ماشيين في سكه واحده وماشيين بمبدا واحد. فبعض الناس بتفتكر ان انك ماسك نفسك كويس قوي ومتزن بشكل كبير، ودي عاده لعيبه النادي الاهلي ولا بس النادي هي الأهلي. هي سياسه كابتن هاني يعني، فاهم؟ انا فاهم انت تقصد ايه، انت فاهم ان يعني انت عايز تقول ان دلوقتي ايه مثلا حد اتكلم فانا دلوقتي مطالب ان انا ارد، فهل انا كهاني رمزي الوقور المفروض انا اترفع الكلام ده واعمل مش سامع؟ مش اي وقت برد ومش اي وقت ارد، فانا لو رديت يبقى انا مش دي طريقتي، ولو ما رديتش هيقول لك لا الله وانا ضعيف على وانا مليان ما فيش خيسان على ساعات عدم الرد ده يا جماعه مش ضعف، احنا بنرد انا بقول لك الناس بتفتكر كده. بس هي المشكله يا كابتن هاني ان احنا دلوقتي بالضبط. وصلنا لمرحله الدنيا يعني فتحت قوي دلوقتي، الناس التعصب خلينا نتكلم بصراحه زاد قوي. طبعا فدلوقتي بقيت مثلا تبص تلاقي الخناقات على خبر مكتوب، على كومنتس الناس بتكتبها، فده يخش فده يرد عليه فتشتم وتتفاجئ ان في خناقه. لا سيبك من خناقه، ممكن نختلف مع بعض، لا انت ما اعرفش ايه، لا انت انما كمان مشكله ان انت تلاقيها بالفاظ غريبه. صحيح. والفاظ ما ينفعش انها تتقال، وبتبقى على مرأة ومسمع من الناس كلها، واللي عايز يخش يخش، واللي عايز يسمع يسمع، واللي عايز يقول لك طب ما اخش اشتم انا كمان وبتاع وكلام من ده، وتبص تلاقي وفي ناس ما تبقاش حضرت الخناقه او الليله، ممكن يكون حد مش فاهم حاجه اصلا وتدخل. صحيح. تعلق نفس التعليقات. صحيح. لمجرد يعني بشاف التعليق اللي فوق ده، والله العظيم بشوف تعليقات شبهه ممكن ما يكونش شاف حاجه. فلا الدنيا بقت صعبه، فعشان كده الدنيا بتتنقل. لازم نظبط الدنيا، انا على مستوى الاعلام لازم الدنيا تتظبط، على مستوى لسه بتكلم المسؤولين في الانديه لازم تتظبط. انا مش عايز اخرج الناس عن ان بركات حبيبنا موجود، لكن جزء كمان خبرتك في الحته دي كويس، وانت دلوقتي جزء من الاداره، الاداره عليها دور كبير جدا جدا في عمليه حتى ان احنا بنحل القضايا. والله يا كابتن هاني الهدوء واحترام الناس كلها. صحيح. واحترام منافسينك وازاي انت يعني انت تحترم دوت وهتقدره، وده كمان هيحترمني وهيقدرني، ايه المشكله ان انا ابقى مشجع النادي الفلاني او ان انا بشجع النادي الفلاني؟ انا بالنسبه لي انا في الاخر انا كبركات، انا لو هكلمك على كبركات مدير منتخب مصر دلوقتي، انا محتاج ايه؟ انا مثلا محتاج ان النادي الزمالك مثلا يبقى في قمه تالق ولعيبته جاهزه، والنادي الاهلي النادي الاهلي في قمه تالق وطالع من بطوله ودخل على بطوله. صحيح. ومش عارف والناس ديت جايه لي بمستوى فني عالي، والناس دي جايه لي مستوى فني عالي، ونفس الموضوع بالنسبه لبيراميدز. انا بكلمك طبعا كل الانديه، بس انا بكلمك مثلا على الكيان اللي ممكن يبقى معظمه مثلا طبعاً من الثلاث انديه الكبار، ولكن انا احب ان انا الناس كلها تجي لي مبسوطه. فعارف انت لو كل واحد مثلا يركز يشتغل على نفسه، يشتغل على نفسه، كل واحد يركز معنا دي، انا هنا اشتغل على نفسي وهناك يشتغل على نفسه وهنا يشتغل على نفسه. صح. وهنا وخد بالك احنا دلوقتي بنتكلم برضو، احنا خد بالك احنا عندنا انديه كتير يا كابتن هاني نفسنا ترجع. يعني هو النادي الاسماعيلي ده مش حال النادي الاسماعيلي مثلا. صحيح. النادي المصري ده مش حال النادي المصري. صحيح. عايزين فرحانين بالمقاولين اللي بيعملوا عماد النحاس وان هو في المربع، عايزين الاتحاد السكندري كمان يقوم داخل ومنافس، وعايزين مصر المقاصه ابتدى مع الكابتن ايهاب جلال شفنا ابتدى ينط. صحيح. وابتدى عايزين تتخيل لو كل دول كل الفرق ديت كويسه وكل الفرق دي بتتنافس مع بعض، هتشوف هتلاقي دوري اقوى من كده 100 مره. واذا كنا حتى بنتكلم مثلا عن النادي الاهلي مثلا بيتنا، فانت ما هتلاقي المنافسه معاك اعلى، انت هتشد نفسك اكتر، فهتلاقي لعيبتك بتشد. صحيح. حتى اكتر. انما مثلا انت مثلا لما تيجي تبص الدوري، نادي الاهلي مثلا خد دوري قبلها مثلا بسبع ماتشات، فريق كبير، بعد كده هتلاقي في تنافس في الثاني والثالث والرابع ولسه شغالين، بعد كده هتبص هتلاقي سموحه مثلا والاتحاد والمقصه، وبعد كده تبص تلاقي من نص الجدول كله لحد
بما فيهم فرق كبيره بقول لك زي الاسماعيلي والمصري والانتاج والحدود ودجله وجونه وكل برضو من الفرق الكبيره والانتاج الحربي طبعا. كل ده هتلاقيه لحد دلوقتي ما حدش ضامن يعني فاهم، ما حدش ضامن يعني. مثلا اسوان كسب له كم ماتش دلوقتي، وصل 34 نقطه وحاجه جميله طبعا انك يعني دلوقتي فاهم طبعا. ولكن اللي يكسب ماتشين يعلى وبتاع، بس برضو مش عايزين نخلي المنافسه في الحته اللي هي بتاعت ايه، معظم الدوري بيتنافس على الهبوط. لا احنا عايزين معظم الدوري يتنافس على بطولة الدوري. هتبص هتلاقي الدنيا بقت احسن كتير طبعا. انتوا كلاعيبة كبار، ويمكن انت يعني جيل عماد النحاس وبوتريكا ومتعب، ناس كبيرة قوي واسماء كبيرة، وانتوا كنتوا في يوم من الايام الكبار في الفريق. ازاي كان تأثيركم كبير على باقي زمايلكم يا كابتن في احتواء؟ احنا النهاردة بنتكلم برضو على ظروف صعبة، ومش بس الادارة ولا الجهاز الفني اللي ليه دور على احتواء الفريق، انتوا كمان كلاعيبة كبار كان ليكوا الدور ده صح؟ ده اختلاف طبعا الظروف والصعوبات والتحديات، كنتوا بتعملوا ايه انت ابو تريكا متعب عماد النحاس؟ لا احنا وائل جمعة كان يعني احنا مثلا ما كنا بنشوف مثلا حاجة يعني غلط مثلا، ممكن تكوني مثلا شايفه مثلا لعيب طالع جديد مثلا وسطيكي بيتمرن معاكي، هيبتدي ياخد المدرب عايز يحطه كده ويدخله واحده واحده كده في الفرقه فانت مثلا ايه بتبتدي تقرا مثلا كابتن هاني، ممكن مثلا تلاقي ما تعامله وحش شويه، ممكن تقرا ان هو مثلا ايه لا هو شكله ما بيحترمش مثلا الكبير شويه، ممكن مثلا تلاقي تعامله مع زمايله مثلا الناشئين مثلا اللي طلع معاهم كانت كويسه قوي، انما بعد مثلا ما ابتدى يخش مثلا وكده غرور يعني سنه شويه ابتدى مثلا ايه يعني يتعامل معاهم طريقه والاسلوب والاداء في الملعب نفسه، مثلا لو الدنيا مثلا كره ماشيه معاها تبص تلاقيه بقى بيعمل كده وبيعمل كده وبتاع. كل الحاجات ديت كانت ممكن انا اتكلم فيها، ممكن ابو تريكه اتكلم فيها، ممكن يمكن يعني يمكن انا ما كنتش من النوع اللي ما بحبش ارغي كتير بصراحه يعني. انا يعني انا اتكلم اما انفجر يعني، انا من نوع كابتن هاني اتكلم لما بقى اولا متعصب وصل لدرجه عصبيه عاليه جدا انما مثلا وائل جمعه يتكلم كتير، حسام غالي يعني ده لعيب فعلا يعني انا شرفت ان انا لعبت مع حسام غالي، لان فعلا قائد بمعنى الكلمه يعني فعلا فعلا لما اقول كابتن نادي الاهلي حسام غالي كابتن محترم من الكباتن اللي جم ولاعيب كوره لا سيبك لاعيب كوره لاعيب كوره لعيب كمان شيك كمان غير كده، انما هو قائد كاركتر شخصيه في الملعب. لا 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 حسام غالي طبعاً. فعلا شخص فعلا قائد، يتكلم مع دوت ويتكلم مع دوت ويتكلم مع دوت. انا ما كنتش بسمع له عامه كده انا كده ما بسمعش انت كده خارج عن الصف يعني انا مثلا عدى عليا حسام غالي من النوع اللي يتكلم كتير وكده، فهو يقعد يتكلم ويدي تعليمات مش عارف ايه كده، وبعد كده ايه يبص لي فيلاقيني اعمل له كده يقول لي لا طيب خلاص ماشي. واللي كان كده شوقي محمد شوقي ده برضه ديفندر من الديفندرات اللي ما تلاقيهاش دلوقتي بصراحه، لا من احسن الديفندرات جت مش ممكن المركز ده في تاريخ مصر اسطوره وجهه نظري. محمد شوقي يا كابتن ما خدش حقه خالص مهما كان الناس بتتكلم عن شوقي مكانه ابعد من كده بكتير. محمد شوقي يا كابتن ديفندر حاجه صعبه جدا طبعا، حاجه صعبة يعني فاهم، لعيب كوره محترم يقعد يدافع، ممكن يدافع للاربعه اللي بيلعبوا معاه ثلاثه ما بيتكلمش ما بيتكلمش ازاي ده بيتكلم كتير قوي لا ما بيتكلمش يعني بيعمل شغل بس يا لهوي ده يقعد يتكلم بقى وبتاع وكلام ويديك الباص وحش ويكلمك ويديها لك مش عارف ايه ويكلمك وما اعرفش ايه وكلام، بس خلاص انت حافظه يعني انت حافظه وعارف شخصيته والكلام ده. فانت مهم ان انت علشان حتى ما يحصلش حتى في اوقات عصبيه ولا بتاع ان انت تحتاج انت عارف طبيعه زمايلك زي ما انت عارف طبيعته فنيا ايه، ان ده مثلا ايه لا بيحب مثلا ياخد في مساحه لا جري مثلا بركات بيجري بسرعته ده جريه خليه ياخد مثلا، هو لا ده مثلا لا يحب يستلم مثلا في رجله عشان هيعمل كده وهيعمل كده وهيعمل كده، ده يحب مثلا كره عاليه عشان يطلع زي ما بتلعب على امكانيات زمايلك لازم انت تلعب كمان على طباعهم مظبوط، تبقى عارف طباعهم عامله ازاي مين اللي يعني مثلا احنا مره رحنا بنلعب حرس الحدود رحت ولازم اعملها لفلافيو لازم اعملها له، طمعت حطيتها في الشبكه من بره دخل بعديها بدقيقتين ابو تريكا نفس اللعبه ولازم يعملها لفلافيو قام في الشبكه، وطبعا فلافيو شغال لنا تشويح وعمال يبرطم كلام ما انتش رايح لابو تريكا قلت له اللي جايه قسما بالله لو على خط الجون هديها له خلاص ده هيضربنا وفعلا
خلاص هو بص هيقفل منك لازم تبصيله اللي جاي عشان هو طبعه كده. طب وسيد معوض ايه؟ لا سيد ده جميل. جميل ازاي يعني؟ لا سيد معوض جميل. سيد اصل دي عشره كبيره من ايام الاسماعيلي. احنا كنا في اسماعيليه بنلعب وكده وكنا معانا جيل كويس قوي محترم وفجاه كده لقينا دخل علينا واحد كده ضرب الفانيلا ودخل يتمرن معانا وكده. مين ده؟ قال لك واحد اسمه سيد معوض جاي من الالومنيوم بتاعه. طيب ماشي يا عم ما اعرفش ايه. دخل سيد مسك الكوره وفضل يعملها لنا كده ويعملها لنا كده. الله ده بين اللعيب كويس ده ولا ايه؟ خضيت ده طلع حرامي بقى، ده طلع حرامي كوره يعني فاهم. سيد لا سيد ما شاء الله عليه ومن الناس على لا والناس المحترمين يا كابتن. وبعدين خد بالك احنا الكوره احنا دايما قبل ما تتكلم في الكوره اتكلم في الاحترام. صحيح. فسيد يفرض عليك احترامه ولازم الناس تحترمه في اي مكان يروح، لان يعني سيبك ان لعيب خلاص لعيب الناس كلها عارفه سيد وبتكلم عنه، انما ممكن تكون الناس بتشوفه وهو بيلعب انما ما بتعرفش مثلا طباعه او 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 او، ولكن اللي يتعامل معاه هو اللي يقول. انت كبيرك ممكن تشوفه بيتكلم كلمتين في لقاء في تلفزيون ده، ولكن شخص جميل جدا وصاحب صاحبه وجدع وقف معاك في المواقف. يعني يمكن انا بس عشان انا طولت معاه شويه، ولكن انا شايف بصراحه الناس كلها اللي كانوا بيلعبوا معايا في الجيل ده والله انا يعني انا ما شفتش حد وحش خالص، وكانت الناس كلها بتشيل بعض. حتى في الملعب يا كابتن هاني يمكن ساعات بتنزل بتبقى مش موفق مثلا، ولكن مثلا 11 في الملعب والله اما كان بيبقى 4 و5 مش في الفورمه بتاعتهم وواقعين والله الخمسه سته التانيين كانوا بيشيلوهم يعني. بيحاولوا طبعا يشيلوا الدنيا وبيحاولوا يشيلوا زمايلهم في مواقف معينه الناس ما بتحسش برضو. خلي بالك ممكن الجماهير تحس، لكن حتى الناس اللي بتتفرج على الكره عاديه ممكن يكون بركات مش في حالته وانا بلعب جنبه او وراه، فانا هقول النهارده انا هشيل بركات. في لعيبه ممكن تقول لك لا اكشف بقى ما دولت بقى ما اصل يعني ده مش هيبقى زميلك فاهم. ده ما ينفعش ده ما ينفعش. بس ده ما كانش على ايامكم يا كابتن. لا لا ما كانش لا ولا 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 حسناه ولا ولا تحسي. بس هو اتكلم في نقطه معينه لانها بتحصل في فرق لا اصل الكره دي الكره دي بتعدي عليك حاجات كتير قوي يعني. بقى مثلا ايه تلاقي مثلا في نادي ممكن اتنين رؤوس حربه بيقعدوا يتنافسوا مع بعض ولا 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 بتاع، فده يجيب جون فده يجيب جون فتاني راح للجون مش حدها له على الجون مش هرمي له على الجون حزحزح له بعيد شويه عشان يروح يعمل لنا اوفر طويله حاجات. بص لعيبه الكوره بص لعيبه الكوره ولاد لذين ده بحر طلقه. لا طبعا بحر. بحر. ولكن في الاخر اللي اللعيبه اللي بتساعد بعض اللعيبه اللي بتجتهد هو اللي بيظهر عليها كمان في الاخر بتعمل بطولات. انت في الاخر بتعمل بطولات. تاريخك ايه بس. انت في الاخر لعيب الكوره هيلعب ايه 10 سنين 15 سنه لو قلنا من 20 ل 35 سنه ما 15 سنه كبرها يعني. وفي الاخر قبل ما تبطل افضل يقول لك ده لعيب ده خد كذا بطوله ده خد دوري ده خد كاس ده خد افريقيا ده خد كل دوت موجود واحد حسب لك مش هيروح. بجانب صح. البطولات كمان زي ما انت قلت اللي بيبقى كمان السيره الطيبه برضه خلي بالك البطولات طبعا الحمد لله النادي الاهلي نادي بطولاته. وزي انت قلت يا بركات ان ساعات اللي بيقعد سنه في النادي الاول وسنتين بياخد 3-4 بطولات، لكن كمان على المستوى الاداء وانت بتتكلم اخلاق طبعا مهمه جدا ان اللعيب ده يخرج بسمات النادي الاهلي. طبعا انت لعبت افريقيا كتير والنادي الاهلي دخل على مباراه صعبه. خلينا نتكلم بكل امانه شويه قلق كده من الجماهير على اداء النادي الاهلي في الفتره الاخيره. خليني بس هنروح لفاصل بعد الفاصل تكلمنا شويه عن محمد بركات شايف مباراه الاهلي والوداد عامله ازاي. تمام اتفضل. لسه مكملين معاكم السهرة الخاصة دي في البيت الكبير واحنا بنحتفل باللقب 42 دوري مؤمن زكريا. انا عايزة قبل ما اتكلم عن اهداء اللقب ده لكابتن مؤمن زكريا ربنا يشفيه ويعافيه يا رب، تكلمني عن بس الغنوة اللي انت سمعتها، لان انت كنت بتقول دلوقتي تحت الهواء انا لما بسمع يا جماعة الاغاني دي بحس ان انا عايز اعيط. عايز يلعب تاني. عايز يلعب صح صح. لا انا ما قالهاش. لا انا كده كده يعني كنت كده هلعب. لا لا بس انا بقالي 5 سنين اصلا يعني انا مثلا اعتزلت في 2013 يعني 7 سنين مثلا بقالي 5 سنين ما لعبش كوره اصلا. لعبتش خماسي خالص يا بابا؟ لعبت باول ما بطلت على طول. ولكن يعني الفتره الاخيره ما فيش حتى خماسي ولا لا لا ولا اي حاجه خالص يعني بكسل افتح حتى الشباك بتاع البيت.
هنا بيقولوا بركات ما شاء الله في الملعب. لا بس فورمه. على فكره هقول لك حاجه فورمه طب هقول لك حاجه واقول لك كانت صح ولا لا. بقول لك ده بركات ده كان لعيب لئيم قوي. الناس كانوا جوه الملعب ليه ده الراجل الموت نفسه قال لك بركات تلاقيه في اول 10 دقايق مولع نار وفي وسط الماتش يريح شويه وبعدين اخر 10 دقايق نار وانت اللي بتقول لهم هو اللي في الاخر هو اللي بيظهر. لا بص اقول لك على حاجه يعني انا اقول لك بالظبط الاجابه على الموضوع دوت. انا طريقه يمكن لعب كابتن هاني دايما يعني بتعتمد على الحركه الكتير سرعات كتير على طول حركات كتير سرعات يعني طويله وسرعات قصيره إن أنا مثلا عايز اجري سبرنت طويل علشان اسبق المدافع او سواء الكره معايا ورايح بيها او مع ملالي في ظهره او 1 2 اللي هو بسرعه ده وتغيير السرعه. فدي كان طريقه كلها سرعات كلها بياخد سرعات بياخد مجهود كبير مجهود وده بياخد من الباور بتاعك ان انت يبقى شغال برتم وطريقه لعبك واحده مظبوط مش هياخد نفس الباور منك. فانا علشان كانت طريقه لعبي دايما على الحركه بس ده نوع من انواع الذكاء انك امتى تتحرك طبعا وامتى ما اقدرش ما فيش واحد يعني هيقدر يبقى قاعد على طول يشتغل عالي على طول. وبرده مع ذلك اما هتتابعني من اول مثلا 20 سنه اول ما رحت النادي الاسماعيلي اكيد غير بعد ما وصلت طبعا. 26 و27 غير اما وصلت 30 غير اما وانا ببطل 37 يعني السن ما هو ده بقول لك بركات ده نوع من انواع الذكاء ليه لان انت ممكن جدا في مرحله من المراحل تفكر ان انا عايز ادي اكني عندي 20 سنه فتبوظ كل الدنيا بالعكس. يعني انت لازم برضو تحس انك امتى تعمل دي وامتى ما تعملش دي ودوت يا كابتن هاني دايما اللي احنا ما بنشوف لعيب عنده يعني قوه زياده شويه او مجهود زياده يعني انت مثلا اللعيب مفروض احنا بنقول ايه نمره واحد انت حكم عقلك يعني انت مثلا انت لو معمول لك سروق وواضح جدا بنسبه 90% 95% واضح ان الكره طالعه بره طب انت برضو ضارب السبرنت ورايح والكره طلعت وبعد ما طلعت رايح عايز تتزحلق وبتاع وكلام من انت مش متخيل انت السبرنت ده هيأثر معاك في الاخر ازاي اما هتعمل واحد واثنين وثلاثة واربعة سبرنتات كده هتلاقي نفسك مش قادر فازاي ان انت تهدي نفسك ازاي ان انت دايما تبقى مركز على انما في اماكن في الملعب انت ما ينفعش للاسف ان انت تتعامل من المنطلق ده. يعني مثلا ما اجي اكلمك مثلا في اثنين ارتكاز في وسط الملعب انسى ده انت طول الكورة مع الفريق التاني ويجيبوها يمين ويجيبوها شمال وواحد بيخترق واحد وانت قاعد عمال تجري ما ينفعش ان انت هتهدى لان هي واحدة هتقف فيها مظبوط هيجي عليك زيادة مزبوط. على الديفنس خلاص انت الموضوع ايه الماتش ده اللي انت فيه جريت على مانويل جوزيه؟ احنا هنا كان مستر مانويل دايما كان التقسيمة كان ساعات ما يعني ما يحسبش الجون الا مثلا لو انا هنا لازم تعملها بليسنج مثلا في البعيد لو الجون ما جاش كده في التقسيمه مش هيتحسب يعني هو بيقول لكم في التقسيمه الجون هيتحسب ببليسنج بليسنج يعني انت مثلا بتشوت من هنا انا مش عايز قوه انت بس حطها لي كده شيلها حطها لي في اخر الزاويه الثانيه الجون وده حقيقه ده احنا قعدنا فتره كبيره بنتعامل كده وبعد كده جه مره من مرات في التقسيمه قال لنا الكلام دوت وبعد كده جه اللي كذا واحد قال لك ايه بعد كده اما الكره تجي لك وتيجي تحطها هو الجون عارف ان انت هتعمل كده واحنا متفقين على كده عايزك تعمل كده وتقوم عاملها له هنا في الضيقه لكذا واحد نفذت اللي هو قال عليه فاهم يعني الجون الجون ما هيفتكر ما هو ما الجون سامع انه كله بليسنج فابتدينا بعد كده نغير يعني بعد ما قال لنا كده اول مره ابتدينا نغير التدريبات ان ايه ان انت بقى وانت هنا خلي الموضوع بالنسبه لك متاح لا اما تعملها هنا لان هو اوريدي الجون خلاص دي تقسيمه واحنا عارفين كل حاجه لا اما اعملها له في الضيقه فعلشان كده هو كان لسه الموضوع دوت كان قبل المباراه دي والجون اللي انا جبته ده كان هو المفروض الستايل بتاعها ان هي عايزه في البليسنج في البعيد البعيدة. بس فانا قمت كاتمها وحطيتها في القريبه فلما جت فانا كنت بشاور له ان اللي انت قلت عليه هو كان مبسوط بيك لما استقبلك وهو دايما كان بيفرح اما بيحس ان هو مثلا بيعمل حاجه مثلا مميزه او حاجه جديده واللعيبه كانت بتنفذها يعني احنا مثلا مره من المرات ودي يمكن اكتر مره فرح بينا قوي كان بيدربنا على فاول من الجنب هو كان فاول عيقت شويه مش عارف مين هيخش ايه وبتاع وكده وكان اتنين بالمفروض على الكوره فانا رحت جت اول فاول جه في ماتش فانا رحت انا وسيد معوض على الكوره انت وكابتن سيد معوض
فروحنا بقى بتاع قلت له بقى الفاول الجديد، قال لي ماشي، قال لي هتخش انت، قلت له لا طب بص خش انت وانا مش عارف ايه وبتاع كلام من ده، خلي الراجل هيتبسط اما نعملها وما اعرفش ايه وكلام من في الاخر سيد مش عارف لمس الكره وجري وانا قمت ساب الكره وجاري بس الكره ده بس سبناها للحيطه جم خدوها وكملوا عملوا هجمه مرتده علينا احنا كمنظرنا مش قوي. الحكايه دي حقيقيه ولا لا يا كابتن سيد؟ مساء الخير. مساء النور، ازي حضرتك كابتن هاني؟ عامل ايه؟ وحشني، اخبارك ايه؟ تمام والله. يعني تدبس بركات يقول لك وهنعمل حاجه جديده، تلمسوا انتوا الكوره وتجروا انتوا الاثنين وتسيبوها. انا بسلم عليك مبدئيا يا كابتن هاني وعلى الفهم وعلى حبيبي سيد. حبيبي سيد، بس انا عايز اقول لك يا كابتن هاني الموقف ده من المواقف، يعني الفاول ده كان ناحيه الدرجه الثالثه كمان، الاستاد كان في جمهور كتير جدا، فالناس لقت الكوره فاول وفاول خطر للنادي الاهلي، وانا لمست الكوره وجريت وبركات جري الناحيه الثانيه، الفرقه تاني خريطه ومشيت. يعني مش عايز اقول لك جمهور الدرجه الثالثه زم علينا. ايوه احنا كنتوا متفقين على ايه؟ ما انا لغايه دلوقتي ما احنا مش عارفين احنا كنا هنعمل ايه اصلا، احنا دخلنا احنا وصلنا لحد ما الفاول وداخلين ننفذه والله ما عارفين. انت قلت ما هو عمال يقول لي بص انت هتلاقي تلمس، وانا اقول له بقول لا بص انت طب انا هلمس ما اعرف، لحد ما دخلنا في الاخر احنا الاثنين ما حدش فاهم حد حاجه، هو عارف كل لمس وجري. هو صار الفاول كان صعب يعني، هو كان شكله يعني هو كان صعب ما اعرفش بقى. فيعني الناس فعلا يعني زموا علينا اللي كانوا في ظهرنا، لان ما ينفعش ابدا اي اتنين يعملوا اللي احنا عملناه، يعني عيب. اي حاجه ممكن تحصل الا اللي حصل. عيب والله. عيب. كابتن سيد، مشوار طويل بينك وبين كابتن محمد بركات من الاسماعيلي للاهلي. هو مشوار طويل جدا من سنة 99 واحنا مع بعض، يعني من اول ما استقبلني في النادي الاسماعيلي بركات كان من اللعيبه الكبار اللي موجوده في النادي، وانا جيت وانا عندي 19 سنه، فكنت جاي صغير لسه، فاول واحد استقبلني، فانا كنت جاي يعني انت عارفه الورده البيضاء كده اللي جايه، يعني بركات شكلني على مزاجه، يعني هو خدني بالطريق بتاعه، فالحمد لله ان ربنا كرمه ولحقته في الاهلي. شفت؟ بص بيقول لي لسه مفيش فايده بيه. مفيش فايده. بص بقى اقول لك اللي قاله بركات قبل ما تخش. بركات هو اول ما قال سيد جاي وقلنا مين ده اللي جاي، فقال لك ده في لعيب من الالومنيوم. لا جاي من الالومنيوم. من الالومنيوم وبتاع، فبصراحه بركات قال بس نزل وعمل حتتين بالشمال، قلنا ايه ده لعيب جامد قوي. خاف منه. لا ده لو شكر فيها كابتن هاني يبقى انا كنت ورده وبيضه، بس هو شكلني صح، يعني هو حطني على الطريق صح. لو شفت بقى الكلام قاعدين الطريق صح كده صح. لا بس انت عارفين بركات، وخلي بالكم يا جماعه الناس ما تفتكرش ان بركات هزار على طول. لا والله خلينا خالص نتكلم خالص. محمد من الناس اللي يعني دخل في الجد بيبقى جد جدا، هو طبعا بيهزر، وهو دايما لما بتشوف محمد الجو فيه مشحون شويه فبتحب تفك، يعني تبقى القعده يعني تبقى التنشن يقل شويه. شحن وحشه قوي على فكره، ممكن يقلب بكوارث، يعني الجو اللي هو المشحون دوت ممكن يكون واحد مستني كلمه علشان يرد على واحد بكلمه، فبص تلاقي الدنيا. انت بص يا كابتن، انا عشان لعبنا يعني كتير قوي، يعني اللي اتمرمط وخدها كل حاجه عدت عليكم يعني من يعني الاخر، يعني اللي اتمرمط وخدها من تحت خالص وكده، في حاجات كتير قوي ومواقف كتير بتتكرر وبتبقى مشابهه بتعدي عليك، فانت بتحس ان في ساعات ان الدنيا راح في سكه مش لطيفه، زي كده انت ما تبقى قاعد عادي جدا اتنين ممكن يخبطوا مثلا مع بعض كده في التمرين يشدوا كلمتين، انت تبقى باين ان هي لا اما كلمتين وهيخلصوا لا اما انت مصيبة. عارف ان انت ممكن تبقى مصيبه لو العمليه اتطورت، فعشان كده لازم تدخل ناس في التوقيت دوت انها تقعد يعني تهدي، ويبقى التدخل كده برضو دي بتبقى مناسبات ايه بقى؟ مناسبات الماتشات الصعبه ولا بتبقى ضغوطات ماتشات ورا بعض بتلعب ولا علاقة. ممكن يكون تمرين. الحاله المزاجيه بتاع الواحد ممكن يكون ضغط، ممكن يكون واحد مثلا مضغوط من الجمهور من الصحافه مش مادي مثلا زي المفروض ما يادي ومستوى الفني تحت والناس بتهاجمه والكلام من ده، فضاغط نفسه، فممكن في موقف زي كده مثلا ينفجر، ممكن تكون الحاله المزاجيه بتاعته. حصل معاك كابتن سيد كده؟ يعني في وقت من الاوقات ممكن جدا يكون وارد جدا ان ما تكونش او انت حاسس بنفسك انك مش ماشي كويس الماتشات اللي فاتت وبتاع، وبتبقى في تنشنه في الملعب، فاكر موقف من المواقف ديت ان محمد في موقف من المواقف دخل فعلا في الوقت المناسب وزي ما بيقولوا كده طفى النار من اولها؟ يعني حصلت قبل كده كتير، بس انا عايز اقول كلمتين في حق بركات، يعني حضرتك قلت نقطه مهمه اللي هي بعيده عن الوزاره، انا عايز اقول ان بركات يعني واحد من الناس من اهم اللعيبه اللي بتتحمل المسؤوليه جوه الملعب، يعني بركات يعني الجيل بتاعنا عامه كان فيه نقطه حاجه ايجابيه وحاجه مميزه جدا، مش شرط مين كابتن الفرقه،
كل اللعيبه اللي موجودين جوه الفرقه وجوه الملعب هم عندهم تحمل مسؤوليه بشكل كبير جدا. كلهم عارفين قيمه التيشيرت اللي هم لابسينه سواء في النادي الاهلي او في منتخب مصر. خلاص يعني وجودك في الملعب ده حاطط عبء كبير عليك، مش عليك لوحدك، عليك وعلى زمايلك، ان انت تحاول تساعد زمايلك في كل الاوقات. انما موقف من المواقف اللي انت بتقول حضرتك عليها دي هاني، لا حصل قبل كده، كان في مباراه الاهلي كروم كانت هتبدا حاجه بسيطه في الملعب انا وحد من اللعيبه، وكان كلام بسيط يعني فبركات يعني في وقتها يعني ساعتها خلاص يا جماعه وهنتكلم بين الشوطين فالامور اتحلت في يعني في 30 ثانيه. كانت ممكن تزيد عن كده انما الجمهور عدت وتعدي، وده برضه دليل اللعيبه الكبيره، اللعيبه اللي بيبقى ليها دور جوه الملعب، مش شرط تبقى كابتن فرقه، مش شرط تبقى قديم في الفرقه. يعني انا عندي اعتراض كبير جدا على الناس اللي هي بتتكلم عامه تقول لك ابن النادي هو اللي بيموت نفسه بس، لا هو ابن النادي اللعيب اللي بينزل يقوم بدوره مع النادي اللي موجود فيه، اللي عارف قيمه التيشيرت، اللي بيكمل وبيحاول يعمل حاجه تاريخ لنفسه لفريقنا اللي هو لبسه وللنادي، وعارف قيمه الجمهور بتاعه، وعارف قيمه النادي اللي بيلعب فيه، ومتحمل المسؤوليه بشكل كبير. هو ده ابن النادي، النادي اللي بيموت نفسه طول ما هو موجود في الملعب او سواء جوه الملعب او بره الملعب، فاكيد ليه ادوار ثانيه. فهي دي النقطه. يعني انا بركات من الناس اللي عشرتها كتير جدا سواء في الاسماعيلي او في الاهلي، بس انا هتكلم على الفتره بتاع النادي الاهلي. الفتره بتاع النادي الاهلي لا يعني كان ليه دور من الادوار المهمه جدا، مع بركات، مع ابو تريكه، مع وائل جمعه، مع كل اللعيبه القديمه، مع احمد حسن لما كان موجود، مع شادي، مع احمد سيد، كل الناس اللي كانت موجوده كلها لعيبه كبيره ولعيبه ليها اسماء وخدمت النادي وقامت بدورها خلال الفتره اللي هي موجوده فيه. كابتن سيد، الفتره دي ايه اكتر حاجه انت بتعذر فيها اللعيبه في المرحله اللي احنا فيها دي دلوقتي؟ يعني المرحله اللي انا بعذر فيها اللعيبه يعني يمكن نقطتين مهمين انا شايف ان هم يفرقوا وبالذات مع لعيبه النادي الاهلي. اولا عدم وجود الجمهور، وده شيء مهم جدا. انت بوجود الجمهور بيبقى ليك افضليه كبيره جدا، وبيطلع يعني اللعيب لو عنده 50-60% بيطلع 100%، وممكن يطلع اكتر في وقت من الاوقات لو مباراه صعبه شويه. وعدم وجود الجمهور مؤثر جدا على اللعيبه. والحاجه الثانيه اللي بشفق عليها اللعيبه بكل امانه يعني لازم اديهم العذر في حته ضغط المباريات، يعني ضغط المباريات كل 3 ايام ده شيء يعني، وخصوصا بعد التوقف الكبير عشان كورونا. فاعتقد يعني هي دي بس اللي ممكن نعذر اللعيبه عليها خلال الفتره الاخيره. طبعا كابتن سيد، يعني نسمع برضو رايك في مباراه النادي الاهلي والوداد، مباراه مهمه جدا كنت سالت بركات، فنسالك برضو على رؤيتك الفنيه لمباراه الاهلي والوداد ومدى تاثيرها ان شاء الله باذن الله كمان على الوصول لرقم 9 على المستوى الافريقي. ان شاء الله نتمنى النادي الاهلي يكون موفق في المباراتين دول. النقطه المهمه يمكن فايلر اتكلم امبارح او بعد مباراه المقاصة كابتن هاني في نقطه مهمه جدا انا من وجهه نظري هو ده اللي الناس لازم تفكر فيه. الحاله الفنيه بتاع اللعيبه مش هي اللي موجوده حاليا، اللي هتبقى موجوده في مباراه الوداد. فهو الراجل قال انا اتمنى ان الحاله الفنيه في مباراه الوداد في الوقت ده العناصر كلها تكون موجوده، العناصر تكون مكتمله وفي حاله فنيه كويسه. يعني دلوقتي حتى لو بعض اللعيبه بيبقوا بعيده عن مستواهم انا شايف الامور عاديه ممكن تعدي. اهم حاجه الوقت بتاع مباراه الوداد، وقت مباراه الوداد تكون كامل كعدد لعيبه، كعدد الغيابات بتاعتك تكون رجعت، اللعيبه المؤثره تكون موجوده معاك، والحاله الفنيه بتاع اللعيبه، اللعيبه تكون مريحه داخل المباراه بشكل كويس جدا، عامله ماتشات كويسه قبل مباراه الوداد. فانا شايف ان هي ان شاء الله النادي الاهلي عنده فرصه كبيره، هي الفرص بكل امانه متساويه بين الاربع فرق خصوصا بعد كورونا والتوقف الكبير ده. بس النادي الاهلي يعني ان شاء الله يقدر يعدي ويقدر يلعب المباراه النهائيه وان شاء الله ياخد البطوله يا رب باذن الله. ان شاء الله كابتن سيد بنشكرك شكرا جزيلا، وتوعدنا تكون موجود كمان انت كمان في بيتك في البيت الكبير في معانا هنا في قناه النادي الاهلي قريب ان شاء الله. ده شرف ليا يا كابتن هاني وتحت امرك ربنا يخليك. حبيبي شكرا جزيلا. شكرا ليك والف مبروك. رايك انه فايلر يعتمد على اللعيبه الاساسيين في الفرقه ولا لا ممكن الفتره اللي جايه نشوف وجوه جديده ممكن يعتمد على الناشئين في المباراه اللي جايه؟ معادله صعبه جدا. لازم فايلر يشتغل على مدار الشهر اللي جاي
بمنتهى الاحترافية، وده موضوع احنا متأكدين منه. ولكن المعادلة في ايه يا كابتن هاني؟ ان انا في خلال الفترة الجاية دي كلها اللي انا هستعد فيها، المفروض ان انا لو عندي حد صغير عايز اجربه فوق من الناشئين، ده الوقت اللي انا اديله فيه بعد ما احسم الدوري. لو عندي حد بفكر يمشي، لا هقعده. طب محتاج ان انا اتاكد الفتره الجايه اما اديله، فاكيد هيدي ناس يشوفها، يعني تحضير للسيزون اللي جاي او اللعبه اللي عايزها ممكن تكون موجوده او لا. وفي نفس الوقت بس الناس يقولون فكره برضو ان هو ايه حسم الدوري فخلاص اللعبه دي هتريح خلاص بقى، يعني احنا حسمنا ده، طب وهيعملوا ايه في الشهر؟ احنا لسه والمعادله الثالثه ازاي ان اللعيبه دي هتوصل انها تحافظ على المستوى البدني بتاعها، لا تبقى مستهلكه من كتر اللعب، وفي نفس الوقت ما تستريحش وبقى وندي بقى اللي بقول لك عليه ده والباقي واللي هيلعب بعد كده الماتشات الرسميه مش مهم. فهي معادله لازم هيعملها. عمليه انت بتتكلم على نوع من انواع ان انت بتدي فرص للناشئين، ودي كمان ليها معادله خاصه امتى دخل الناشئين وامتى لا. وكمان الناس ما تنساش ان كمان عمليه التحضير لمباراه الوداد، ما هو اللعيبه برده محتاجه نوع من انواع التجانس شويه مع بعض، في خط لازم يلعب مع بعض شويه. العمليه دي الروتيشن الموجود دوت عايز فعلا خبره معينه، مش معنى ان احنا خدنا الدوري ان خلاص الفرقه تريح. والاهم من كده يا كابتن هاني ان انا لازم اعالج الاخطاء. طبعا. ليه؟ دي نمره واحد، ان انا ما امشيش ورا الدوري اللي انا كسبته والاحتفالات وكده. احنا اتفقنا خلاص النادي الاهلي انتهى الموضوع، النادي الاهلي خدنا البطوله، الصفحه اتقفلت، الموضوع والصفحه اتقفلت، وعندنا عندنا الاهم. ليه؟ لان احنا عندنا بطوله من 2013 اخر مره ما جبناها في 2012 2013 2013 2020 7 سنين على النادي الاهلي كتير كتير كتير، ان البطوله. فطبعا الجمهور هيبقى متعطش واللعيبه متعطشه ومجلس الاداره والجهاز وكل الناس عايزه تعمل لنفسها حاجات كويسه. وفعلا بطوله افريقيا بعيده عن النادي الاهلي 7 سنين كتير. فانا ابدا على طول معالجه الاخطاء. ايه الاخطاء؟ الاخطاء اللي ابتدت تظهر الفتره الاخرانيه، اللي انا مثلا من وجهه نظري اول حاجه لازم انا اركز فيها ازاي ارجع الدنيا في نص الملعب تبقى مقفوله، محدش يجي عليها كتير. ليه؟ لان الدنيا ما هتبص هتلاقي في نص الملعب ابتدت تهدى شويه، هتبص هتلاقي عليك هجوم، هتلاقي اتنين وتلاته من الفرقه التانيه جولك، هتبص هتلاقي في مساحات باينه من العمق، هتلاقي في كور بتترمي في العمق. يعني انت رايك وسط الملعب عليك. المدافع هو طبعاً. عليه عامل انت شايف ان في ديفو في الحته دي؟ الناس متخيله ان هو ممكن يكون السردباكات. انا فاهم، خلي بالك الناس ومعظم اللي اتكلم ممكن فاكر المشكله في السردباكات، لا، هي ممكن تكون السردباكات كانت يعني ما بيجيلهاش حاجه كتير، كانوا بيبقوا مستريحين اكتر من كده بكتير. ولكن نص الملعب على فكره، ونص الملعب انا هنا ما بقاش قصد على فكره لعيبه معينه عشان ما تفتكرش ان انا قصدي الارتكاز، بس بتكلم على نص الملعب من ازاي في الناحيه الدفاعيه كل واحد بيفقد الكوره بيرجع بيبقى موجود في نص الملعب، ازاي ان انت تبقى قافل نص الملعب دوت ماسكه من اليمين ومن الشمال ومن النص وي فالدنيا اما هتريح في الخط اللي قدام فهتبتدي تبص هتلاقي زيادات، اما هتلاقي زيادات هتبص هتلاقي في سرعات بتترمي ما بين السردباكين، ما بين السردباك والباك سواء باك يمين او باك شمال، فهتبتدي تظهر الفرص على النادي الاهلي، تبتدي تظهر انفرادات، هتبص هتلاقي يعني انا اقول لك على حاجه، يعني مثلا كان غريب جدا في مباراه مصر المقصه ان مصر المقصه بيلعب 10 ويروح على الجول وبيوصل كتير وبيوصل بفرص خطر وفي مساحات، فلازم اعالج على طول الكلام دوت. وهو ده كويس على فكره طول عمره عندنا في النادي كده، لا انت كسبنا او كل حاجه والثلاثه بونت مهمين وحسمنا، الاهم من كده ما دام انا داخل على البطوله الاهم والبطوله اللي عايزها والبطوله اللي هتوصلني كاس عالم الانديه وي والكلام ده كله، يبقى انا عالج ايه؟ يبقى انا لازم ما اكدبش، يعني انا شايف حاجات معينه بتحصل ما كانتش بتحصل خالص. فعلا الاول خالص قبل الكورونا وفي الدنيا كانت ماشيه كنتش ممكن في ماتشات ما كنت تلاقيش هجمه بتيجي على النادي الاهلي، ده حقيقي. طب انت بتلعب مستريح، انت ذكرت الدفاعات دلوقتي، وطبعا احنا معانا الصخره، صخره الدفاع، وكابتن وائل جمعه على التليفون معانا. الو، مساء الخير يا دهام، ازيك؟ عامل ايه؟ مساء النور، ازيك يا كابتن؟ الله يسلمك، ربنا يخليك. الف الف مبروك كابتن هاني وائل، ازيك حبيبي؟ مبروك
ازيك يا كابتن هاني؟ اخبارك ايه؟ وحشنا. بركات طبعا حبيبي 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 يا جوما. وحشني جدا والله. والله وانت كمان يا حبيبي والله. والاستديوهات مفتقداك يا بركات. حبيبي حبيبي هنروح فين؟ ها؟ شويه. طبعا كابتن بركات. راجع شويه. يا اخي ان شاء الله يا اخي نطول يا اخي ان شاء الله نعمل حاجه حلوه ان شاء الله. نطول يا بركات باذن الله وتودينا كاس العالم باذن الله باذن الله. كابتن وائل بركات كان بيتكلم، كنت بكلمه في حته فنيه، دايما بيقول والناس شايفه ان دلوقتي مشكله عندنا في السردباكات، عندنا مشكله فيها. فالكابتن بركات لا، بيقول لا المشكله مش اساسيه في السردباكات، ده يمكن في الاجمالي او خط الدفاع الاول بالنسبه للفريق. طيب لما كان بركات بيلعب كان اخبار الناس اللي بتيجي عليك زياده ايه؟ لا هو اكيد هيحكي لكم طبعا الموقف بتاع ارفع دراعك. ارفع ايه؟ ارفع دراعك يا بركات. دي هو ارفع دراعك يا بركات. ارفع دراعك بتلعب مدافع. اه والله. طب اقول لك على حاجه، على الاقل انت انا اديته درس يا كابتن. اداني درس والله. على الاقل انت علمتني حاجه والله يا جمعه. انت علمتني حاجه صح والله. ارفع دراعك. ليا ايه علمك ايه؟ يا كابتن انا جيت لما علموني العب باك رايت، والله انا قلتها قبل كده، انا العب باك رايت يعني هيفرق معاه جدا. الفرقه تخرج ويكونوا خارجين غلط، والراجل مخترق من نص الملعب من قلبهم ويروح انفراد. طب انا اعمل ايه؟ طب انا سريع اقول طب اجري معاه، اروح احاول اجري اجيبه، ما فيش طق جون اللي بعدها طق جون. يا جماعه انتوا طالعين وسايبين له الدنيا والدنيا مفتوحه من النص وبتاع. قال لي انت مالك انت بيه بتجري؟ اقول له الراجل راح يجيب جون. هو كان بيغطي الاوفسايد يعني ولا ايه؟ مش والله ما مغطيه، هو كده كده رايح. انا بحاول الحقه والله. اسمع بس مني والله، مش مساله. هو جم قال لي كل الناس بتتكلم عنك في الاستوديوهات، بيقول لك انت اللي مغطي الاوفسايد. قلت له طب اعمل ايه؟ قال لي اعمل زينا. قلت له انتوا بتعملوا ايه؟ قال لي اطلع وارفع ايدك لللاين مان. اطلع وارفع ايدك. كنا بنلعب. هو ده الدرس اللي انت اتعلمته. علمني حاجه بقى. بطلت اجري ورا حد بقى خلاص. خلاص اللي يروح يروح. باك يمين. فطبعا بركات لسه بقى مش متعود على المكان وكده، ودايما بقى متاخر ورانا وانا اللي بلعب جنبه، فدايما كان بتبقى في مشاكل مثلا في التغطيه، نبقى احنا متقدمين وهو متاخر. لا يا جمعه انا مش متعود على التغطيه، وكنت لسه برضو مش متعود على البساط بتاعتك اللي ببطن رجلك اللي كنت بتدالي وانا فاتح لك على الخط. خد بالك برضو ما كنتش عارفها جامده. طق. لا ده يستلم الجون ويقوم. انا كنت بحطك في مرحله احتراف. لا هو بعد كده يقول لي على فكره انت لعيب كبير، المفروض اما اديك كده توقف. ده مشى كل الباكات رايت اللي لعبت في النادي الاهلي بالبساط دي، محدش استحمل، محدش وقف معاه. لا كانت عاملك معاه فعلا يا وائل. يعني هو طبعا لا. انت سردباك جنبه، هو بيلعب جنبك ناحيه اليمين، وانت المفروض وانت طالع انت اللي بتقول له اطلع ولا اقف. يعني برضو انت اللي بتقول له حتى في الاوف سايت ولا حاجه، المفروض لما السردباك بيقول اطلع فانت لازم والله تطلع. ولا كان بيقول ابيض ولا اسود، ده كل واحد كان بيقول لك يلا نفسي. هو بيطلع لوحده. لا بعيد عن الهزار والله يا كابتن هاني، واحد بركات من احسن الناس اللي تحب ان يبقى جنبك في الملعب. اولا عنده ثقه في نفسه كبيره جدا، تديله الكوره ما يخافش يلعب في الوقت الصعب اللي الفريق بيحتاجه وبيلاقيه. دي كانت من اكثر الميزات اللي انا كنت احب ان بركات يبقى جنبي في ملعب الصراحه. ما اعرفش هو بيبادلني نفس الشعور ولا لا، بس يعني ده انا نفسي تبقى قاعد جنبي على الكنبه دلوقتي يا اخي. وكلنا بصراحه اوقات بجد يعني ان شاء الله باذن الله لما ترجع كده اجازه باذن الله، يعني ده بيتك، البيت الكبير بيتك والنادي الاهلي منتظرينك معانا ان شاء الله. لازم فارب وقت ان شاء الله يا كابتن. ان شاء الله ان شاء الله. في لعيبه للنادي الاهلي طبعا على بطوله الدوري طبعا. احنا يعني انا ما هنتش لان دخلنا طبعا في قصه بركات ووجوده معاكم، ودي فرحه كبيره طبعا. انما مبروك للنادي الاهلي وجمهوره دايما وابدا ان شاء الله. النادي الاهلي كسبان بطولات، كسبان بطوله الدوري، ويعني اصبحت بطوله الدوري بالنسبه لنا بطوله عاديه. هدفنا وطموحنا دايما دلوقتي هو دوري الابطال اللي بنسعى وراه ان شاء الله يعني نحققه السنه دي باذن الله. انما ده ما ينتقصش ابدا من حق اللعيبه في الفوز بالبطوله دي. قبل الكورونا كان الشكل العام والمنظر مبهج، وهو ده الاهلي اللي تحب تتفرج عليه. اكيد بعد كورونا الامور اختلفت شويه، واصابات وضغط مباريات وامور كتير مش مستغنى. انما ان شاء الله يعني الفتره اللي جايه الامور دي ترجع باذن الله قبل دوري الابطال ان شاء الله. بس كان في لعيبه كتيره برضو في مشوار الفريق السنه دي كان لهم بصمه. ايه اكتر لاعب انت شفته يا كابتن وائل ليه بصمه السنه دي في الموسم ده؟
مع النادي الأهلي؟ أول واحد طبعا سام كان الشناوي أكيد، يعني بصراحة واحد من العوامل المهمة جدا جدا بمستوى الموسم ده وقيادته للفريق. ثم بعديه عمرو السليم، الاثنين دول كانوا أبرز اثنين في أداء الفريق النادي الأهلي فريقين يعني أصحاب المستوى الثابت اللي كل المباريات اللي بيأدوها بنفس المستوى وأداء جيد محافظين على مستوى. مشكلة المجموعة اللي موجودة سهام وكابتن هاني طبعا متابع، هي استمرارية اللاعب على المحافظة على مستواه وعلى أدائه الفوز كل المباريات، ودي اللي كانت بتميز الجيل بتاعنا. الحمد لله كان في استمرارية على الفوز ورغبة دايما في الفوز، واللعيبة بتحافظ على نفسها وكل مباراة بالنسبة لها تحدي ان هي تبقى احسن من المباراة اللي قبلها. انما دلوقتي حتة الاستمرارية دي مفتقدة بقى. هي الرغبة موجودة كابتن وائل، بس في مشكلة اصابات للاسف. واضح يعني كان الشناوي وعمرو السليم في مشكلة كمان كابتن وائل، وانت عارف لما بيكون دايما في مراكز ما ينفعش اللي جنبك يتغير على طول. عندنا مشكلة كان اصابات كتيرة جدا في موضوع قلب ملعب او الاثنين السردباكين، محمود متولي اتعور وبعدين رامي ربيعة وسعد مش مقيد، وبعدين يعني كمان ياسر ابراهيم كان بيلعب وبعدين يتعور. فانت عارف الجزء ده مهم جدا، ان الاثنين اللي يلعبوا جنب بعض دايما يبقى في ثبات شويه في الجزئيه دي. فشايفها ازاي وتتعالج ازاي الجزئيه دي؟ ما عندناش مشكله فيها، كل اللعيبه كويسه، لكن ان شاء الله عمليه ثبات المركزين دول مع اثنين يفهموا بعض بشكل افضل خلال الشهر اللي جاي. هو الفريق كان استقر على محمود متولي كيبقى لاعب اساسي في ظل اصابه سعد واصابه رامي واصابه ياسر، وهي دي الاستمراريه اللي انا كنت اقصدها يا كابتن هاني، ان اللاعب بره الملعب يحافظ على نفسه كويس، يبقى هو مسؤول عن نفسه. احنا كنا برضو في نفس المكان وكنت بتخلص المباراه بتفكر في المباراه اللي بعدها، حته العقليه مختلفه شويه الفتره دي، ودي اللي بتاثر على اللاعب. الكره ساعتين يا كابتن هاني في الاسبوع او في كل اربع خمس ايام، انما حياتك كامله بتعيشها بره الملعب. ده صحيح، حياتك بره كامله دي بتاثر في مستواك وبتاثر في الساعتين اللي انت بتلعبهم دول، من خلال نومك ومن خلال تركيزك ومن خلال ان انت تبقى واخد بالك من نفسك، ما تخرجش نفسك بره التركيز، فدي كلها بتاثر على وجودك. فهي دي حته الاستمراريه اللي انا كنت اقصدها، وانا اعتقد ان لولا الاصابات اللي بتحصل للعيبه كان هيبقى في استمراريه، كان هيبقى في استمراريه في اثنين يبقوا موجودين دايما. انما التغييرات مع الاصابات الكتير دي يعني الراجل برضو معذور فيها. صحيح. مع ضغط المباريات مع يعني مع مشاكل موجوده، انما الحمد لله يعني بتعدي. ورغم كل دوت والاهلي واخد الدوري قبل يعني قبل نهايته بست سبع اسابيع، يعني رغم كل المشاكل دي يا كابتن وائل. لا طبعا انا قلت لك يعني ده ما يقللش الفوز بالدوري بدري، ده يحسب للاعبين ويحسب للجهاز الفني وللمدرب كابتن هاني. مش معنى ان انت حصلت على الدوري ان انت مثلا فرقه ثانيه مش كويسه او ضعيفه. لا طبعا حصلت عليه بمجهودك وتفوقك بفوزك باكبر عدد من المباريات وبان انت افضل دفاع في الدوري واقوى هجوم وبالروح اللي انت قدرت تفوز بيها مباريات كتير. وكمان في حاجه تانية اضافيه، الفار الموسم ده يعني الناس كانت دايما بتقعد تنتقد في التحكيم وتقول التحكيم بيجامل الاهلي، انت كسبان بالفار الموسم ده، وشوف الفار مأثر ازاي في نتائج فرق في الدوري بشكل واضح. صحيح كابتن وائل، انت من النجوم اللي حققت البطوله المهمه دي اللي احنا كلنا منتظرينها ان شاء الله، رسالتك ايه للاعيبتنا؟ وانا عارفه ان هم هيسمعوك وهياخدوا برايك، لان انت طبعا يعني لاعب مهم جدا ومؤثر جدا كمان. ايه الرساله اللي انت تحب توجهها لهم قبل بطوله افريقيا؟ احنا يعني كل البطولات بالنسبه لنا سام مستوى واحد، واحنا قلنا قبل كده النادي الاهلي لو دخل دوره رمضانيه النادي الاهلي مطالب بالفوز بيها. طبعا احنا بيحب البطولات، بيحب الفوز بالبطولات. دلوقتي اصبحت البطوله الافريقيه مهمه اكثر بالنسبه لنا للامتيازات الكثيره اللي بتساعد بيها النادي الاهلي، وصلت النادي الاهلي للعالميه وخلاص احنا جمهورنا وصل لمرحله ان احنا ما بنقبلش بطوله الدوري لوحدها، بنقبل دوري دوري الابطال الافريقي معاها. فالبطوله يعني ليها مواصفات وليها حاجات كتير جدا قبلها، مش
مش هتروحي بكره تلعبي البطوله، تقول لا انا عايز لازم استعد قبلها بشكل جيد جدا، ادخل في احسن حاله واحسن فورمه. وانا رايي ان احنا نسيب الراجل زي ما هو شغال دلوقتي حسن بطوله الدوري، يقدر يجرب اللعيبه في خلال الفتره اللي جايه، اللاعب اللي محتاج راحه يريحه، اللعيب محتاج يجهزه، وده شغل المدرب، وده هو اكيد خد تجارب من خلال البطوله من بدايتها، بدا معانا خد تجارب صعبه في خلال البطوله، انه يخرج سان داونز في الفريق القوي جدا في البطوله دي. فهو الراجل دلوقتي اصبح عنده الخبره الافريقيه اللي يقدر يتعامل بيها مع المباراه. وبعدين انا يعني لو بنقارن النادي الاهلي بالثلاث فرق الاخرين اللي معانا في البطوله اللي هو الزمالك والوداد والرجاء، انا اشوف النادي الاهلي هو افضلهم من حيث الاستقرار ومن حيث الهدوء اللي موجود فيه. في مشاكل في الوداد، في مشاكل في الرجاء، في مشاكل في الزمالك، تغيير المدربين في الوداد وفي الزمالك اكيد ليه تاثير سلبي على الفريق. احنا الفريق الحمد لله المستقر اكتر، الفريق الحاسم الدوري ومرتاح، فيه منافسه كبيره بين الوداد والرجاء، هيلعبوا مع بعض يوم الخميس الجاي لسه على بطوله الدوري، وعندهم مشاكل في الكورونا والدوري كان متوقف عندهم ولسه راجع. فاحنا الحمد لله افضل، واحنا عندنا الوضع احسن، مميزات افضل منهم. بالظبط. طبعا نتمنى ان شاء الله السنه دي تبقى هي بطولتنا باذن الله. ان شاء الله باذن الله يا كابتن وائل تكون البطوله الافريقيه التاسعه بالنسبه لنا. وبرضو عايز يعني قبل ما يعني اسالك سؤال، عمليه الضغط على اللعيبه، انتوا اتعودتوا طبعا على الضغوط ديت، لكن خلينا نتكلم لما بتحس ان الضغوط بتعلى شويه، ده بيبقى بدل ما بالإجابة على اللعيبة ممكن يكون بالسلب. فعايز برضو أقول للعيبة، ومحمد بركات يخش معنا في النقاش ده، محمد لما بتحس إن الناس كلها ضغطة وإحنا بطولة مهمة وكل حاجة ونفسنا فيها، لكن الضغوط الزيادة العالية شوية دي ممكن تجيب أثر سلبي شوية، ولا أنت شايف إزاي؟ والله أكيد هي لا، أنا ما أحبش الضغوط، أنا هعتبره ماتش بطولة مهمة، بس أنا هنزل ألعب ماتش زي ما أنا كنادي أهلي نازل ألعب، وأنا بنزل ألعب ليه؟ أنا بنزل ألعب على المكسب، مفيش حاجة ما تخليني أقعد مضغوط. بقول لك 7 سنين كتير وعايزين البطولة، إنما أنا مش لازم إن أنا أنزل الماتش متوتر، ولازم أبقى فاهم إن أنا هلاعب أندية كبيرة جدا. ولازم أبقى عارف إن أنا مع الأندية الكبيرة بعمل ماتشات كويسة، والفرقة أما تبقى كويسة اللي قدامك ممكن تخليك أنت كويس وتلعب ماتش كويس، بس تبقى فاهم إن دولت في الآخر في 90 دقيقة وفي 90 دقيقة والاتنين متصلين ببعض. إحنا لعبنا 2 نهائي وخسرنا منهم مباراة كنا كسبانينها 3-1 وبعد كده خسرناها، فلازم يبقى التركيز في خلال 180 دقيقة علشان أقدر أن أنا أوصل للمباراة النهائية وأحقق حلمي وصعودي إن شاء الله بإذن الله من قبل النهائي، تخلي برضو تركيزك يتضاعف في النهائي، لأن أنت بتوصل لآخر سلمة مرتين وما بتقدرش أن أنت تجيب البطولة، فده برضو حاجة احنا مش متعودين عليها، فبتبقى محتاجة تركيز، محتاجة تكاتف من الناس كلها، محتاجة إصرار من اللعيبة كلها بعيد عن أي ضغط، لأن الضغط هتبص هتلاقي انت أول ما بتضغط تلعب كورة ولا تنزل مضغوط، هتبص هتلاقي نفسك رجلك تقيلة، هتبص هتلاقي رجلك بتشد، تركيزك بيقل، بتعمل أخطاء، بتعمل، فعلى إيه كل ده؟ الموضوع أبسط مما تتخيل. وزي ما وائل جمعة دلوقتي اتكلم قال لك انت اما بتبقى في قمه تركيزك الفني، اما بتبقى بدنيا كويس بتاع والتحضير يا كابتن، كمان انت كابتن قريب ان انت تحقق البطوله. يعني طبعا كابتن وائل انت كمان لعبت من نهائيات كتيره جدا على مستوى النادي الاهلي وعلى مستوى منتخب مصر، التحضير مهم جدا، ده اللي بيتكلم فيه بركات، انك ما توصلش لدرجه التوتر والضغط على اللعيبه انه تخرجوا عن تركيزه، لكن عمليه التحضير مهمه جدا، تبينوا المباراه صعبه، المباراه فعلا صعبه، تحضروا بدنيا كويس، تحضروا نفسيا كويس قوي، وفي الاخر ينزل المباراه وعنده ثقه في نفسه وعنده ثقه في كمان في اللي حواليه، فده مهم. احترم المنافس كابتن هاني، احترم المنافس بس ما تخافش منه، يعني احترمه كابتن هاني في بس نقطة. ما اتفضل يا كابتن. في نقطة دلوقتي هي النقطة اللي أنا أشوف إن لاعبتنا محتاجينها جدا دلوقتي. مع التحضير طبعا البدني اللي أنت اتكلمت عنه، التحضير الذهني. لاعبتنا محتاجة تعيش المباراة السيمي فاينال دي من النهاردة، يعني من 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 فترة، يعني عيشها من فترة في دماغها. في نقطة ما كانتش موجودة، في مكان ما كانتش موجودة على أيامنا بالشكل القوي دلوقتي.
وهم عندهم نقطة كانت موجودة يعني النقطتين دول متساويين يا كابتن هاني. احنا كان على ايامنا جمهور وبركات عارف وعاش الفترة دي معانا جمهور كان سلاح. كان في الملاعب كلها موجود وضغطه كبير جدا. دلوقتي هم بيعيشوا النقطة المقابلة ليها وهي نقطة السوشيال ميديا، ودي نقطة بتأثر بشكل كبير جدا ان في لعيبة منهم بيتأثروا بالسوشيال ميديا بشكل مبالغ. ده اللي كنا بنقوله من شوية يا كابتن. ضمن النصايح من ضمن النصايح سهام ان اللعيبة كل ما المباراة تقرب تبعد عن الـ عن الـ عن السوشيال ميديا على قد ما تقدر عشانها ضغط. ودي من الحاجات اللي بتخرجه، لان في النهاية الجمهور عايز يتفاعل مع اللعيبة. صحيح. لما الجمهور كان بيحضر كان بيتفاعل في الملاعب، انما دلوقتي الجمهور ما بيحضرش، فالجمهور بيبقى عايز يوصل رسائل للعيبة بشكل معين كل واحد بطريقته، وبقت الامور بتوصل بسهوله دلوقتي عن طريق السوشيال ميديا. كله بيفتح الانستجرام كل ردود الفعل على الهواء. بالظبط. فدي نقطه مهمه جدا ان احنا نتعامل مع اللعيبه، واللعيبه تعرف تتعامل معاها من دلوقتي وتحضر نفسها للنقطه دي. الحاجه اللي بتزعلك ما تبصش عليها، حاجه اللي كده ما تحاولش ان انت تتعمق فيها، لان هتزعل في الاخر. لو رايك كنت بقول لك نفس الكلام اللي اكد عليه، دخلش نفسك في ما دخلش نفسك في مهاترات خلاص. يعني خلينا انت نرجع. اللي خسران بالزبط. انا قلت لك انت هتوتر نفسك وهتدخل نفسك، انت اللي خسران. بس هو يعني نفس اللي انا قلته لك هو نفس فعلا الكلام اللي كابتن محمد بركات، نفس الكلام اللي انت بتقوله يا كابتن وائل. فعلا ان بتيجي فتره من الفترات لازم اللعيب يقفل خالص على نفسه بشكل كبير جدا. حتى انا من رايي ولا يبص اللي يتكلم كويس ولا اللي يبص اللي يتكلم وحش، يعني يبقى في تركيز جامد جدا. وايه المشكله ان احنا نرجع زي كابتن جوهري ما كان بيعمل لنا، كان بيقفل كل حاجه علينا. مش عدم احترافيه، لان الناس يقول لك يا عم احنا دلوقتي في زمن الاحتراف ما ينفعش الكلام، لكن في وقت معين لازم فعلا انت تكون تقفل على نفسك كويس قوي عشان تركيزك. ينفع تقفل على نفسك طبعا، وينفع ان انت تركز، وفي مقابل ان انت يوم واحد هتعيشه في انت منتظره مثلا سنين. صحيح. انت منتظر سنين عشان اليوم ده. اليوم ده ممكن لحظه واحده او خمس دقائق تخش تبوظ تفكيرك تماما وتخليك تشتتك تفكر في حاجات مش في وقتها. فانا دي النقطه، التحضير الذهني للمباراه ده، لان المباراه دي بتتلعب على جزئيات كبيره جدا وجزئيات خطيره جدا طبعا. بس انا نقطه الخبره انا اشوف ان هي في المباراه دي اللي جايه بالذات بتاعتنا بتاعه الوداد، لان فرقه الوداد بيعرفوا يلعبوا على النواحي النفسيه مع لاعبينا بشكل كويس. احنا لازم نستعد للامور دي، وهو ده الاستعداد الذهني اللي انا اقصده يعني. ان شاء الله باذن الله نكون كلنا مستعدين، ويكون الولاد يقفلوا على نفسهم بشكل كويس يا كابتن محمد، وتكون ان شاء الله يعني التاسعه من في مصر ان شاء الله في النادي الاهلي. يعني مباراه صعبه، مباراه عايزه شغل تكتيكي كويس طبيعي، عايزه جهد بدني طبيعي، لكن ان شاء الله خطوه كمان للمباراه النهائيه ان شاء الله. تعرف انا افتكرت ايه يا كابتن هاني دلوقتي وانت بتتكلم؟ عمال تبص لي كده. الناس تقفل على نفسها وبتاع وكلام من اكيد عدى عليك في المشوار، في مشوارك الطويل دوت اكيد عدى عليك سحب الجاك بتاع التلفزيون بالليل وسحب التليفون، صح؟ ده الجاك والتليفون ده اللي هو سحب الموبايل كده يعني. دلوقتي يعني سحب الموبايل بالليل في المعسكر وتسحب جاك التلفزيون علشان تنام بدري عشان الماتش. في الاخر اكتشفنا ان العمليه مش عمليه جاك. مش مشكلة، المشكلة مش في جاك التليفون، فيك انت المشكلة، فيك انت المستعد ولا لا؟ انت لو مش عامل حساب ماتش بكرة ومديله أهميته ومركز فيه حقيقي، وحاسس ان انت لازم تبقى مركز على الأقل الكام ساعة دولت علشان تعمل ماتش كويس، يبقى المشكلة مش مشكلة جاك وتليفون. كان معانا ما التليفونات كانت بتسحب، كل واحد يحط ايده في الشنطة يطلع التليفون التاني اللي جاي مستبدل. الناس بتيجي بأربع لا فكرني بكلام كابتن ماهر همام يا كابتن هاني وكلامه مهم يعني برضه برمجية في كل حاجة. كان معاك ثلاثة إلا التركيز. ثلاث تليفونات؟ لا لا اثنين. لا لا أنا كنت بسلم، أنا بص أنا أسلم ولا أجيب تاني ولا تاني، بس ممكن امشي بعد كده. لا طبعا هو ده المطلوب، ان هو فعلا انسان يركز من نفسه يعني. بس ده شغلك أكتر. ده شغلك وعايز تقعد فيه اكتر فتره ممكن. كابتن وائل الاول بشكرك شكرا جزيلا. كابتن وائل جمعه شرفتنا، وان شاء الله يا رب اللي جاي احسن، وان شاء الله فرقتنا تحقق اللقب التاسع يا رب باذنك يا رب. شكرا ليك يا كابتن وائل. دايما قناه النادي الاهلي منوره بيكم ان شاء الله. شكرا ليك حبيبه جمعه، بيكم انتم.
هنطلع لفاصل قصير وبعد الفاصل لسه سهرتنا الخاصة جدا مستمرة مع حضراتكم في البيت الكبير. الأهلي كيان وكيان، ومعانا كيان كمان الكابتن محمد بركات منورنا. وكنا مع مداخلة الكابتن وائل جمعة قال اسمين يمكن هو شايفهم هم دول يمكن نجوم النادي الأهلي السنة دي، قال على محمد الشناوي وعمرو السولية. ايه رأيك انت، شايف ممكن كمان مين موجود في النادي الأهلي كان ليه بصمة واضحة جدا في السيزون ده؟ والله كابتن هاني، لا اللعيبه كتير قوي كان لهم بصمات، وكل واحد شارك كان ليه بصمه، سواء اهداف سجلها، اسيستات، راجل دفاعيا، راجل كان بيغطي على زمايله، كل واحد بيبقى له ليه شغله في الملعب. يمكن وائل هو بيتكلم اختص الشناوي، وطبعا الشناوي وعمر السولية ما شاء الله عليه. يعني لو هنتكلم على الشناوي الاول، الشناوي يمكن فتره من الفترات، معلش قبل ما اتكلم على الشناوي، معاه كمان معانا طبعا الاهلي كيان كبير اللي عملها فنان الكبير، فنان ايهاب توفيق. ايهاب توفيق طبعا. الو الو، ازيك؟ السلام عليكم، اهلا وسهلا. السلام، مبروك. الله يبارك فيك يا احلى اغنيه بتحب تسمعها ايه غير الاغاني اللي انت غنيتها للاهلي؟ اكتر اغنيه بتحبها في حب الاهلي ايه بتحب تسمعها؟ كل غير اللي انت غنيته فنان يا كبير. الاغاني والهتافات والصيحات اللي كانوا بيعملوها الجمهور بتاع الاهلي في الثالثه شمال، دول بصراحة يعني أغلب الماتشات اللي كنت بحضرها في الاستاد، بتفرج على فرقة النادي الأهلي وهي بتلعب أي فرقة تانية، إذا أفريقيا ولا في الدوري ولا في الكاس، كنت بقعد أتفرج على الماتش وشوية بركز مع الناس اللي بتغني الهتافات بتاع الدرجة الثالثة شمال. بصراحة كانوا بيعملوا جو مش طبيعي، وأغاني وهتافات بتهز كياننا كلنا وبتصحي الحجر لو الفرقة صح نازله. ايه اللعيبه ما بيحصلش طبعا اللعيبه بتاعتها تبقى نازله مش في حالتها الطبيعيه، وده نادرا لما بيحصل، ولكن لما بيكون في حاله من الكسل او الهدوء كده عند الفرقه، بتبص تلاقي الجمهور بيقلب الدنيا، بيخلي الملعب كله بالجمهور باللعيبه بالناس كلها هتنزل تلعب في المباراه. صحيح، في حاجات كتيره قوي من الهتافات اللي كانت بتحصل من الجمهور الواحد بيحب يسمعها جدا جدا جدا، واحنا دايما حابينك معانا. لا، واحنا كمان اولا بنرحب بيك طبعا الفنان الكبير ايهاب توفيق، الاهلاوي الجدع، اهلاوي يعني، انا عارف، بنرحب بيك طبعا على شاشه قناه النادي الاهلي والبيت الكبير يا فنان يا كبير. اهلا وسهلا بيك، والف الف مبروك لكل عشاق النادي الاهلي وكل اداره النادي الاهلي ومجلس الاداره وكل الجماهير وكل اللعيبه على الفوز بالدوري 42 وعقبال ال 142 ان شاء الله. يا رب. ومعانا نجم حياتك انت وكابتن بركات. كابتن بركات، ربنا يخليك يا مسي على بركات بقى حبيبي. طبعا يا عم ايهاب، انا لو اعرف ان انا اما هبطل مش هشوفك، كنت فضلت العب لحد دلوقتي بقى. هجيلك يا كابتن. يا عم انا قاعد في المعادي على طول يا عم، ما تيجي ان شاء الله. خلاص بعد ما نخلص قول لي قاعد فين وهجيلك على طول. خلاص بقى، علشان انت بجد وحشني جدا. على فكره عايز اقول لك على احنا حاجة. كان لينا الراجل ده راجل اهلاوي. لا ما ذكرياتي يعني، بص كنا على طول رغي وكلام وضحك وكلام في احوال فرقه. اتكلم يعني نجم كبير بحجم ايهاب توفيق، يعني هو مش مطالب ان هو يبقى موجود معاك، لا ده كان بيبقى موجود معاك في الاستاد هنا، بيبقى موجود معاك بره مصر. والله حب سافرت في النادي الاهلي، رحت معاهم يعني بالمشوار، سافر كتير، سافر كتير. اماكن كتيره والحمد لله، في كل مكان كنت بروح فيه مع الفرقه كنا بنرجع بالبطوله على طول. كلام والله وشك حلو عليهم يعني، وفي كان بيبقى حلو. و98 حتى في بطولة افريقيا 98 يعني انت اول واحد استقبلتنا حتى على مستوى منتخب مصر، مظبوط، ومن الاوائل اللي شلت كاس افريقيا يعني. طبعا حبك للنادي الاهلي بركات، بيقول لي الراجل ده يعني بيحب النادي الاهلي حب جداً. غير طبيعي جداً. يعني الحمد لله، وفي زي كتير ملايين صحيح من عشان النادي الاهلي في مصر وبره مصر طبعاً. في العالم بجد. صحيح صحيح. طب يلا سمعنا صوتك بقى ونحتفل كده بس في السهره الخاصه دي معاك، وسمعنا بصوتك بقى الاهلي كيان، ادينا كده يعني يلا
كوبليه يعني هخلي يعني لازم نسمع الاهلي كان بقى بالتوزيع لا الاول بصوتك وبعد كده احنا نشغلها وبعد كده نسمعها لايف دلوقتي. ايه شغلوها بلاي باك؟ لا استنوا يا جماعه استنوا نسمعها الاول بصوته وبعد كده نشغلها. فهم عشان يعني بقى احسن نسمعها من ليه؟ انت لا هو طبعا فنان ايهاب يعني بتاخد انت اكيد حضرت مباريات كتير فبتاخد احساس الكلام نفسه من الجماهير وخاصه الدرجه الثالثه لما بتكون قاعد جنبهم بتطلع بحاجات ممكن تعمل منها اغنيه بتاخد احساس معين ريتم معين ممكن تاخد منه وتعمل بيه اغنيه. طبعا حصل كتير في الهتافات والصيحات اللي كانوا بيعملها الجمهور كنا بناخد منها افيهات ومقاطع وبنكتب عليها وبنبني عليها اغنيه من الحاجات الحماسيه اللي بيقولوها طبعا. اخرها كانت الاهلي كان الاهلي ده نادي كان جمهوره في كل مكان ولحد اخر يوم في عمري انت اربع حروف اهلي 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 الاهلي ده نادي كيان الاهلي ده نادي كيان الله الله يا نجم حاجه محترمه جدا ويا رب بقى نفسنا كمان احنا انا كمان نفسي احضر بقى الاستاد يعني واروح يعني ربنا يعدي ازمه الكورونا دي بركات انت بتتكلم سلاح كان بيعتمد على لعيبه النادي الاهلي ان هو اول ما مش اول ما بننزل ده واحنا ماشيين بالاتوبيس يا بركات كنا بنشوف يعني بنشوف الناس بتبقى فوقيك فوق العمود بتاع يعني طبعا يعني وطبعا يعني وكمان يعني انت عارف يعني احنا جمهورنا يعني حبنا وفي ظهرنا وانت مش محسن من الخساره كنا بنخسر بس كان بيدي كان بيقدر الامور ويتضايق جمهورك لو انت حاسس ان انت مقصر انما لو انت كويس وبتادي والنتيجه دي بتاعت ربنا وشايف ان انت عملت عليها ما يزعلش منك صحيح. وممكن تيجي الماتش اللي بعده تعمله اجمد من الماتش اللي عملته وبرده ما تتوفقش وما تكسبش وبرده ما يزعلش منك كان يتضايقوا ويحسوا ان في تقصير انما واقفين في ظهرنا على طول كتير جدا 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 على روح الفريق والانتصارات اللي كانت بتحصل احنا كنا مشهور يعني مشهور عن فرقتنا ان احنا في اي لحظه ممكن نجيب جول من الدقيقه الاولى لغايه اخر ثانيه دقيقه مش بالحظ ولكن بالاصرار وبالحماس وروح الفانيلا اللعيبه وبالتشجيع بتاع الجمهور اللي كان بيبقى موجود. انت قلت الله عليك يا اهلي مكان الله عليك يا سيدي بس انا عايزه اغنيه من اغانيك دلوقتي تقلبها برضو على الاهلي لان الله عليك يا اهلي انا سمعتها كتير. قول لي بقى اغنيه كده تقلبها على الاهلي واحنا معاك دلوقتي على التليفون. احلى منهم طبعا. يلا. يا احلى منهم يا اهلي يا فارق عنهم يا اهلي. حلو. انت اللي فيهم يا اهلي وهم فينهم. هم فينهم؟ احلى منهم. يا فارق عنهم يا اهلي بكم نقطه يا اهلي وهم فينهم لا بالرقم بقى بعدد النقاط الفارق قول لي لا كملها لي لا كملها لي هو فارق في جميع الاحوال النادي الاهلي لا قول لي لا كملها لي بالرقم لا بالرقم احنا كده لا احنا هنفرق كتير قوي هنتكلم كتير هنتكلم 42 دوري و 138 بطوله و 9 افريقيا ان شاء الله وخمسه سوبر واربعه لا هنقعد نعد كتير قوي هو ده اللي كنت بتكلم فيه ايهاب يمكن في الانترو بتاعنا ان يعني النادي الاهلي نادي البطولات والارقام هي اللي بتتكلم يعني عدد ارقام كبير جدا احنا الحمد لله النادي الاهلي بيحقق ارقام قياسيه من اكبر مش على مستوى مصر ولا افريقيا ولا الوطن العربي بتتكلم على مستوى العالم فكل دوت دي ارقام هي اللي بتتكلم عننا احنا كنا الفرقه رقم واحد في عدد البطولات المحليه والافريقيه والعالميه بس دلوقتي عايزين نعوضها احنا بقينا الفرقه نمره 2 تقريبا في العالم على مستوى العالم طبعا الفرقه نمره واحد يا جماعه كده دي حاجه تزعل عايزين نرجع نمره واحد عشان الاهلي دايما يبقى في المقدمه ان شاء الله ان شاء الله باذن الله مش هنسيبك بقى غير لما تقول لنا الله عليك يا اهلي في الاخر نستغلك يعني
الو الله عليك يا اهلي فرقتنا يا اهلي الله عليك يا اهلي بطولتنا يا اهلي وانا اللي بيك تاري انا وبعمر انا شاري انا بس انت بتداري والله عليك شرفتنا والف عليك. الف مبروك ألف مبروك لمرة تانية للنادي الأهلي وعقبال البطولات اللي جاية أكتر وأكتر إن شاء الله عايزين أفريقيا بقى مش يا رب. عايزينها إن شاء الله المحببة لينا كمان إن هي تبعد عننا أكتر من كده إن شاء الله إن شاء الله السنة الجاية يبقى فيه إصرار على إن أفريقيا ترجع لنا تاني بإذن الله هكلمك يا بوب وتعالى لي المعادي ماشي يا بركات إن شاء الله حبيبي شكرا جزيلا الفنان الكبير إيهاب توفيق شكرا جزيلا كنتوا بتلعبوا في تصفيات كاس العالم صح في سنه من السنين وعمالين بتتغلبوا الله وانت الله ده وانت وطارق السعيد وانت وطارق وانت وطارق السعيد كابتن جوهر الله يرحمه ايه يعني زي رماكوا كده الكابتن هاني رمزي قال لكم روحوا يلا العبوا مع هاني رمزي لا انا كانت تصفيات كانت تصفيات كاس العالم 2002 تقريبا 2002 صح تقريبا كانت فيها البصه دي لا مش فيها البصه دي اصل الكابتن جوهري يعني كان بركات وطارق من الناس الصغيرين بس مميزين جدا احكي لنا الواقعه دي بس عندهم مشكله بقى هو لا احكي لنا الواقعه هو احنا كنا بدانا تعادلنا مع السنغال وتعادلنا مع المغرب ويعني كان احنا بدانا بتعادلين كده ثلاثه يعني في كانت مجموعه جامده جدا الدنيا كانت ملخبطه لسه يعني الدنيا كانت جامده فانت محتاج مكسب فاحنا ما كناش كسبنا لعبنا اول ماتشين ثلاثه كده ما يعني الدنيا مش ماشيه خالص فهو كان بقى الماتش اللي بعده كان عندنا الماتش الجزائر وطبعا منتخب الجزائر منتخب جامد وقوي وجايين هيلعبونا بقى وطالعين من كذا تعادل وما بنكسبش ففجاه لقيت كابتن كان ماتش 5-2 بركه كابتن جوهر الله يرحمه لقيته فجاه كده ايه ندى عليا شويه ببص لقيت طارق السعيد كمان جاي يا طارق في قال لي كده داخل قلت له داخل قال لي طب تعالى نشوف ايه دخلت لقينا ايه كابتن جوهري قاعد مع كابتن هاني رمزي وبعد كده قال لك اقعدوا قعدنا قال لك بصوا احنا عندنا ماتش جامد واحنا ما قدامناش غير ان نكسب الماتش ده وناخد نقطه وبناء عليه انا قررت ان انتوا هتلعبوا نلعب انت وطارق السعيد قال لك هتبداوا انتوا الاثنين في نص الملعب وفي وسطكم كابتن هاني رمزي قرار بقى خلاص انتهى الموضوع يعني احنا كنا بنبقى موجودين وكنا بننزل نشارك ونبقى قاعدين احتياطي تنزلي ما تنزليش بتاع فهو الكابتن جوهري خد قرار ماتش الجزائر كان ماتش 5-2 اللي كسبناه 5-2 هو خد قرار بركات هيبدا هو وطارق السعيد في نص الملعب وفي وسطهم هاني رمزي بس طبعا توتر بقى توتر بس بصراحه يعني كابتن هاني يعني قعد يتكلم معانا وقال لك دي ثقه ان هو يجيبكم يتكلم معاكم وهو بيثق فيكم وطبعا كابتن هاني انت بتلاقيه بقى كان مخنوق اصلا على اخره لان هو عارف اصلا ان هو بعد هيلعب في نص الملعب لوحده لان هو عارف ان انا بدافع كويس ولا طارق السعيد يعني مثلا يعني انا راجل بحب حسن كمان جنبك وطارق السعيد بيحب يهاجم لا ما كانش زي لا يعني انا بالنسبه لي مش مفاجاه بقدر ان انا دايما يعني بديهم الثقه يعني هو الموضوع بالنسبه لهم موضوع وخلي بالك موضوع الثقه مهم جدا لو اديت اللعيب ثقه في نفسه والعب لعبك ما يهمكش وانا قلت العبوا لعبكم ما يهمكوش بس يعني شوفوني برضو ما تروش انتوا بس ارحموني شويه يعني الحاله الدفاعيه ارجعوا معايا وموضوع الثقه ده كمان مهم ولو كابتن عماد النحاس كنت بتحس بالثقه وحاسس ان دارك مسنود وكابتن عماد النحاس موجود في الملعب عماد ده حبيبي ده يعني في الملعب ولا اكتر منه بره الملعب يعني فاهم بره الملعب شخصيه بحبها جدا طب قول الو يا عمده بص مبدئيا هارد لك البنتين بتوع النهارده بس مش هقول لك اكتر من كده نفسي في اي موضوع وانت فاتح كده مع الكابتن هاني بعد ما مس عليكم طبعا مساء الخير ايوه بنمس عليك طبعا الاول كابتن هاني بس عليكم طبعا
اهلا يعني بيك. طبعا المدير الفني لنادي المقاولين واللي عامل طفره حقيقيه في طبعا منظومه نادي المقاولين على مستوى الفريق الاول. طبعا بنحييك وبنقول لك اهلا بيك في بيتك في البيت الكبير. انا بشكرك يا كابتن هادي طبعا، واكيد وبمثل على تهام وعلى بركات. اهلا بيك يا كابتن، وببارك طبعا للنادي الاهلي البطوله 42 حاجه تشرف، موسم محترم جدا من اول مباراه لاخر مباراه، اداء قوي جدا على مدار الموسم، ان شاء الله باذن الله تكمل كمان ببطوله افريقيا ان شاء الله. يعني ان شاء الله الف مبروك للنادي الاهلي ومجلس الاداره وجمهور النادي الاهلي الكبير وجهاز الفريق. مبروك علينا كلنا. كنت بتقول ايه وهو داخل معانا على التليفون؟ بقول له هارد لك على البنتين بتوع النهارده، بس الحمد لله عمده يعني، برضو اما بنقول برضو نقطه احسن من ما فيش يعني. والله كان خلاص رايح المفيش، لكن الحمد لله يعني كنت في الاخر كده يعني، ده توفيق ربنا. وانت عارف الكوره، انت ملك التسعين برضو. معلش يا عماد والله، بس انا حاسس والله يعني الفترة الاخرانية حاسس فيه بدلك يعني، مثلا كل ما بتجيلك مثلا الفرصة مثلا ان انت تقرب او تنط مثلا نواحي قريب من التاني بتتعطل. يطلع لك الفار يلغي لك جون ويحسب عليك جون، ده ماتش الجونة كده. حصلت النهاردة، انا يعني كنت سامع في الراديو وسمعت ان انت اتحسب لك ورجع فيها. ورجع فيها واللي حسبت علينا برضو، كان ممكن ما تتحسبش، الكرة سريعة جدا خبطت رجل تيتي وبعدين طلعت لإيد ثروة، كان ممكن ما تتحسبش. فدي حاجات طبعا داخل فيها التحكيم وداخل فيها الفار بشكل كبير، لكن هو طبعا عارف كل شيء توفيق لربنا سبحانه وتعالى. يعني الموضوع الماتش كان الشوط الأول احنا كنا كويسين جدا، ما عرفناش نحسم الأمور في الشوط الأولاني، وكان لنا فرصة مهمة فاول على 18 كان قريب جدا لسمير، ضاعت اتردت علينا بضربه الجزاء اللي دخل فيها الهدف. بس ما شاء الله يا عماد بصراحه يعني، يعني انت طبعا انت عارف انت اخويا الكبير ويعني نجاحاتك ديت يعني، والله انا يمكن عماد ويمكن اول مره اكلمك الكلام دوت، يمكن بكلمك في التليفون وما بقولكش الكلام دوت والله، بس يعني فرصه تقول نجاحاتك على الهوا. نجاحاتك بجد دي يا عماد حاجه مثلا انا يعني انا لو بعملها لنفسي والله ما هفرح بيها كده يعني، انا فرحان لك بامانه والله. انت عارف احنا عشره حتى في اوضه واحده سنين طويله، ما دي مش عارف الكابتن هاني عارف كده ولا لا؟ لا انا اول مره اعرف دي يعني. اوضه واحده يا بيه، اوضه واحده، واحده يا بيه، اوضه واحده، ده أوضة كم سنه عمده؟ كم سنه عمده؟ كتير يا كابتن. لا سنين، الاسماعيلي اربع خمس سنين والنادي الاهلي اربع سنين. سنين في اوضه واحده يعني. عملت معاه ايه ده عمده في اوضه واحده السنين دي كلها؟ بص سبحان الله الشخصيتين دول ما يركبوش مع بعض اوضه واحده. ايوه طبيعي. بص شخصيتي انا وعماد النحاس مختلفه تماما. أيوة يعني بص عماد ده يعني العقل كله هادي كده، مش معنى كده ان انا مجنون برضه، لا لا بس يعني عماد راسي كده وبتاع الهدوء وبتاع، ويهزر ويديك الإف برضه، حتى بس هو بيهزر ويديك الإف يدولك وهو ما بيضحكش برضه، عارف انت هو مكشر كمان يعني، هو مكشر ومرقع على الإف. انما طبعا واحد بيهزر في اليوم 24 ساعه بيهزر ال 24 ساعه. لا بيقول مش بهزر 24 ساعه في 24 ساعه. واحد جد 24 ساعه، بس كان في ميزه ان هو يحكي لك سيناريو المباراه تبقى عامله ازاي. يعني عايش برضو المباراه بيفكر في الماتش عشان الناس ما تفتكرش انه على طول هزار. لا هو الفكره انه بيقرا برضو الماتش وي كابتن هاني اكتر حد ضحك على الناس وصدر للناس ان هو بتاع هزار وهو جد جدا في الشغل بتاعه حقيقي، وده اكبر دليل في الملعب. اكتر لعيب يعني انا بقول الحمد لله انا ليا الشرف ان انا وبركات وجيل بركات وتريكه ووائل وشادي وشاوي وعماد واسلام الشاطر والموجي البرتو وفلافيو ومتعب حسن مصطفى حسام عاشور، مش عايز انسى حد. المجموعه دي قعدنا اربع خمس سنين. قلت جمعه ولا لا؟ اوعى تكون ما قلتش جمعه. قلت جمعه. اوعى. لو احمد السيد شادي وبعدين المجموعه اللي جت بعد كده يعني كان موجود معانا محمد عبد الله احمد فتحي، لا كتير المجموعه كل الناس اللي جت معانا في الفتره دي في التوقيت من 2004 2005 من 2004 2005 لغايه 2009. لا الموضوع مختلف بصراحه. بركات بره الكوره، ودي انا بقولها حتى في شغل، ودي برده يمكن انا قلتها كتير، مش اول مره لبركات برده في التلفزيون. يعني الناس واخده ان بركات بتاع هزار، واول ما تولى مسؤوليه مدير الكوره في منتخب مصر قلت له يا جماعه افصلوا، انا اكتر حد عارفه. ده حقيقي في الشغل جد جدا، بره الكوره يحب الهزار، لكن هو مش شخصيته ان هو هزار بس، ده بالعكس في شغله جد جدا وبياخد قرارات. وحاجه بتمنى له التوفيق طبعا مع جهاز المنتخب الكابتن حسام وكابتن طارق مصطفى وكابتن احمد ايوب وكابتن سيد معوض،
مجموعه محترمه ان شاء الله يوصلونا الاحلام. تجربته مع المنتخب كابتن بركات يا كابتن عماد شايفها ازاي؟ لا مسيره ناجحه في كل شيء بركات، سواء مع المنتخب او مع النادي الاهلي. وعلى المستوى الدولي طبعا لعيب يعني اسمه وتاريخ كبير واضافه كبيره، كان في فترات كبيره من اول كابتن الجوهري وبعدين كمل مع كابتن حسن شحاته مع كل المدربين اللي كانوا موجودين، وتاريخ كبير كمان مع الحمد لله مع النادي الاهلي. وانا بقول صدفه وجميله ان احنا الجيل بتاعنا ده يكون من افضل الحمد لله الاجيال اللي الاجيال، لان احنا برضه احنا من افضل الاجيال اللي موجوده في النادي الاهلي. دايما النادي الاهلي كل الاجيال بتاعته عندها الميزه بتاعتها وعندها الفرحه بتاعتها وعندها البطولات اللي حقيقة للنادي. وانا بقول يا كابتن هاني هنا ان النادي الاهلي هو الاضافه لينا لكل اللعيبه. اكيد طبعا مش لعيب اضافه النادي، طبعا هي النادي الاهلي هو الاضافه لينا كلنا. بنبقى فخورين ان عماد النحاس النادي الاهلي، كابتن هاني رمزي النادي الاهلي، احمد كشري النادي الاهلي. فهو ده النادي الاهلي صحيح، ده اسم النادي الاهلي اللي احنا يعني بنعتز بيه، وان احنا لينا شرف ان احنا بنحمل اسم النادي الاهلي. وده اللي بيبقى كابتن عماد، يعني ده اللي بيبقى دايما على مر العصور، مش سنه ولا اتنين ولا ثلاثه، انت كمان يعني كلنا. انا قاعد هنا عشان كنت ابني من ابناء النادي الاهلي، وكذلك بركات، وقلنا مش ابن النادي اللي هو مولود جوه النادي، ابن النادي اللي بيقدر قيمته، اللي بيقدر المكان اللي هو عايش فيه. بس عايز اسالك سؤال، وكنا بنتكلم مع بركات، مستر مانويل جوزيه ما ندهكش كده وقال لك زيرو 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 زي ما عملت؟ لا دي يا كابتن ممكن تسال فيها بركات. لا صح، ما احنا سالناه وجاوب. لا هو بص، هو الزيرو كان يعني هو كان بيتوزع على حسب بقى اللي. لا لا عماد ما شاء الله عليه. يعني انا عماد لو انا شفت لعب كم ماتش في النادي الاهلي، انا ما افتكرلوش ماتش وحش، او لو حتى كان ماتش مش موفق، او عماد مثلا غلط غلطه كبيره، او انت ما تفتكرش الكلام ده اصلا. لحقيقي ان حسب العكس كان ياخد الكوره وكان يعمل الهجمه، ومن الناس اللي بتلعب كوره تحت رجل، يديك الباص يبدا بهجمه، كان ساعات يخش عليه المهاجم، كان ساعات بيوقع قلبنا وبيعمل حاجات كده، كان ساعات برضو دماغه بتعلى. لا ده كان ساعات اللعيب مدخل عليه يقوم حاططها له من بين رجله عادي برضو، وهو واقف برضو ومفيش توتر ولا اي حاجه. لا عماد لعيب كبير طبعا، دماغه كبيره، بيلعب بدماغه طبعا قبل رجله. النجاحات اللي عاملها صحيح. في الفرق اللي اشتغل ان شاء الله السنه الجايه تكون في افريقيا يا كابتن عماد. في اسوان يعني بس كان في طفره في اسوان قبل كده، الفتره بتاعت عماد النحاس بعد غيابات كبيره، طفره كبيره في اسوان، ودلوقتي مع المقاولين العرب يعني فرض نفسه، دلوقتي الناس تتكلم عماد في اي ترشيحات لازم يتقال عماد عماد عماد. فطبعا كل ده شغله هو اللي بيتكلم عليه بصراحه، يعني شغله بيتكلم عليه تعب ومستقبل كبير قوي. عمده يا رب يا رب يوفقك وتعمل قد اللي انت عملته كده 100 مره ويا رب وتكسر الدنيا. وانتوا ان شاء الله مع المنتخب بركات باذن الله ان شاء الله كل المصريين ضمنا ان شاء الله لكاس العالم على ايديكم ان شاء الله مع كابتن مجاهد فني محترم ان شاء الله. ان شاء الله كابتن عماد طبعا بنشكرك، وقبل ما نشكرك ونقفل معاك طبعا طموحات الوصول للبطوله الافريقيه الكونفدراليه على الاقل اكيد لسه موجوده لنادي المقاولين، واكيد هيحارب عليها لاخر لحظه يعني. اكيد يا كابتن، والله كان نفسنا النهارده يعني نرتاح من بدري ونغير شويه في الجزء الفكر بتاعنا ان احنا نخش ننافس على المركز الثالث. كان المكسب النهارده يفرق معانا بشكل كبير، ووصلنا لبونت 51 كان هيفرق معانا بشكل كبير. اولا نبعد عن نادي الاتحاد ونادي المقاصه، وفي نفس الوقت يروح حاططنا مع المنافسه القويه مع نادي بيراميدز طبعا على المركز الثالث يعني. لسه موجوده المنافسه كابتن، يعني لسه في ست مباريات، لما نشوف ان شاء الله الست مباريات دول نقدر نجيب منهم كام بونت ان شاء الله يعني. ان شاء الله بالتوفيق يا كابتن. اتمنى من اول السنه ان احنا نكون موجودين في المربع صحيح، وده اللي احنا الحمد لله شغالين عليه. ويمكن فتره الوقف الكورونا كنا من الانديه اللي بتطالب ان الدوري يرجع صحيح، من الحاجات اللي كانت عامله علينا برضو عبء، يعني ان انت مش كل المواسم المقاولين يبتدي الدور الاول كويس وبعدين يكمل الدور الثاني. فدي من الحاجات اللي كانت عامله لنا جزء مخاوف شويه، لكن الحمد لله بدانا بشكل كويس، قدرنا ان احنا نجمع عدد نقط بشكل الحمد لله كويس، مكملين في المنافسه مع انديه كبيره. انا بستثني طبعا النادي الاهلي وان هو يحسب البطوله قبل 7 جولات، لكن منافسه قويه جدا ان انت تنافس الزمالك ونادي بيراميدز، واحنا عارفين الامكانيات اللي بيننا وبينهم امكانيات كبيره، يعني حتى مجموعه اللعيبه امكانيات الماديه. فده شيء يحسب لنادي المقاولين، يحسب لاداره نادي المقاولين اكيد، المهندس محسن صلاح المهندس محمد عادل، ويحسب للجهاز الفني واللعيبه اصرارنا على الوجود في المربع ان شاء الله. وده حلم بالنسبه لنا ان احنا موجودين في افريقيا ان شاء الله الموسم القادم باذن الله.
ان شاء الله كابتن عماد بالتوفيق دايما، وان شاء الله باذن الله المقاولين العرب في المربع الذهبي باذن الله. شكرا جزيلا كابتن عماد نحاس. شكرا جزيلا ليك. الشناوي والسلية من النجوم اللي صنعوا بصمة من وجهة نظر كابتن وائل جمعة، من وجهة نظر كابتن محمد بركات، مين من النجوم اللي صنع بصمة في الموسم الحالي ده؟ زي ما قلت لكم يعني يمكن ناس كتير كان لها بصمات واضحة، ناس كتير تألقت السنة دي، يمكن جمعة خاص الشناوي والسلية، وأنا أتفق معاه. الشناوي فترة من الفترات لما كنت لسه بلعب كان موجود، بس كان فنيا يعني مش بالمستوى ده، ما كانش بالمستوى ده فنيا خالص. الفترة اللي قعدها بره النادي الأهلي ولعبه على طول فادوا جدا كابتن هاني. طبيعي رجع النادي الأهلي شخص تاني خالص، رجع فرض نفسه على الساحة الكروية، بقى نمرة واحد في مصر، بقى هو حارس مرمى منتخب مصر، بقى كل ماتش بيتطور، احسن لاعب في كاس العالم، في اول مباراه لينا في كاس العالم، بقى صمام امان لفرقته وفي المنتخب. السلاه برضو حته بتاعته اللي بيلعبها في نص الملعب، حته الدفاعيه بيديها كويس، الحته الهجوميه بيروح وبيزيد وبيسجل والكلام من ده. وطبعا ده مش جديد عليه، لان السلاه معروف ان هو لعيب كويس طبعا من هو في النادي الاسماعيلي، انما جه اتطور كتير جدا طبعا في النادي الاهلي. ولكن في يعني طبعا في طبعا مفاتيح، طبعا محمد هاني طبعا رغم ان هو لسه صغر في السن، انما برضو بيتطور كتير جدا جدا جدا، والناحيه الهجوميه بيأديها كويس، دفاعيا حتى بيبقى متواجد دايما في مكانه في اي هجمه مرتده، تلاقي برضو هو يعني انا بس مش عايز اخدهم لعيب لان كل لعيب عمل دور كويس. علي معلول طبعا الاهلي طبعاً. انت في دماغك اسم يا كابتن بركات لعيب. انت في دماغك ايوه انا هقول لك انا جاي لك، بس برضو لازم ادي حق علي معلول، لان علي معلول ده من اللعيبه فعلا اللي فعلا اللي من اللعيبه اللي انا كنت اتمنى ان هو يعني كان يبقى موجود معانا يلعب معاكم. يلعب معانا، يعني شوف احنا جيلنا ده كان فيه يعني سيد وفي جيلبرتو ومحمد عبد الوهاب الله يرحمه وناس كتير كده، حتى الناشئين بعد كده اللي طلعوا كان ايمن لسه طالع وحسين السيد وكده، بس علي معلول لا، مين الناس اللي انا كنت اتمنى ان انا العب معاه؟ كان هيريحني قوي. يعني هو كان هيريحني قوي في اللعب، وانا بحب الحاجات اللي هي بتاعه التحرك اللي كنت بعملها مع سيد معوض وكده، وكان هيفيدنا في الهجوم، وكان هيفيدنا في وجود واحد زي فلافيو. تحس ان واحد واحد من النادي الاهلي يعني تحس انه يعني حتى قراراته لعيب كويس. بص لعيب كويس قوي علي معلول، لعيب كويس قوي، وفي نفس الوقت محترم جدا، بني ادم محترم جدا ومؤدب جدا. يعني عشان كده لازم الناس تحبه، اما انت تبقى لعيب كويس ولعيب محترم لازم تبقى محبوب. بس هو كنت لازم اتكلم على علي معلول، ولكن عايز اتوقف عند وليد سليمان. وليد سليمان يعني اذا كنت هقول الشناوي والسلية فانا وليد لازم اقول وليد. لازم اقول وليد، لان وليد اولا راجل مخلص للنادي جدا، راجل محب للنادي، راجل ما بيتكلمش، راجل ما بيعملش مشاكل سنين طويله. وليد يبدأ نجم كبير، انما ابدأ ينزل اخر 10 دقايق، ينزل ربع ساعة، ينزل صح، يلعب ربع ساعة، يلعب نص ساعة، ما تشاركش خالص. راجل جدد، انا حابب النادي الاهلي، حابب جمهور النادي الاهلي، شاري النادي. فنيا لما بينزل الاداء اللي بيعمله في 10 دقايق ممكن لعيبة تانية ما تعملوش في خلال مباراة كاملة ولا مباراتين. انتاجه، اهدافه، راجل هداف الفريق، يعمل اسيست، يودي واحد للجون، فنيا لحد دلوقتي ما تحسش بسنه خالص، بيأدي في عمر واحد في العشرينات، اخلاصه في الملعب غير طبيعي، حبه لفرقته غير طبيعي، تمسكه بالنادي الاهلي غير طبيعي. فده شهاده حق يعني لوليد سليمان ان هو لا فعلا وليد لحد البطوله الافريقيه اللي كان شايل الفرقه على اكتافه ووصل بالنادي الاهلي النهائي. طبعا فضل بعد ربنا طبعا ولزمايله، بس وليد كان نمره واحد ان هو قدر ان هو يكمل ويدوس على نفسه، وكان تعبان، وكنت دايما وليد من الناس اللي انا اكلمها كتير واحب ان انا اكلمه. كنت لسه اقول لك اكتر حاجه تحب تقولها له ايه؟ اكتر اقول له ربنا يوفقك يعني حد ما يعمل ماتش جامد اتصل اقول له برافو. لان وليد يعني
واخد مننا يعني فاهم. وليد لعب معانا يعني احنا لعبنا مع بعض. علشان كده انا دايما اللعيب اللي انت عارفه كابتن هاني لما بتلعب مع لعيب وتلاقيه قاعد وماسك فيها وبيعافر وي فانت بتقدر صح اللي هو بيعمله كده. علشان كده انا من ضمن الناس اللي انا بحبها وانا ما يخصنيش اذا كان يكمل او ما يكملش او احمد فتحي انا بشكره على الفتره الكبيره أكيد. اللي انا لعبت معاه فيها كوره. لان احمد فتحي من ساعه ما طلع معايا من النادي الاسماعيلي طلع صغير كده في وسطنا، كان بيقعد ياخد الملعب ده كله علشان يدافع لنا، واحنا المفروض تبقى لعيبه كبيره والكلام من ده بقى التنك بقى وما مندافعش. احمد فتحي ده راجل من اول يوم شفته في النادي الاسماعيلي، فتره الاسماعيلي كلها، فتره النادي الاهلي دي كلها. وعلى فكره انا ما يخصنيش احمد فتحي يكمل ولا ما يكمل، يروح فين ما يستمرش دي حريه شخصيه ترجع له في الاخر. دي بص دي ترجع للعيبه برضه، علشان انت عارف برضه في ناس راغي كتير يعني راغي يقول لك اصل بركات قال، اصل بركات عاد، اصل مش عارف ايه، وحاجات بيبقى ليها اسبابها مالناش ان احنا نتكلم فيها. ولكن انا ما يهمنيش يروح فين، انا ما يفرقش معايا، انا في الاول وفي الاخر انا واحد بحبه على المستوى الشخصي. عشت معاه احلى ايام بطولات سواء في اسماعيليه او في النادي الاهلي او لعيب راجل، لعيب فعلا من الناس اللي تبقى مبسوط. احنا بقالنا سنين كنا نفضل نقول احمد فتحي وعايزين 3-4 في مصر زي احمد فتحي ومش عارف ايه وايه. فاحمد فتحي انا بوجه له التحيه على الفتره الكبيره اللي انا قعدتها معاه، الفتره الكبيره اللي هو شالني وشال نجوم كبيره جدا، وهو نجم طبعا زينا وما يقلش عن اي بس حد. ما عتبتوش يا كابتن محمد؟ ما عتبتوش؟ انا ماليش علاقه مين يقعد فين، دي حريه شخصيه. وعايز الجمهور يبقى في الموضوع دوت يعني، ادي مساحه للعيب، بص للعيب اللي هو ايه اللي هو عمله لك. انت كمان خلي بالك انت اللي احنا بنقول عليه راجل مدير منتخب دلوقتي برضه يعني مركز حساس برضه يعني. انا بغض النظر يا كابتن هاني، انا دلوقتي ايه، انت لما تيجي بتمسك لعيب بس خد بالك برضو الجمهور طبعا جمهور الاهلي لما بيبقى عنده نجم بيبقى نفسه، انا بتكلم على زمان بيبقى هو نفسه ان هو طبعا النجم يقعد معاه وكلام من ده. بس قيس انت اللعيب دوت اداك ايه، زي حسام عاشور يمكن احمد فتحي مكمل مع النادي الاهلي ولحد اخر لحظه بيلعب وراجل والكلام ده موت نفسه. حسام عاشور مش مكمل الفتره دهيت كده وخلاص، انما هل في حد فينا ممكن ينكر الدور بتاع حسام عاشور اللي عمله في السنين اللي فاتت؟ محدش ولا النادي الاهلي ما بينكرش تاريخ حد، اصل ده تاريخ بركات، التاريخ ما يتمحيش، ما حدش يقدر يمحي تاريخ حسام عاشور. من الناس برضو اللي فعلا الواحد سعيد انه لعب معاها، واد مؤدب بيلعب اعمل سوي وسكوت وانجازات وبطولات وكلام، برضو من الناس اللي انا اقول لها شكرا على الفتره الكبيره اللي انت فالتاريخ زي ما انت بتقول يا كابتن هاني، ما حدش يقدر يلعب في التاريخ، محدش هيقدر يقول لك لا فلان احنا بقى حلو كده في ثانيه مثلا بقى وحش. لا فعلا لعيبه كبيره كلهم، انا بتمنى لهم كلهم التوفيق سواء في الملعب او في حياتهم او لان فعلا الواحد ارتبط بمجموعه من الناس اثروا في حياته، كانوا قريبين منه وعشت فترات طويله جدا جدا معاهم. يعني فترات الكوره ساعات بتقعد في معسكرات وتقعد في حاجات اكتر من طابولك من البيت. لا نعمل لك دلوقتي اختبار على ودانك اذا كانت موسيقيه ولا لا. والله ده انا وداني تقيله قوي. لا تقيله شكل ده انا والله انت مغني اغنيتك اللي اسبوع والله انت مغني اغنيتك صح اللي اتغنت لك؟ لا والله ما غنيتش. مش انت اللي ما غنيتهاش معاه؟ لا 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 بس انا عارفه ان انت صوتك حلو. لا والله خالص، ده انا اقول لك انا شوف بقى ودانك بقى بتسمع حلو ولا ما بتسمعش حلو. طيب لما تقول الو مين؟ الو يا كابتن مصر. لا تاني قول لي يا كابتن مصر تاني كده هيعرف. يا كابتن بركات يا كابتن مصر. ده سعد بيغني يا جماعه، بقول لكم صوته حلو. سعد سمير. سعد سعد حبيبي سعد. عارفك يا سعد. حبيبي من الشخصيات اللي انا بحبها جدا وعارف كده يعني. طبعا سعد يمكن من اكتر الناس اللي الواحد بجد بقى يشوف انا ما بحتضنش حد اصلا بقى كده فاهم انت عارف. بس يعني سعد دوت يعني اولا دمه خفيف جدا، تحس ان هو ما جاي كده صغير كده واتزرع كده في وسطنا، تحس هو عايز يعمل حاجه، هو مش جاي يهزر ولا جاي هو مبهور بالناس اللي شايفها ولا اي حاجه. هو بص جاي تنزل مركز بص يقعد يفرم ويفرمك على فكره، ويبقى خايف كده هو بيطبطب ويفرمك ويديك في التمرين توزع ويجري وبتاع كده. سعد وبعد كده خد وبعد كده اثبت نفسه ومشي بقى دلوقتي عنصر اساسي بعد كده في النادي الاهلي، وبعد كده راح منتخب مصر يعني عمل كارير بسرعه سعد وكده طبعا يعني
طبعا بقول له هارد لك الاصابه معطله كسعد، بس ان شاء الله ترجع بقى. مبروك الدوري يا نجم النجوم، بنرحب بيك. برحب بحضرتك كابتن هاني، وبرحب سام وكابتن بركات طبعا منور. مبروك على حضراتكم ومبروك على النادي الاهلي الدوري رقم 42، والحمد لله موسم مميز بالنسبه لنا كفريق وكمجموعه من اللعيبه السنه دي مع الجهاز الفني، وببارك طبعا لمجلس الاداره، فكان موسم كويس بالنسبه لنا والحمد لله، يعني خطوه مهمه وخطوه تدينا دافع للبطوله الافريقيه ان شاء الله باذن الله. وطبعا معاكم واحد من النجوم والاساطير اللي مرت علينا سواء في النادي الاهلي او في منتخب مصر. هو ما بيحبش يتكلم عن نفسه كتير في الكوره، لكن يعني حفظ بركات طبعا محمد بركات يعني من الاساطير فعلا ومن اللعيبه اللي صعبه تتكرر في مصر في بتاعه ما اعتزل لحد دلوقتي. مش حد شبهه ومش حد زيه خالص في الكوره. حبيبي سعد حقيقه الواحد يا كابتن هاني كان محظوظ ان هو غير ان هو لعب مع الجيل، بس الواحد كان محظوظ بشكل شخصي ان هو لعب مع بركات. بركات من الناس اللي في الملعب تستمتع وتحب تتفرج عليها. فطبعا لو قعدنا نتكلم على بركات من هنا للسنه الجايه مش هنديله حقه كنجم كبير في كره القدم المصريه. لا طبعا، هو كمان كابتن بركات بيقول هو ما بيحتضنش حد، لكن هو حس بيك كده اول ما دخلت ان ليك يعني جاي فورميشن، يعني انت عايز ميشن معينه وهتوصل لها. وكان بيقول كمان انت كنت بتخبط فيها يا سعد، يعني بتخش فيه ما بيهمكش يعني في التمرين. هو كان بيقلق شويه والله. وبعدين هو ما بيتمسكش يا كابتن هاني، يعني بركات ما بيتمسكش خالص بركات التمرين. فهم كابتن يعني زي ما كابتن بركات قال كانوا مجموعه صعبه جدا ان حد يعني يخش وسطها صحيح يلعب معاه ويبقى يقدر يجاريهم. مجموعه عظيمه ومجموعه عملت تاريخ كبير جدا سواء في النادي الاهلي او في منتخب مصر. لكن كان عندهم ميزه كابتن هاني، عندهم عين حلوه، يعني يقدر يقول لك اللاعب ده هيكمل ولا مش هيكمل، اللعيب ده عنده شخصيه وممكن يبقى وسطنا ولا لا. وفعلا يعني في لعيبه كتير بدون ذكر اسماء كنا نقعد ونتكلم، وحتى هم يجوا يسالوك على لعيب معين، ايه رايك في شخصيته؟ ايه رايك في طبعه وعامل ازاي؟ اخلاقه عامله ازاي؟ ويعني كان كابتن بركات او تريكا او جمعه سيد معوض عماد كتب، يعني كل النجوم دي حسام غالي عندهم رؤيه، اللعيبه اللي قالت ان هي مش هتكمل فعلا ما كملتش. فالواحد كان حريص ان هو يسمع منهم يا كابتن هاني دايما، يتعلم منهم، يبص عليهم بيعملوا ايه. ويمكن الواحد استفاد كتير جدا منهم وبيحاول ان هو يمشي على نفس الطريق بتاعهم، لكن هم فادونا كتير جدا جدا يعني. ايه النصيحه كابتن بركات؟ انت كنت بتقولها لسعد. لا والله سعد كان وصل لمرحله من المراحل كانت كويسه جدا بالنسبه لحياته الكرويه، يعني لما بقول لك ان هو يبقى عنصر اساسي في دفاع النادي الاهلي وعنصر كان بيتم الاعتماد عليه في منتخب مصر فتره من الفترات، يعني اكيد هو تعب علشان يوصل للموضوع ده. ولكن طبعا يمكن سعد حظه عشان الفتره الاخرانيه او في موضوع الاصابات، يعني بيغيب فتره كبيره يرجع يلاقي اصابه ثانيه، ولكن بتحصل للعيب الكوره. ولكن ازاي ان هو يرجع نفسه، ازاي ان هو ما يحط رجله في الملعب، ازاي يبقى حاطط في دماغه زي ما حطيت في دماغك قبل كده ان انت لسه قدامك كتير تقدمه، زي ما حطيت في دماغك ان انا هخش وسط الناس ديت وهبقى اساسي في النادي الاهلي وهروح منتخب مصر، ان انت هترجع نفسك ازاي. لان الموضوع بيبقى اصعب، لان بيبقى في ساعات الواحد برضه بيبقى السن بيعدي والاصابات بتخلي الواحد بس انت ازاي هتفكر ان انت توصل لده كله. انت كله شغل بس نفسي. ايوه تفكيرك ان مفيش حاجه عطلتها، خلاص هي كان مساله وقت، وان انا دلوقتي راجع. وسعد طبعا يعني اما بيبقى في حالته الفنيه والبدنيه طول عمرنا بنقول عليه مدافع محترم، مدافع قوي، بنيه الجسديه بتاعته كويسه، ما بترقصوش بسهوله، يعني في كل المقومات يعني دايما اللي احنا بنتكلم فيها تكون كويسه في مدافع. فاعتقد ان سعد يعني يقدر ان هو يرجع ان شاء الله بعد الاصابات ديت ويرجع ياخد مكانه تاني في دفاع النادي الاهلي في منتخب مصر باذن الله ان شاء الله. وكمان موقف كمان سعد معانا، موقف من المواقف المهمه جدا، ان سعد يعني النادي الاهلي قال له انت بره القائمه خالص مش موجود معانا، بس يعني ما عندوش مشاكل وده اللي يمكن ده اللي انت ممكن كنت شفت برضه بركات في شخصيه طالعه قدامك، حاسس انه هيكون قد المسؤوليه على مستوى الملعب وبره الملعب. سعد من الناس اللي بتحب النادي جدا، يعني سعد من الناس اللي بتحب النادي جدا. واحد غيره ممكن يفكر تفكير تاني خالص يعني، ولكن ممكن يقول لك انا فري حر وهروح النادي بتاعي تاني. يعني انا هروح فين، او مثلا كان تفكيره انا لو هسيب النادي الاهلي فهروح فين. فهو ده حب في موقف حصل، وعارف ان هو حصل لسبب معين، لان هو كان بعيد
وهياخد وقت طويل، وده حصلت يمكن مش اول مره تحصل مع سعد ايام، ما كان بيبقى في اصابات وتبقى الناس بعيده او ناس حتى موقوفه مش هتبقى صح. موجوده الفتره الاولانيه مثلا في الزكان ما كان ساعتها دور ال 32 و16 مرتبطين، وبعد كان بتبقى في ناس موقوفه، كان بيبقى في تفكير ان انت تبعدهم الفتره الاولانيه عن تلاقي الدنيا عادي جدا. انما سعد من الناس اللي زي ما اتكلمنا فنيا هم بيبقوا عاملين ازاي، ولكن حتى حبه للنادي وان النادي يعني عمل اسم سعد سعد عشان حبيبه، بنقعد مع بعض كتير، بنقعد نتكلم وبتاع. فيمكن انا الحاجات اللي اعرفه عن سعد اكتر كتير قوي من حاجات كتير قوي ناس ما تعرفهاش عن سعد. انتوا قريبين قوي بعض يا كابتن، فاكر لما مضيت وقلت لي هتقعد بعد ما مضيت؟ ما ضحكوا عليك؟ ايه الموقف؟ مين اللي ضحك عليه؟ لا سعد كان فتره من فترات كانت هزار اصلا يعني، بس هو سعد كان على يعني ايه، جات له فتره ما كانش بيلعب وكان هو المفروض عايزين يمضوه ولازم يمضي بقى يعني وكده، فسعد ما بيلعبش. فالمهم ايه، سعد كده ايه هوبا قام لعب اساسي، هوبا الماتش اللي بعده قام لعب اساسي، فايه مضى سعد وبتاع. قلت خلاص ضحكوا عليك، لا ابوك ماتشين هتجدد بعد كده مش هتشمها. لا طبعا هو سعد من اللعيبه المميزه جدا وبيحبوا النادي جدا يعني فعلا بجد. دي حقيقة. وايه تاني يا سعد قول لنا، ما هو اصل انت لازم تقول لنا بركات. اصل انت دمك خفيف وانا عارف، ودايما اوضه اللبس بيبقى وانا عارف مع المنتخب الاولمبي بيبقى في يعني هزار كتير وضحك كتير، لكن كمان سعد وبركات فلا ده يبقى قصه تانية بقى. لا بركات من الناس يا كابتن اللي فعلا وجودها كان في الفرقه عامل حاله كبيره جدا من يعني من الحب والاحترام، وتحس ان في بهجه في اوضه اللبس، في راحه في اوضه اللبس، اللعيبه كلها بركات يعمل جو في الاوضه مختلف جدا. انت محتاج اللعيبه اللي من النوعيه دي ان هي تخلي الامور في اوضه اللبس وفي الفرقه وفي الاتوبيس فيها روح حلوه وفيها فرحه وفيها مرح. يمكن كان هو وعاشور وطبعا احنا طلعنا معاهم بقى انا وعفروت ومجموعه الشباب اللي طلعوا، وكان محمد سمير واحمد عادل، كان هو دايما حتى في الدايره كابتن هاني ما يلعبش مع اللعيبه الكبار، يلعب مع اللعيبه الصغيرين على طول. هو ده في الدايره يعني الدايره ولا الدايره اللي وانا لو الكبار وانا لو الكبار هقول لحد ينزل ممكن ما يسمعش مني، انما دولت اي حد ينزل هينزل. هتنزل والله، كنت تدي بوش رجلك تديله في وشه الكوره فيقوم عامل كده اقول له انزل كده على طول، كنتش حابب انزل يعني. طبعا بتنزل بتمشي امورك بقى انت صغير، لازم تنزل يعني تنزل. كابتن بركات يقول لك هتنزل الدايره، هتنزل الدايره. لكن هو في مواقف كانت يعني صعبه صعبه صعبه، واثناء يعني احنا كنا بنلعب المحله مره وجيت بيلعب، وبعدين بركات ممكن يبقى في الملعب جايب جول ومكسر الدنيا والماتش شغال، يقوم قايل لك حاجه اصلا عكس سير اللي بيحصل حواليك خالص، يعني جايب جول والدنيا حلوه، فجاه شديد لعب كوره وحشه، فالكابتن حسام لف وقام متنشن وهي جديد ده ومش عارف ايه وبتاع، وادى لجديد واحده. كابتن حسام انفعالاته يعني ايه بتبقى تلقائيه جدا، فبركات قال لي شديد هنسيبه كده؟ قلت له هنسيبه كده ازاي؟ قال لي لازم يعرف ان هو خد واحده، ما ينفعش ما يعرفش، وبعدين شديد من النوع اللي بيسخن. قلت له يا كابتن شويه بس، قال لي لا لازم نقول. المهم قلنا لجديد، قلت له جديد حصل كذا كذا كذا، والكابتن اداك واحده. ثاني يوم اجتماع مع الكابتن حسام، طبعا بركات صلت لنا اللي اقول. ثاني يوم الكابتن حسام عمل اجتماع، يا جماعه دلوقتي عيب اللي حصل وما ينفعش يبقى فيه استحاله وفي اي حاجه، واللعيب يعرف ومش اللعيب يعرف، ولازم اعرف دلوقتي دي مين اللي قال. بركات بقى مش يسكت، قام يقول للكابتن حسام ايه؟ يا كابتن حسام لازم نعرف مين اللي قال. وانا واقع جنبه وهو من اللي صلتنا، يا كابتن حسام احنا مش هنمشي مننا لما نعرف مين اللي قال. وطبعا قعدت انا متوتر ومرعوب، هيسلمني يعني هيسلمني وبتاع، تبيع وبيع ايه؟ تسليم اهالي. ما عرفش يعني. فبركات من الشخصيات الجميله في الكوره، والشخصيات اللي هي عملت اسم وتاريخ كبير جدا دلوقتي مدير منتخب، يعني حاجه شرف وحاجه احنا كلنا كناس لعبنا معاه بنتشرف ان النجم بتاعنا بيمثل دلوقتي منتخب مصر، واتمنى له التوفيق هو وجهاز المنتخب طبعا كله مع الكابتن حسام، وان شاء الله يعملوا حاجه تليق بالكره المصريه. والكابتن بركات لازم تعرف يعني الناس كلها بتحبك، الناس كلها بتموت في حاجه اسمها محمد بركات. حبيبي يا سعد حبيبي، وربنا يوفقك يا رب كده وترجع اجمد من الاول ان شاء الله. يا رب يا رب، كل التوفيق ليك يا كابتن. مبروك يا سعد. الف مبروك. الو الف الله يبارك فيك يا سلام. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك يا حبيبي، شكرا. مبروك لك يا سعد، وان شاء الله نشوفك في الملعب قريب ان شاء الله. ان شاء الله تبقى قريب موجود. احنا دلوقتي هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل
لسه مستمرين. طب انا عايز اتكلم بقى في فكره اهداء الدوري ده لكابتن مؤمن زكريا ربناشي. احنا النهارده ده لقب يعني او دوري برضو استثنائي ومهداه الى كابتن مؤمن. والله طبعا يعني إيه انا طبعا يعني مؤمن طبعا ربنا يشفيه ويعافيه يا رب ويرجع لنا بالف سلامه. يعني مؤمن من الناس اللي هي والله يعني الواحد يمكن ما لعبناش مع بعض كتير ولكن قعدنا مع بعض في مقابله او مقابلتين قبل كده برضو من خلال النادي الاهلي والعزومات والحاجات اللي بتبقى اللعيبه ما بينها وما بين بعض. شخصيه جميله جدا، شخصيه مؤدبه وشخصيه مهذبه وشخصيه محترمه جدا، يعرف يحترم نفسه ويعرف يحترم الناس التانيين. واذا كنا على المستوى الفني فحدث ولا حرج، فكل الانديه اللي عدى عليها ولعب فيها يعني يمكن كان ليه بصمه في كل الانديه اللي لعب فيها من اول الانتاج وانبي والمصري يعني عمل شغل كويس قوي قوي في بورسعيد والزمالك والاهلي، يعني بصراحه كان ليه بصمه في كل الانديه اللي لعب فيها فنيا. يريح المدرب، ينفذ لك حاجات كتير، بيدافع زي ما بيهاجم، بيرجع ما بي... يعني الواحد فعلا كان يعني الواحد زعلان جدا ان احنا خسرنا الفتره اللي فاتت دي حد من اللي هو حد من الناس المميزين اللي هم يعني حسسوا لك الكره حلوه وانت عايزه تتفرجي على حاجه كويسه. لعيب الكره كتير بس اللي فيه الحته الزياده دايما مميز. ربنا مميز يا رب ان شاء الله مش كتير ربنا يعني. يشفيه ان شاء الله. احنا بندعي ربنا يا رب ان هو يعني يرجع ويرجع يبقى معافى كده ويرجع لاهله ولاسرته والجمهور. ويعني يمكن انا سعيد جدا بالتكاتف اللي كل الناس كل الناس دلوقتي يعني سند لمؤمن ووراه وحتى يعني كان الاول مع عمليه الانتقال من الزمالك للاهلي كان الاول كانت عارفه كان في مشاكل وكان في ناس متضايقه. دلوقتي كل الناس الزملكاويه قبل الاهلاويه عايزينه كويس وبيدعوا له. لعلها منح لعلها منح يعني ده اختبار ان شاء الله ربنا يعني ان شاء الله يعني التكاتف اللي شايفه من الناس كلها من سواء الفرق كلها كل الفرق وبتاع كلام من ده. موقف محمد صلاح لما سجل الهدف من اول مباراه في الدوري الانجليزي كمان حتى يعني برضو حركه مؤمن والناس كل الناس بتعمل حركه مؤمن وكل الناس نفسها ان مؤمن يرجع لان بجد فعلا من الشخصيات فعلا اللي مفتقدينها مش في يعني طبعا في الملعب ولكن شخص مهذب يعني شخص يعني يستاهل حاجات كويسه كتير كده. فان شاء الله ده اختبار من عند ربنا باذن الله وهيرجع هيرجع ان شاء الله وهيرجع احسن من الاول لبيته واهله اسرته ولجماهيره وكل الناس اللي بتحبه باذن الله. فيعني ده اقل حاجه اللعيبه حتى في النادي موضوع اهداء الدوري والنادي كله يهدي لمؤمن البطوله يعني ده عادي مش جديده على النادي الاهلي ولا على اخلاق النادي الاهلي. النادي الاهلي احنا شفنا في حاجات كتير كويسه قوي سواء مع المجلس ده مش عايز اقول حتى المجالس يمكن انا حتى ما كنت في النادي كان الكابتن حسن حمدي كان هو الرئيس انما كانت نفسي هم المجموعه اللي انا يعني اللي انا اتعامل معاهم اللي انا ما بعتبرهمش مجلس اداره بصراحه يعني انا طول عمري بعتبر الناس ديت اخواتي طبعا صحيح. كابتن حسن هو اللي كان موجود دلوقتي الكابتن خطيب كان طبعا مع الكابتن حسن موجود كابتن قيمه وقامه كبيره جدا انا راجل بعشقه طبعا وبحبه جدا وبقيه المجلس كله بقى استاذ عمرو واستاذ خالد كلهم ابناء النادي الاهلي ورانيا واستاذ يعني كل الناس بتوع كان سعيد ما في محمد الغزاوي كان حبيبي برضه وكده كنا نطلع ونبقى قاعدين اخوات مع بعض وبتاع كنت فعلا تحس ان احنا اسره واحده ودايما دايما دايما النادي الاهلي تحس ان هو اسره واحده وده سر النجاحات. ولكن انا ليا كلمة كده لازم أقولها بصراحة في حد معين في النادي الأهلي يتنسب له جزء كبير جدا من النجاح ده وهو كابتن سيد عبد الحفيظ. أكيد كابتن سيد عبد الحفيظ فعلا أنا ما زلت مصر أن أنا أقول كلام أنا قلته من سنين أن أصلح واحد يبقى موجود في المكان ده داخل النادي الأهلي هو كابتن سيد عبد الحفيظ. لأن كابتن سيد عبد الحفيظ الراجل دلوقتي الخبرات اللي اكتسبها على مدار السنين اللي اشتغلها جوه النادي الاهلي مخليها ان هو شايف شغله وقايم بشغله صح سيبش الكبيره ولا صغيره غير ما بيبقى عاملها سيبش حاجه للظروف
راجل محترم وبيحترم نفسه، راجل نفسه كان لعيبة كبيرة في جيلنا، كان هو برضو موجود فترة من الفترات، كان موجود هو برضو مدير الكورة، طبعا بطولات كتير، بيحترم طبعا اللعيبة الكبيرة دي كلها، وازاي بيكلمك بأدب ويجبرك ان انت تحترمه، ازاي ان هو دايما بيبقى واقف سبورت للنادي الاهلي، ويعني شغل سيد عبد الحفيظ بصراحة باين جدا 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 في النادي الاهلي، وهو اصلح وكان اصلح وما زال الاصلح لوجوده سنين طويلة جوه النادي الأهلي بصراحة، مدير الكرة على النادي الأهلي على اللي هو بيعمله دوت. فأنا عايز أقول له كده يعني، يعني مبروك الدوري يا كابتن سيد ال42، ومبروك على حاجات كتير قوي حلوة أنت بتعملها جوه النادي الأهلي. طبيعي طبعا، احنا رحنا طبعا كابتن سيد عامل يعني عامل شغل على مستوى عالي جدا وبشكل احترافي، يعني رغم طبعا كل الملفات اللي دارت حوالين النادي الاهلي اللي فاتت والتحديات، لكن كان بيتعامل بشكل احترافي. تايتل دلوقتي مدير المنتخب. بالنسبه لمحمد بركات، اهدافه ايه التايتل ده، او ان شاء الله اهدافك انت ايه مع المنتخب، وايه اللي يفرق ما بين انك اكيد كنت لاعب كبير عندك مسؤولياتك، و ملف مدير منتخب مصر وخاصة في المرحلة دي؟ لا طبعا، بص يعني هو طبعا انا ما كنتش حابب ان انا يعني مش عايز تتكلم على اتكلم في حتة المنتخب، بس يعني هو سريعا يعني هو سريعا طبعا. انت بص يا كابتن هاني، انت رؤيتك للامور وانت لعيب بتبقى مختلفة تماما طبعا عن رؤيتك وانت مسؤول، بدليل ان انا كنت بتضايق من الفترة الاخرانية من كابتن حسام البدر ان هو ما كانش بيلعبني، وكنت انا عايز انزل العب وعايز العب اساسي، وهو قاعد شاف ان انا بدات ان انا فنيا بدنيا دلوقتي عذرته يعني نزلت وكده، وقلت له الكلام قلت له ان انا كنت بتكلم بعقلية لعيب كورة ممكن بيكون بيفكر بأنانية شوية عشان بيفكر بنفسه بصراحة، قلتها له واعتذرت له. اولا يعني خلينا اقول لك طبعا، وكلكم عارفين الكابتن حسام بدري على فكره شخصيه من الشخصيات اللذيذه جدا، سيبك من الناس بيقول لك بكشر وبتاع، طبعا من الشخصيات اللي تقعد تضحك معاها بعيد عن الشغل يعني، فاهم يعني ابعد خالص عن وقت الشغل. وبعد كده شخصيه انا اولا قاعد معاه بقى لي فتره، عمال اقرا في دماغه، عايز استفاد منه من كل حاجه، خبراته كبيره جدا، خبرات الفنيه والخبرات الاداريه كمان صحيح قبل الفنيه، لانه قعد سنين معانا في النادي الاهلي، كان مدير مدرب ومدير قائم باعمال مدير الكوره صحيح، فخبراته كبيره في المجال الفني وفي المجال الاداري. فبجد انا سعيد ان انا شغال معاه وقاعد عمال اتعلم منه كل يوم، وقاعد كل موقف قاعد عمال بتابعه واشوف قراءته بتبقى ازاي للمواضيع، وبنقعد نتناقش والحاجات اللي انا كنت بفكر بيها وانا كنت بلعب كوره ما كانش مزعلاني، بدات دلوقتي اشوفها بمنظور تاني، وبدات افكر بتفكير تاني خالص، ان انت مسؤول فانت برضو عايز احسن حاجه اللي انت شايفها هي اللي تتم، فانت شايف ان لا دوت لا ده حتى لو مش على هواك فانت هتعمله عشان ده في الصالح العام. صحيح الحسابات بتختلف كتير جدا، ابتدت الحسابات تختلف، ولكن في الاول وفي الاخر كابتن هاني يمكن اللي دايما الواحد بيبقى طالبه في المرحله دهيت اللي انت هتبقى موجود فيها، لانك انت عارف يعني انت اكتر واحد عارف ان مفيش حد بيكمل الحته دهيت كتير عارف يعني بس فيعني اكيد انت بتبقى انت مثلا انت بتبقى شغال على التصفيات الافريقيه وبتبقى شغال في نفس الوقت كمان هيبقى عندك تصفيات كاس عالم، انت هتلعب على الوصول للبطوله والنفس عليها ان شاء الله، إن شاء الله. والوصول لكاس العالم باذن احد، والناس تبقى مبسوطة بمنتخبها زي ما كل نادي بيبقى مبسوط صحيح. بالفرقة بتاعته، الأهلي أهلي والزمالك زمالك والإسماعيلي عندنا ثقة إن شاء الله كبيرة بجد، منتخب مصر بيحب برضه الجمهور يشوف منتخب مصر إنه بيعمل حاجة كويسة، فهو ده اللي إحنا عايزين نعمله بدون نظر طبعا لألوان وبتاع. طبعا أنت عارف إحنا من أول ما تملنا قال لك إيه، لا إيه ده، ده أربعة أهلي ده اتنين زمالك أحمر دايما يا بركات، أنت عارف يعني لازم خلاص بركات جه يبقى بركات أهلاوي، هيشتغل للأهلي حسام البدري هيشتغل للأهلي وسيد وأيوب اللي هيشتغل بقى للزمالك طارق مصطفى وأيمن كلام طبعا يعني أنت فاهم الدنيا ماشية، دي حسابات بعيدة عنكم، حسابات احنا بنشتغلوا في حسابات وطنية بحتة. بص كابتن حسام بالجهاز هو جاي ينجح طبعا، وجاي يعمل حاجه لبلده ولنفسه وتسعد الجمهور ويفرح الجمهور مصر كلها، ولا هيبص الالوان الكلام ده مش موجود، لو هتبص الالوان يبقى احنا جايين نهزر. انما في الاول وفي الاخر كل واحد، ما هو احنا كل واحد في الاخر ليه انتماءاته يعني، حتى اللي ما لعبش كوره حتى في نادي، وانت في الاخر لو التقيت اتنين في الشارع هتلاقي واحد اهلاوي ولا هتلاقي واحد زملكاوي ولا
فربنا يكرمنا ان شاء الله، ربنا يكرمنا ونعمل حاجه كويسه. وانا بصراحه جهاز فني يعني تشكيلته حتى كويسه جدا، علاقتنا مع بعضنا الحمد لله كلها كويسه. كابتن حسام بيعامل الناس بصراحه معامله كويسه جدا، الناس اللي حواليه حتى في طريقه الاختيارات يعني من خلال معسكرين اللي كنا عملناهم، يعني حتى نسمع الناس كلها وكل واحد مثلا يحط التشكيل يحط 25 بتوعك ويشوف مين اتلقى في مين، وبعد كده لو لاقي واحد مثلا مختار واحد مثلا بعيد مثلا طب انت اخترت ده ليه وما اخترتش ده ليه، يعني بيبقى يحصل مناقشات بيحصل كلام وبيحصل، وهو دوت المفروض، هو ده المفروض يحصل، يعني ان احنا نقعد نتكلم مع بعض ونتناقش، يعني او بمعنى صح هم يعني يتكلموا بعض. انا حته الاختيارات انا ما بتدخلش فيها خالص، يعني انا النواحي بتاعتي اداريه بحته، ملاعب والطيران والحجوزات وي شغلتي ان انا هيئ الجو العام للكابتن حسام ان هو وجهازه ان هم يجوا يشتغلوا، انما هم يعني بيشتركوا دايما مع بعض. طبعا القرار الاول والاخير طبعا بيبقى للكابتن حسام، وده وضع طبيعي جدا لانه هو على راس القياده الفنيه. ان شاء الله انا متفائل خير كابتن حسام ان شاء الله باذن الله الفتره الجايه ديت ان هو يعمل حاجه كويسه، لانه هو فعلا مدرب كوره محترم بس، وكان فعلا يعني جدير ان هو يبقى على راس القياده الفنيه لمنتخب مصر، وان شاء الله بس الدعم والناس بس تبقى في ظهرنا، وان شاء الله يعني باذن الله تبقى حاجه كويسه. بنعدي على الظروف طبعا لسه لسه بنتكلم على الظروف الاولانيه اللي حصل وي دلوقتي دخلت كورونا، وبعد كده احنا كنا عايزين شويه وقت زياده، اخروا البطوله الافريقيه علشان النهائي يوصل يبقى بيتحاسب حاجه، بس في الاخر هي مش مبررات، احنا في الاخر جايين ان شاء الله نعمل حاجه كويسه، وباذن الله باذن الله نفرح الناس ان شاء الله. باذن الله احنا نطلع لاخر فاصل في البيت الكبير، وبعد الفاصل انت بتحب الحاجه الحلوه؟ انا دايس في اي يعني حاجه، يعني بعد الفاصل يا جماعه البيت الكبير.